السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم أعزائي المشاهدين، وفتح استوديو التحليل الغلابة أبوابه لأول مرة في 2018. النهاردة بنفتح باب الاستوديو التحليلي بعد غياب وحشنا الغلابة وأهل الغلابة والناس الغلابة، دوري الممتاز به معنا شكل تاني. ما تنسوش هيبقى معنا مراسلين النادي الأهلي وأخبار النادي الأهلي ونادي الزمالك والإسماعيلي والمصري والاتحاد وباقي الأندية المصرية من خلال شبكة مراسلين على مدار الحلقة مع الغلابة. ولكن خليني الاستوديو التحليلي وحصاد الأسبوع الأول لدوري الممتاز به يسعدني ويشرفني أن يتلألأ ويتزين بحضور الكوكبة التي ستكون معي أسبوعيا بالتناوب. لكن اللي أنا عادمه دلوقتي ثابت معانا على طول، الناقد الرياضي الكبير رئيس تحرير الكورة والملاعب المعلق الشهير عمنا وأستاذنا وأخونا وصاحب القلب الطيب، بيحب لنا الخير بشكل لا تتخيلوه وبيساعدنا والله العظيم من السنة اللي فاتت واللي قبليها ومن قبل حتى ما نستضيفه خالص، وكنا نستضيفه يرفض. بس أنا ليه بديت المقدمة الطويلة دي؟ على كان حد يظن ان وجود خالد كامل عكن فيه تسهيلات بناخدها في دوري الممتاز به. والله من 2012 الراجل بالعكس ياما هجمناه وكان صدره رحب، وياما انتقدناه وتقبل النقد بشكل محترم. ناقدنا الرياضي الكبير رئيس لجنة القسم الثاني لدوري الممتاز بلجنة مسابقات القسم الثاني عمنا المحترم الكابتن خالد كامل. مساء الفل. مساء القشطة وشكرا على المقدمة الجميلة دي. انا ببقى سعيد دايما معاك لان انت صديق عزيز عليا وعشره عمر. ربنا يخليك يا استاذ خالد. انا بس حبيت علشان اشيل الاحراج والناس تعرف ان احنا من 2012 انت اول مره تجيلي ضيف في 2018. مظبوط صح. صح من 2012 يمكن ياما هاجمناك وياما انت زعلت مننا وياما تراضينا، ولكن في الاخير يعني من 2012 وحتى الان الاستاذ خالد بييسر لنا. يعني في بعض الاوقات كان يبقى في ازمه يقول لهم عبد الناصر لسه مهاجمني امبارح، بس انتوا عايزين اللي انتوا عايزينه انا تحت امركم. يعني دي شهاده لوجه الله. فالاستاذ خالد كناقد رياضي كبير ورئيس تحرير للكره والملاعب ومعلم واسطى مع الغلابه كان لازم يبقى في استوديو تحليلي قوي وحصاد قوي في كره بلدنا. فانا بشكره على تلبيه الدعوه وان يكون معنا على مدار الموسم ضيفا ثابتا مرحب به جوه العين وفوق الراس عمنا المحترم خالد كامل. خليني كمان ارجع للسنه اللي فاتت واذكركم. طبعا انا بديت في 2012 مع مجموعه ما اقدرش انساهم وهم من اسباب سعدي في هذا البرنامج، وقفوا معايا زي ما بيقولوا ايام الكحرتة. كنا نطلع من الهوا في جيبك كام؟ في جيبي 100 جنيه وانا في جيبي 100 جنيه، يلا بينا نروح نتعشى نروح نلحق الرفاعي قبل ما يقفل. النهارده هناكل فول، بكره هناكل مش عارف ايه. والله العظيم شفت معاهم احلى ايام العمر. طبعا حاضرهم الغائب الدكتور عبد اللطيف امام اللي انا بحييه، فلازم ابدا بالغائب. اما صديقي العزيز نجم مصر والنادي الاهلي صاحب القلب الطيب الحنون حبيبي الكابتن صديق الجمال يعود اليكم بعد 6 شهور اجازه. يعني انت لو عامل فتره يعني هتروح كسلان. اكيد. ازيك يا كابتن صديق؟ ازي حضرتك يا كابتن عبد الناصر؟ طبعا برحب بيك والف مبروك على القناه الجديده، ان شاء الله يكون خير على حضرتك يعني. وانا سعيد جدا وبرحب بالكابتن خالد قيمه وقامه في الاعلام الرياضي وفي التعليق وفي لجنه المسابقات والشخصيات المحترمه جدا جدا، وانا سعيد جدا انا متواجد معاك. لا 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 اسعد الله. ربنا يخليك كابتن خالد وبرحب بكابتن محمود عشره عمر وزميل في الاعلام، وان شاء الله اتمنى لك التوفيق يا كابتن ناصر. ايضا صديقي العزيز واكتشاف كره بلدنا محللنا في كره بلدنا، طبعا اول ناس اشتغلوا معنا متطوعين وما زالوا الكابتن صديق الجمال محللنا الرياضي المحترم، وكان شرف لينا انه يقبل انه يكون محلل عندنا. احنا بقى رحنا على النقيض اكتشفنا لاعب زملكاوي كده عصفوره صغيره ولكن بيفهم كوره بشكل كويس جدا وبيروح يتفرج على الماتشات وبيذاكر وبيهتم بنفسه ونفسه يعمل حاجه في مجال الاعلام الرياضي، وهو من اكتشافاتنا اللي احنا سعداء بيها محلل كره بلدنا محمود سلطان لاعب
لاعب نادي الزمالك السابق كابتن محمود. مساء الفل. مساء النور يا استاذ ناصر، بشكرك جدا على المقدمه الجميله ديت ولي الشرف ان انا النهارده اكون مع النجمين الكبار كابتن صديق وكابتن خالد طبعا، وبحيي اسره البرنامج وبحيي الساده المشاهدين. انا والاستاذ خالد والكابتن محمود والاستاذ خالد مخلص مخرج البرنامج وفريق العمل كلنا طبعا، الكابتن صديق النهارده جايين على عكازين لان الكابتن صديق مصاب بقطع في وتر اكيلس. ما تعورش هو لعيب، سبحان الله. يعني وبعد كده يبدو كمان ان هو عانى في العمليه وحتى نفسيا كان متاثر انها طولت معاه شويه، والحر وما بين السفر للشرقيه بلده وما بين بيته شبرا النخله، يعني شبرا النخله واهالي شبرا النخله اللي انا بحييهم. عايز اقول ان كان لازم نقول له سلامتك ويسامحنا على التقصير، لان للاسف مشاغل الدنيا خدتنا ان احنا لا زرناه في المستشفى ولا زرناه في البيت. فيقبل مني انا والاستاذ خالد كامل ومحمود سلطان واسره البرنامج وكل محبي كره بلدنا هذا الاهداء الرقيق، ومليون سلامه للكابتن صديق الجمل. باذنك عشان الله. طبعا لازم نقول لك الف سلامه وتحيه خاصه مننا كلنا، وسامحنا على التقصير. ربنا يخليك يا عبد الناصر. يعني المقدمه دي يعني مش عايز اقول لك انا بشكرك جدا عليها طبعا، وانا بس بحب اوجه الشكر للدكتور ايهاب علي، راجل هو اللي عمل لك العمليه. بصراحه وقف معايا وقفه كويسه جدا جدا، وفي حاجات ما ينفعش اقولها على الهوا يعني. يعني انا بشكره جدا جدا والجهاز الطبي اللي كان معاه، وانا الحمد لله طبعا من 18 رمضان اول مره في حياتي انا بلعب كوره، يعني 20 سنه كوره سواء في مصر في الانديه اللي لعبت فيها الاهلي والاتحاد والبلاستيك ومصر بتول والشرقيه، ولعبت في لبنان في 3-4 انديه، عمري ما اتصبت الاصابه دي. بس طبعا ده قضاء ربنا والحمد لله، يمكن ربنا شايل لي حاجه كويسه الحمد لله، فتعبت فيها جدا بس الحمد لله انا فاضل لي حوالي 15 يوم وان شاء الله افك الجبس كله وارجع للعلاج الطبيعي باذن الله وارجع لحالتي الطبيعيه ان شاء الله. انت كنت بتلعب خماسي؟ لا، انت عارف انا عندي في الاكاديميه عندنا بالبيس، وطبعا الكابتن ابو عطيه وجه لك التحيه، هو المنسق العام للاكاديميه، وزين البرماوي اللي هو معايا في الجهاز، يعني بيحيي حضرتك جدا يعني. فبعد التمرين وكده فرجلي على الملعب اللي هو الترتان زي ما بتقول وقفت كده تحت، في واحد مسكني من ورا مش قاصد، هو بوجه له التحيه، اسمه ايمن الدهشوري من عندنا من شبرا النخله. قلت له انا لازم اقول على الهواء عشان انت اللي اصبتني يعني، فمسكني من ورا فرجلي. يعني لازم طبعا ايمن الدهشوري دي عيله محترمه عندنا في شبرا النخله زي العائلات كلها يعني، فمسكني من ورا ومش قصده لمسني كده وساب ايده، فانا رحت على الفاضي فلقيتها طقت كده. بس الدكتور ايهاب علي قال لي اغرب اصابه شفتها في حياتي. يا سبحان الله. الغشاء سليم، الغشاء بتاع اللي هو الوتر سليم، بس القطع كان من جوه وانا ما كنتش عارف ان كان فيها قطع. يا صعبه جدا، صعبه جدا. الحمد لله وهو عانى والله. طبعا الحمد لله. الحمد لله. انا بشكر يعني ربنا. انا كنت بكلم صديق في التليفون متاثر نفسيا ومنهار وزعلان، لان كمان الاصابه صعبه وجت في توقيت صعب وعطلت شغله ومشاريعه وحاجات كتيره، بس ربنا سبحانه وتعالى ما بيجيبش الا كل خير. كل حاجه ربنا بيجيبها في الدنيا بتبقى شيلاك حلوه في الاخره. انا ما اعتقدش يعني واحد هيحصل له اي بلاء من عند ربنا ويقول لا، ده بالعكس رب العالمين شيلك حاجه كويسه. ما اصابك من سيئه فمن نفسك، وما اصابك من حسنه فمن الله. الحمد لله. طبعا على فكره وقضى الطف من قضى زي ما بيقولوا عندنا مثل الدرك في الصعيد. يعني ربنا فداك بما هو اكبر. اكيد فداك في دي. وانا عايز احيي مديحه كمان زوجة حضرتك. يعني تعبت يا كابتن معايا قوي. ودائمه العزايم لينا واحنا ما بنروحش سامحينا يعني. لا كلمه جدا بصراحه. اكيد طبعا. مش شرقيه يا كابتن، وبعدين يا بنت عم يعني بلد الكرم كله. شالتني يا كابتن خالد فتره الاصابه، انا ما بعرفش امشي، فمش عايز اقول لك يعني. ربنا يحفظها يا رب. عرفته بقى كان لازم نحيي ليه صديق الجمال، والنهارده مصمم رغم محاولات اعتذاره ليا انه قلت له مستحيل ما تبقاش في اول استوديو تحليلي، وانت من الناس اللي بنوا معايا حصاد دوري الممتاز ده، مستحيل اول حلقه ما تكونش معايا. فالحمد لله ان احنا قدرنا نخرجه من الحاله دي، وان شاء الله هيكون افضل باذن الله تعالى. استاذ خالد، الاسبوع الاول قبل ما نروح للاسبوع الاول ونتائج الاسبوع الاول والمجموعه الاولى، قول لنا عايزين نسمع منك دوري الممتاز ده السنه دي كيف يراه رئيس لجنه مسابقات القسم السنوي؟
اولا انا بشكرك جدا على اللي قلته كله، لكن يمكن انت عشت، وانا الحقيقه على الهواء بقول يمكن عشت معاناه القسم الاول دوت، وكنت من اوائل البرامج اللي عملتها للقسم الاول وعرفت الناس، وكان ليك سبق في الكلام ده. اللي بعد كده الى ان وصلنا السنه اللي فاتت او اتذاعت مباريات القسم الاول، وده كان جهد كبير لحضرتك. القسم الاول لو تفتكر احنا بدانا وزميلنا ايهاب الكومي، وزميلنا طبعا ايهاب الكومي ده عامل شغل الدكتور ايهاب الكومي. لو تفتكر حضرتك احنا بدانا سنه 2011 12 كنا 91 فرقه وست مجموعات، وكانت معاناه وكان عندنا مشاكل في، ولما توقف الدوري احنا كملنا، وكان عندنا مشاكل الحقيقه. انا بحيي مجلس اداره الاتحاد استاذ السابق استاذ جمال علام، ومجلس الاداره الحالي مهندس هاني بوريده، وكل الزملاء اللي موجودين، الاستاذ احمد شاكر، الاستاذ احمد مجاهد بالذات دي حقيقه، لان عامل جهد كبير معانا. احنا بدانا ب 91 فرقه وست مجموعات، والحقيقه ايهاب لهيطه، وايهاب لهيطه طبعا مهندس ايهاب هو من الاساس. بص انا بختلف مع الاثنين دلوقتي، ايهاب واحمد مجاهد، ولكن ايهاب لهيطه لابد ان نشكره على ما قدمه لدور الممتاز ده، واحمد مجاهد نثني على كل ما يقدمه لدور الممتاز. اكيد طبعا دي حقيقه. وامنيا طبعا اللواء ثروت سليم عامل جهد كبير. حضرتك لو تفتكر كانش فيه بورسعيد، كانش فيه بعض الملاعب مش قادرين نلعب عليها، بدانا 91 فرقه، وكان في بلان كامل معمول عشان نوصل لدوري المجموعه واحده اللي هو هيتم السنه الجايه. فاحنا عمالين كل سنه بقى لو تفتكر عماله تتقلص. السنه دي احنا عندنا 42 فرقه، ثلاث مجموعات، كل مجموعه 14 فرقه. السنه اللي فاتت كان اعلى، بقينا 42. السنه دي هنوصل ان شاء الله، دي اخر سنه لدوري الثلاث مجموعات. هينزل او مش هنقول هينزل، هتبقى ست فرق. بس انا عايز اقف هنا يا استاذ خالد، اتفضل. هل انتوا ستستحدثوا دور المحترفين وتلغوا ولا هيبقى اسم ممتاز ده بس مجموعه واحده؟ ايا كان المسمى، لكن هو هيبقى دوري محترفين خلاص. انت هتوصل حضرتك يا استاذ ناصر ست فرق هيقعدوا، باعتبار ان في فرقه هتطلع وفرقه هتنزل من القسم الاول مكانها، فهيبقوا سبع فرق، ست قاعدين وزاد اللي نازل، ادي سبعه في ثلاث فرق في مجموعات، يبقى عند حضرتك 21 فرقه. هيصعد من القسم الثالث ثلاث فرق، يبقى 24. هنلعب السنه الجايه اذا اذن ربنا 24 فرقه دوري مجموعه واحده. السنه اللي بعدها ده بلان كامل معمول، هينزل خمسه ويطلع ثلاثه، هنوصل ل 22 فرقه. السنه اللي بعدها ان شاء الله هينزل خمسه ويطلع ثلاثه، نوصل ل 20 فرقه، و20 فرقه يقعدوا بقى. يبقى الدوري القسم الثاني او دوري المحترفين ب هيبقى 20 فرقه. هل مستعدين فيما بعد 18 16؟ لا، هو لغايه دلوقتي البلان 20 فرقه. 20 فرقه اللي عندك حضرتك هيبقى مساحه كويسه. صح. احنا ما عندناش ارتباطات المنتخب الوطني، وبالتالي هيبقى الدوري بتاعنا مستمر. هو عندك هيبقى توقفات بس كاس مصر، ما عندناش توقفات اخرى، وبالتالي هيبقى في مساحه انك تقدر تلعب الدوري وتنهيه بشكل محترم، يتذاع بشكل محترم، يبقى ليه مواعيد مختلفه صباحا يعني ظهرا ومساء، ينسق مع القسم الاول، وبالتالي هنوصل بعد ثلاث مواسم ل 20 فرقه، وده هيبقى شيء جيد جدا. بعد ما كنت واصل ل 91 فرقه هيبقى عندك انتظام في ملاعب، في جو تاني خالص. لو تبص حضرتك النهارده القسم الثاني 90% من فرقه ما بين فرقه شعبيه وما بين فرقه لعبت قبل كده في الدوري الممتاز. على فكره السنه دي الدوري القسم الثاني هيبقى صعب جدا بالنظام دوت، وهقول لحضرتك حاجه ثانيه، والقسم الثالث هيبقى صعب اكتر، لانه تسع مجموعات هيطلع اوائل التسعه، كل ثلاث مجموعات هتصفي مع بعض الاوائل هيطلع واحد، وبالتالي هيطلع ثلاث فرق من حوالي 166 او 166 بالظبط. فيبقى دوري برضو دوري يسعى ثلاثة يسعى ثلاثة، فيبقى دوري كتير قوي، هيبقى دوري صعب جدا زي دوري القسم الثاني ده اللي او ممتاز بيه ده. السنه دي هيبقى صعب جدا جدا، بقول لحضرتك كلها فرق جماهيريه، اغلبها فرق لعبت دوري ممتاز، وبالتالي اللي مش هيلحق نفسه من البدايه هيبقى في موقف صعب في الدور الثاني. طيب سؤال مهم جدا قبل ما نفتح الحصاد، الدور الاول عندك ست توقفات مظبوط، الدور الثاني مفيش ولا توقف. هقول لحضرتك ليه. اتفضل. نمره واحد، احنا بدانا بدري لاسباب عديده. حضرتك الدوري الممتاز الف عن اول مره من 18 سنه ايوه يبدا دوري الممتاز ده في اغسطس مظبوط، لاسباب 10 سنين انا اسف لا لاسباب عديده. انت مرتبط بالقسم الاول في كاس مصر. القسم الاول لو حضرتك يمكن انت شفت مع كابتن عامر المعاناه اللي هو فيها، هو عنده توقفات كتير جدا، عنده ظروف بطوله افريقيا اللي هتتغير، وبالتالي هتلعب موسمين
في موسم واحد بطولة الأندية الأفريقية، عنده بطولة عربية، عنده بطولة أمم أفريقيا اللي اتغير معادها من يناير ليوليا ليونيا، وبالتالي عنده ارتباطات كتير، فلازم يعمل كأس مصر في شهر 10، يلعب دور ال 32 لكأس مصر في شهر 10، معنى إنه يلعب دور ال 32 في كأس مصر في شهر 10، يعني لازم أعمل تصفيات قبل كده. حضرتك لو تلهيدية احنا عاملين قرعة اليومين اللي فاتوا، هنبدأ الأسبوع ده الدور التمهيدي الاول لكاس مصر للانديه القسم الثالث والرابع والخميس، اللي هي القسم الثالث والرابع. حضرتك تتخيل هنلعب 101 مباراه او 103 مباراه حاجه كده، يعني عندك حوالي 205 فرقه من القسم الثالث والرابع هيلعبوا على مرحلتين، ثم هيدخل بعد كده القسم الثاني اللي هو حاجه 40 فرقه او حاجه 30 فرقه المشتركين على ال 50 فرقه اللي هيطلعوا تقريبا من القسم الثالث، يبقى عند حضرتك حوالي دورين تاني او ثلاث ادوار عشان تطلع في الاخر 14 فرقه يلعبوا في شهر اكتوبر مع ال 18 بتوع الدوري الممتاز. فكان لازم نعمل التوقفات دي عشان هنلعب فيها كاس مصر، وهندي فرصه للانديه تريح شويه، وعيد جاي عيد الاضحى كل سنه ومصر كلها بخير، وبالتالي لازم يبقى في توقف. اول توقف ده الكاس للعيد ان شاء الله، احنا نلعب اسبوعين ثم في توقف اسبوع ثم نستأنف ثم ندخل على كاس مصر، عندنا تقدورين للقسم الثاني تقريبا او ثلاث ادوار، وبالتالي كانت لازم التوقفات. زائد عندنا توقف يناير اللي هو مرحله القيد الشتوي ونهايه الدور الاول ومرحله التقاط انفاس للفرق، اللي عايز يغير، اللي عايز يضم، اللي عايز يعمل معسكر اعداد ثاني، وبالتالي دي التوقفات كلها. هنيجي بعد كده الدور الثاني ما عندناش حاجه خالص فيه، هنستمر ان شاء الله بكل خميس زي ما احنا مستمرين. وكده هتخلص برضه قبل رمضان ان شاء الله، هنخلص على اخر ابريل باذن واحد. طيب وعلى فكره احنا الجدول عاملينه من شهر ونص ووزعناه على كل الانديه بالشروط كمان ولغايه اخر مباراه في الدوري. وانتوا كده ارضيتوا كل الانديه اللي قالت ما ينفعك تغير لائحه انت بنازي عليها. مظبوط. فانت دلوقتي نصيت على دوري المحترفين من الموسم القادم، من الموسم القادم اللي هو 19 20، 19 20، 24 فرقه، 20 21، 22 فرقه، 22 23، ان شاء الله 20 فرقه ونسبه بقى باذن واحد. طيب نفتح ابواب الحصاد ونروح للمجموعه الاولى. كابتن صديق الجمال، كيف رصدت النتائج وشاهدت او رصدت بعض الامور قبل النتائج؟ طبعا زي ما تفضل الكابتن خالد وكلم، يعني حته الهبوط 7 فرق والصعود فريق واحد، دي المنافسه شرسه جدا. وهيبقى المسابقه هتبقى من اولها كده باديه حاميه. وانا بقول للي مش هيجمع نقاط في الاول سواء في الصعود او سواء ان هو ما يهبطش هتهرب منه. لان اهم حاجه في البدايه، طبعا انا شايف المجموعه بتاعت الصعيد زي ما كانت السنه اللي فاتت، في السنه دي اسوان والمنيا والالومنيوم دول مرشحين بقوه، بس عارف برضو البدايه بتفرق مع اي فرقه منهم. فالنتائج جت طبعا الاسبوع الاول يا كابتن على التالي. نتائج مباراه الجوله الاولى للمجموعه الاولى، الصعيد تليفونات بني سويف والتحرير باسوان، انتهى اللقاء بفوز تليفونات بني سويف ب3-0. احرز الاهداف احمد يوسف واحمد سكرات واحمد ابو رضا. أول أهداف برضه كابتن؟ طيب. معانا على الشاشة. ماشي. يجي المباراة الثانية طهطة والولدية، انتهى اللقاء بفوز طهطة 2-1، أعرض أهداف طهطة فرغالي بالو وإسلام محمد ومراد صبري والولدية، والفيوم والألمونيوم انتهى اللقاء 1-1، تقدم كريم محمد للفيوم وتعادل أغاسون ميلاد للألمونيوم. نيجي للمباراة الثالثة، النصر للتعدين مع الاعلاميين، انتهى اللقاء بفوز النصر التعدين، احرز هدفي التعدين حافظ يحيى وابو بكر محمد. ديروت وسوهاج، انتهى اللقاء بفوز ديروت مسابقة الاسبوع، انتهى اللقاء بفوز ديروت 1-0 على سوهاج، سجل حسام منصور هدف ديروت. على فكره حسام منصور ده بدون قطع كلامك اتفضل كان لعيب في سوهاج وسوهاج ما ايدوش ايوه ومشي فري وجاي فيهم جول ربنا كافئه يعني. نيجي شباب نصر الملاوي وبني سويف، انتهى اللقاء بالتعادل 1-1، احرز اهداف نصر الملاوي احمد عباده وسجل كريم اشرف لبني سويف. اسوان والمنيا، ودي مباراه قويه جدا جدا يا كابتن انت عارف، يعني مباراه الاسبوع الاول مباراه طبعا لان واعلى كم من الاهداف في الاسبوع الاول في المجموعه الاولى، الاثنين بينافسوا وبقوه وعندهم امكانيات وعندهم لعيبه كويسه جدا. اسوان والمنيا انتهى 2-2، احرز هيثم الفيل ومجدي عطوه لاسوان، واحرز اشرف انور وابراهيم جلال للمنيا، انتهى اللقاء بتعادل 2-2.
طيب يمكن عندنا فريق الاعداد رصد لنا حاجات مهمه جدا من المجموعه دي، ويمكن اهمها ما جاء على لسان بعض المدربين بعض المباريات. طارق السكران المدير الفني لشباب نصر ملوي قال انه راضي جدا عن التعادل مع بني سويف ونتيجه المباراه مرضيه ليه، ولكنه غير راضي عن اداء حكم اللقاء وان فريقه كان يستحق ركله جزاء الا ان الحكم لم يحتسبها. خلينا لطفا بالحكام يا كابتن طارق، كابتن طارق السكران ارجو عدم التعليق على التحكيم، وان احنا نساعد الحكام. مش من اول اسبوع انا اعترض على الحكام وقرارات الحكام. اللي كمان مجلس اداره نادي طهطا صرف مكافاه فوريه للاعبي الفريق 300 جنيه عقب الفوز على نادي الولاديه في اولى المباريات 2-1. والكابتن طارق السيد المدير الفني للمنيا قال ان لاعبو قدموا مباراه قويه جدا امام اسوان في بدايه الانطلاق القسم الثاني، وان المباراه على ملعب اسوان او في استاد اسوان كانت قويه للغايه، والتعادل لم يكن يتمناه ولكنه جيد، خاصه ان فريقه ينافس بقوه هذا الموسم للصعود، وفريق اسوان من الانديه القويه والعنيده على ملعبها، فيعتبر النقطه عادله وان كان يتمنى الفوز. كمان المرحلة التأهيلية، أحمد صبري لاعب حرس الحدود السابق وشريف أشرف لاعب بلدية المحلة السابق لاعبوا أسوان دخلوا المباراة تأيدوا وهيلعبوا من مباراة بني سويف المقبلة. عندنا 2 لعيبة ضموا من أسوان هيلعبوا المباراة الثانية اللي هي مباراة بني سويف اللي هتكون في بني سويف. اللاعب لاعب حرس الحدود شريف أشرف ولاعب البلدية لاعب حرس الحدود أحمد صبري ولاعب لاعب حرس الحدود أحمد صبري ولاعب البلدية شريف أشرف. كابتن خالد قبل ما أروح لتقارير هذه الجولة قل لي رؤيتك التحليلية لهذه النتائج في الأسبوع الأول، خصوصا أسوان والمنيا اللي الكل ترقب أنها تكون مباراة قوية وجاءت قوية فعلا في المواعيد. هي زي ما حضرتك قلت مجموعة أسوان والمنيا هي أفضل مباريات، 2-2 مباراة من البداية للنهاية كانت صعبة جدا، الفرقتين لعبوا دوري ممتاز زي ما قلت لحضرتك، باقي النتائج هي نتائج عادية جدا باستثناء هزيمة سوهاج ودي علامة استفهام. طبعا ده دليل ان فرقة سوهاج لعبة دار ودوري ممتاز برضه محتاجة إعادة نظر، لأن زي ما قال كابتن صديق الفرقة اللي مش هتلم نقط بدري احنا متفقين هيبقى عندها مشكله. انت حضرتك لو بصيت للمجموعه الاولى هنلاقي فيها في لاعب في الدوري الممتاز تليفونات بني سويف ولاعب الفيوم اسف الالومنيوم والنصر التعدين وسوهاج قدامنا سويف قدامنا اسوان والمنيا عذرا للمقاطعه قدامنا 2-2 اسوان والمنيا 2-2 حضرتك في 2-2 الاهداف لاول مره تظهر في كره بلدنا مزبوط. حصريا لكره بلدنا دي ضربة ودي ضربه جزاء صحيحه دي ضربه جزاء 2-2 المنيا واسوان قدامكم ايوه مظبوط اتفضل يا صاحبي. عند حضرتك في المجموعه دي يا كابتن ناصر 7 فرق لعبت دوري ممتاز قبل كده سيبك بقى من حضرتك كمان من فرق محافظات وجماهيريه، لكن عندك 7 فرق من دول لعبوا دوري ممتاز. انا في تصوري المباراه الوحيده اللي عايزه علامه استفهام هي هزيمه سوهاج، واعتقد ان سوهاج محتاجه اعاده نظر سواء من المحافظ من مجلس اداره بس النادي بس هشام كان عامل فرقه كويسه ايوه مصبر لازم لا انا مش بتكلم على كده، انا بتكلم ان لازم يحتاج الدعم علشان يقدر يواصل. كابتن هشام مدرب كويس ومدرب قدير لكن محتاجين الدعم. طبعا افضل مباريات الاسبوع ده في المجموعه دي اسوان والمنيا اللي احنا بنشوفها فرقتين تقال اسوان لابس ازرق بس عشان الناس تبقى عارفه اسوان بتلبس ازرق وده استاد اسوان قدامكم ودي الاهداف قدامنا حصريه لكره بلدنا في المباراه اللي تنتهي 2-2 واثنين مدربين قدار جدا كابتن مجدي عبد العاطي في اسوان والكابتن طارق السيد طبعا في المنيا. كابتن صديق واحنا بنتفرج على الاهداف كنت متوقع ان المباراه دي تنتهي تعادل خصوصا ان الاثنين استعدوا بشكل شرس للمسابقه؟ اكيد لان نفس القوه اللي موجوده في اسوان موجوده في نادي المنيا بدليل ان هم فنشوا الموسم اللي فات الاثنين كانوا في المراتب من الثاني للثالث وبرضه تبادلوا المركز الاول
تبادلوا اكتر من مره المركز الاول مع فريق الجونه. دي حقيقه. وطبعا عندهم لعيبه كويسه جدا. ما هو المباراه دي ما بين الثاني والثالث. شوف حضرتك انا فاكر كنا برضو الدنيا الثاني واسوان الثالث. كنا بنحلل هنا يا كابتن، وكنا وصلنا للمرحله اللي قبل الاخيره بمباراتين ثلاثه لحد ما الجونه قدر يخطف بطاقه الصعود بالاثنين. عندهم لعيبه كويسه، عندهم اجهزه فنيه كويسه. كابتن مجدي عبد العاطي قدامنا اهو. مجدي عبد العاطي وفرقه المنيا برضو يا كابتن، المنيا زمالك كابتن خالد ليها باع طويل في الدوري الممتاز، عندهم خبرات وعندهم كفاءات. بس هو للاسف الشديد ان الناس دي ما بيحسوش يا كابتن الا لما بيخشوا تهرب منهم في الاول. لو مركزين في الاول يعني ممكن فرقه زي المنيا دي تلاقيها السنه الجايه في الدوري الممتاز، لان عندهم عناصر لعيبه كويسه جدا. اكيد يا كابتن. وعندهم دعم سواء من المحافظ او من الناس اللي مسؤوله. ونفس الكلام على اسوان، يعني شوف اسوان لحد ما هبط وبرده سابوا لعيبه كتير وتغيير اجهزه فنيه كتير. اسوان من جدا ممتاز وعندهم عناصر ممتازه كانت بتنافس. وانا متاكد ان مع مجدي عبد العاطي ممكن يكون ليهم دور السنه دي. طيب قبل ما ناخد طهطه والولاديه ناخد تقرير اسوان والمنيا يا استاذ خالد، ولا نكمل تحليلنا بالاهداف زي ما انت عايز؟ ناخد التقرير. خلاص ناخد التقرير. زميلنا المحترم الاعلامي القدير الاستاذ ممدوح رضوان وفريق عمل كره بلدنا في اسوان كان متواجدا في ملعب مباراه اسوان والمنيا قمه المجموعه الاولى في الاسبوع الاول وجاء لنا بهذا التقرير. نشوف. يعني النتيجه دي بتاعت ربنا، احنا اجتهدنا وادينا وعملنا جيم كويس جدا لكن ما كانش فيه توفيق. تقدمنا في الشوط الاولاني وقدروا يرجعوا قبل النهايه بخمس دقائق. الشوط الثاني برده كنا متقدمين وبرده قدروا يرجعوا. لعيبه ادت وكل لعيبه عملت مجهود كبير جدا، خاصه ده اول مباراه مع الطقس مع درجه الحراره والوقت اللي احنا بنلعب فيه. بشكر لعيبه، كنت اتمنى النتيجه تبقى افضل من كده. في لعيبه بصراحه النهارده يعني خذلوني شويه في ادائهم، لكن وضع طبيعي، دي اول مباراه بالنسبه لهم، اول مباراه بالنسبه لنا كمان في الدوري. اكيد هتبقى المستويات مش واصله للفورمه العاليه بالنسبه للحاله البدنيه والفنيه، لكن بقول الحمد لله على النتيجه. قدرنا برضو انت تخرج متعادل، برضو ما تبقاش خسران في اول مباراه. ده على الرغم ان كنت اتمنى ان يبقى اول مكسب على ملعبي، لكن بقول الحمد لله اللي جاي لسه ان شاء الله كتير. لعبة ان شاء الله مركزه واللي جاي ان شاء الله نقدر نعوض فيه الاثنين بنتون. مش عارف بس انا لسه كنت بتكلم دلوقتي التحكيم في المباريات الممتاز بيه، فرق المنافسه اسوان المنيا ناس التعليم بني سويف المفروض يبقى بالظبط على الاقل تبقى في حكام دوليين، خاصة كمان الحكم ده اللي وقع مع نادي اسوان من السنة اللي فاتت، ما ينفعش يبقى أول مباراة في الدوري يبقى هو اللي يديرها يعني. لكن بقول في النهاية التحكيم برضو بشر وبيخطأ هنا أو هنا، دام الخطأ مش متعمد أو الخطأ في اتجاه واحد يبقى الأمور ماشية وبنتقبل أي وجهة نظر تحكيمية. لكن بقول للجنة الحكام بتمنى بس المباراة الجاية اللي فيها تنافس الفرق اللي بتنافس على صعود يبقى المباريات زي الممتاز زي الدوري الممتاز زي ما بيجيبوا حكام على قد الحدث، كمان في الممتاز بيه لازم يبقى الشكل ده. طبعا يمكن انا جاي بقى يعني لما وانا جاي اسوان عارف ان ده ماتش صعب جدا، عارف ان فرقه اسوان جايبه مدير فني جديد بتستعد بمنتهى القوه، واحنا برده الحمد لله يمكن كان في استقرار عندنا فني واستقرار اداري من السنه اللي فاتت وانا موجود مع الفرقه وعارف ان ماتش صعب، ماتش صعب جدا عليا وعلى اسوان، ان اول ماتش ليا في الدوري يبقى اسوان في اسوان، ده ماتش صعب جدا عليا وعليهم. النتيجه الى حد ما بعتبرها عادله بيني وبين اسوان، ففي اسوان ان انا بطلع ببنت وهو بيطلع ببنت، لان احنا الاثنين ما نخسرش النهارده بما يرضي الله. احنا كمان برضو بادئين الدوري بدري السنه دي غير السنه اللي فاتت، السنه اللي فاتت بادئ في نص تسعه، السنه دي بادئ في اول ثمانيه، فطبعا ماتش صعب جدا عليا وعليهم. بحمد ربنا على الاداء، بحمد ربنا على النتيجه، وبقول للعيبتي احنا يعني انا منتظر منهم اكتر من كده الفتره القادمه ان شاء الله باذن الله. شايف ان الماتش كان صعب عليا وعليهم، الحمد لله على النتيجه، الحمد لله على الاداء.
من استاد اسوان واسوان والمنيا 2-2 الى ملعب طهطه. اهل طهطه الجدعان، بلد رفاع رافع الطهطاوي، باني مصر الحديثه في العلم، احد الذين ارسلوا الى فرنسا على راس بعثه العلوم التي اقرها محمد علي حوالي مصر وقتها. بلد رفاع الطهطاوي تعاني ملعبها من المفترض ان يدخل احلال وتجديد بالناشر السيد الوزير الدكتور اشرف صبحي، واكيد مكتبه بيتابعنا وهو بيتابعنا يشوف معانا اهداف المباراه زي ما هتطلع قدامكم على الشاشه، وان ينظر لملعب نادي طهطه بعين الرعايه. ولازم اشكر النائب مصطفى سالم ومجلس اداره نادي طهطه بالكامل وكل اهالينا في طهطه اللي وقفوا وقفه رجاله علشان خاطر يستضيفوا مبارياتهم على ملعبهم. وبشكر السيد مدير امن سوهاج ورئيس مباحث المحافظه سوهاج ومعالي المحافظ اللي هم استجابوا، وكل قيادات الشرطه ومامور اسم طهطه الاستاذ احمد ابو علي وصديقنا العزيز واستاذي الفاضل، قال لي الكل تكاتف وكان يدا واحده بعد ان رفض الامن استضافه مباريات طهطه على ملعبها. وقفوا نوابا ونجوم كوره ومشجعين مع الامن مع القيادات الشعبيه والتنفيذيه، وتمكنوا من انهم هم يلعبوا على ارضهم اول مباراه امام الولاديه ويفوزوا 2-1، وده فوز مستحق يا كابتن صديق. قول لنا الاهداف وفكرنا باللي جاي. انا اقول لحضرتك على الافضل في الجوله. لا لا، الاهداف معانا الاهداف في الولاديه. اهداف طهطا. الولاديه وطهطا؟ ذكرنا بيها. حاضر. ثانية واحدة. الولادية وطهطا، فرغالي باولو واسلام محمد ومراد صبري للولادية. الولادية وطهطا احرز الاهداف في طهطا، فرغالي واسلام محمد ومراد صبري للولادية. دي كانت مباراة طبعا الكابتن قدر يتغلب طهطا على الولادية 2-1 وعملوا مباراة كويسة جدا. انا فكرت اقول الافضل يعني في الجولة. معاك يا كابتن صديق، احنا بنتفرج على الملعب بس عشان يعني حتى التصوير مش عارفين نصور. يا جماعة يعني أستاذ خالد لازم تتكلم عن الملعب. طبعا أنا أتمنى أن زي ما حضرتك قلت احنا بنناشد معاك معالي الوزير الدكتور أشرف صبحي أن فعلا الملعب محتاج أنه يتعمل، لأن فعلا الملعب صعب جدا. الأستاذ عبد الحي عطوان احنا قلنا له اهتم صور لنا الأرضية شرف. برافو عليه. لا ودي صعبة جدا على وصعبة لينا احنا كلجنة مسابقات والتصوير. أنا شايف ازاي بنكسل. وأنا أعتقد أن الدكتور أشرف وكل قيادات وزارة الرياضة مش هيتأخروا في مش ممكن ده يبقى ده ملعب دوري ممتاز ب المفترض لو طهطا كمل هيلعب عليه السنه الجايه دوري محترفين، فصعب جدا يعني محتاج فعلا دعم دعم كبير الملعب دعم كبير. واعتقد الدوله ما تتاخرش ولا وزاره الرياضه، وخاصه ان النهارده ده استثمار الملعب ده لو اتعمل هيبقى استثمار في محافظه سوهاج كلها. دخل بس بالنسبه للجنه المسابقات يا كابتن خالد، يعني ممكن اي فرقه مثلا تيجي لا تلعب ملعب قانوني. لا لا مش قصدي، لا 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 مش قصدي، لا مش قصدي على القانون. ولم يحدث مجامله القهطة. لا 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 ملعب قانوني. انا عارف ولكن ارضيه بص الحسبه يا كابتن مصر. ارضيه الملعب اذا كانت غير صالحه ما فيش ملعب بديل. ايوه انا قصدي على كده. ممكن لو حد اعترض على الملعب بس للاسف ما فيش ملعب بديل. لا لا بديله ايه؟ كويس اللي انت فجرت بيه، كان في ناس بتتهم اللجنه بالمجامله. لا عشان نوضح للناس يعني بديله استاد سوهاج. استاد سوهاج استاد سوهاج بيتسلق قد ايه؟ مسافته طويله جدا تحت الصيانه ولسه تحت الاصلاح. صح. وبيلعب على نادي سوهاج. مظبوط. صح. 65 كيلو بيلعب على وبياخد رسوم كام؟ طب ما انا اطور للناس ملعبهم. ممكن يبقى في دعم ويتصلح الملعب ده. تصدق ان النهارده وزاره الرياضه عملت ملاعب كتير جدا، يعني من باب اولى هذا الملعب انه بيلعب دوري ممتاز بيه يبقى ليه الاولويه. عمل لبراك الشباب وبعدين دي محافظه وده مدينه كبيره. صح. مدينه طهطه. فاعتقد يعني مش مشكله انه يتعمل ملعب. طهطا العاصمه التجاريه لسوهاج وبلد رفاع الطهطاوي، يعني من العيب ان ملعبها يبقى كده يا معالي الوزير. مظبوط. هو برضو كويس يا كابتن ان هم قدروا يحسموا اللقاء لصالحهم 2-1. اهو قدامنا الاهداف مره ثانيه وبحيي الجهاز الفني. 3 بونت. 3 بونت يا كابتن يفرقوا معاهم في بدايه المشوار، تبقى بدايه كويسه يعني على ملعبهم وكده ويقدروا ان هم يكسبوا. على فكره يا كابتن صديق الطهطا والولاديه الاثنين جايين من الدرجه الثالثه صاعدين السنه دي. صعدوا السنه دي. خطا فادي. كنا بنحللهم الموسم اللي فات يا كابتن اكتر من مباراه، والملعب ده برضو كان موجود صح نفس الحاله اللي هو عليه. ان شاء الله الوزير برضو الجديد ده يساعدهم في الملعب ده. اشرف يعني عنده فكر استثماري جيد جدا
واعتقد انه مش هيتاخر حقيقه عن وده ملعب بيتابع عليه المحافظات كلها يعني. هو النهارده بيتابع اسماعيليه بيتابع بورسعيد اعتقد هيبقى ليه جوله النهارده كان في اسكندريه واعتقد هيبقى ليه جوله بعد كده في وجه قبلي كله في الصعيد كله وان شاء الله قريب جدا الزعب. نعتذر طبعا عن التصوير الصعب زميلنا الاستاذ عبد الحي عطوان بذل جهدا كبيرا أكيد ولكن ما فيش مكان عالي نصور منه فبيصور من ارض الملعب ودي بتبقى صعبه جدا عليه كتاخير والله كتاخير يعني خلي بالك يبدو ان فريق طهطا كان متاخرا بهدف طهطا كان متاخر بهدف طهطا كان متقدم 1-0 ثم تعادل الولادية ثم جاء الهدف طهطا هدف الفوز. مبروك لمجلس إدارة نادي طهطا والمسؤولين. نطير من ملعب طهطا على فكرة في السوق البراني الملعب في مكان اسمه السوق البراني هناك نطير إلى ملعب الفيوم. الفيوم واحد الألمونيوم واحد كريم محمد للفيوم وتعادل أغسون ميلاد للألمونيوم مواليد 95 الهدف في الدقيقة 95 بتاع غاسون يعني هدف ذهبي طبعا هدف غالي جدا وقدروا يتعادلوا طبعا لأن هم كابتن من الفرقة اللي بتنافس يعني برضو يعتبر ان هم خدوا نقطة غالية جدا شايف بص شايف التصوير هنا شايف التصوير هنا ملعب الكابتن ده ملعب الاسيوطي ملعب الكابتن ده ملعب الاسيوطي ايوه كابتن برضو عنده مشكلة كابتن عبد الناصر وماله بس كده لكن بيلعب على ملعب الاسيوطي والحقيقة انا بحيي الاسيوطي ان هم خدوا الملعب وهيلعبوا على الملعب الرئيسي كمان كويس ما بقاش عندهم مشكلة وان كان لسه مشكلتهم قائمة في استاد الفيوم رغم ان استاد الفيوم المفترض انه خلص الصيانة بتاعته مع وزارة الرياضة بس ما اعرفش ليه ما بيلعبوش عليه كويس اللي سمحوا لهم يلعبوا يا كابتن الملعب برضه بتاع الاسيوطي مش هيرجعوا بعد 3 أسابيع او حاجة كويس الفيوم طبعا الكابتن وائل الاباني المدير الفني ادى مباراه رائعه جدا الالومنيوم مجدي طلبه والالومنيوم صديقنا المحترم الكابتن مجدي طلبه يعني اغسون ميلاد كافأ الكابتن مجدي طلبه في الدقيقه 95 من الشوط الثاني بتعادل مستحق هدف قاتل اخضر الفيوم طبعا بيلبسوا اخضر على طول طبعا هدف توقيت صعب السنة الفيوم السنة اللي فاتت كان كويس برضه الكابتن مع جمال عبد الحميد عمل نتائج كويسة جدا برضه لا طبعا بس طبعا ما كانوش كان صعب جدا ان هم يصعدوا يعني لان كنا بعيد شوية بس حققوا نتائج طيبة جدا مع الكابتن جمال عبد الحميد وابتدوا يصرفوا وبتاع ويجيبوا لعيبه جاي في توقيت وشوف الفرد الفعل كله نزل في الدقيقه الثانيه الاخيره كمان الكابتن مجدي قلبه يتحاسب له ان هو دافع بمجموعه من العناصر الشابه والناشئين الالومنيوم يا كابتن وهدف حلو والله هدف حلو طبعا عنده جراءه حلوه جدا وعينه حلوه كابتن الملعب برضه بيفرق بص لما يكون ملعب كويس والدفع بالناشئين كمان يا محمود بيفرق جدا في بدايه الموسم طبعا يا استاذ عبد الناصر الناشئين النهارده هو ده ابن النادي النهارده لما انا ببدا بابن النادي هو اكثر ولاء ليا هو اللي بيعرف يعني هو اللي بيعرف يأدي في الملعب هو اللي بيعرف يبقى قلبه على الفانله ان هو يلعب قلبه على النادي طبعا بتفرق كتير طيب نروح لتليفونات بني سويف اللي جاي تليفونات بني سويف يا شباب التحرير وتليفونات بني سويف تليفونات بني سويف ايضا مع التحرير كابتن صبحي معانا اهدافه ده طلع كابتن انتهى اللقاء 3-0 بني سويف 3-0 خلي بالك برضه على التحرير التحرير احد انديه النوبه ولكن بيعاني برضه كابتن لسه طالعين وامكانياتهم الماديه شوف استاد شوف استاد تليفونات بني سويف لا ملعب كويس ملعب بني سويف ملعب كويس التصوير بني سويف ملعب هايل طبعا والتليفونات برضه كابتن لاعب دوري ممتاز التصوير هايل طبعا لاعب دوري ممتاز قبل كده التليفونات و لاعب دوري ممتاز كمان التحرير ضيع ضربه جزاء ولا 3 دقائق ارجع لنا بيها يا استاذ خالد كده لو سمحت اسمه ايه حارس المرمى ده يا شباب مين؟ مؤمن محمد جاي من الجونه هايل هايل بس هو استاذ خالد لحظه بس استاذ خالد احنا ما عندناش فقرات تحكيميه احنا ما عندناش كاميرات بص شايف تقدم ازاي ولا بيتهيألي خد خطوتين طبعا غلطتين يعني لابد من ده مؤمن يا كابتن محمد برضه واخد ايه في الاحصائيات بتاعت الاسبوع الاول افضل حارس مرمى لسه جايين ما عشان هو برضه حسم اللقاء تقدم ازاي يا كابتن صبحي غلطه رؤيه حكم قفل الجون على الراجل ده طبعا خطوتين غلط دول قفل الجون على الراجل ده الحكم مصفر عدل ضربه الجزاء طبعا كان المفروض تتعادل دقيقه بعتوا لنا اسامي الحكام الاسبوع اللي كان المفروض يعيد كابتن خالد يعني ممكن حكم يعيد لان خد قفل اتحرك الحارس التحرك على خط على خط عرضي انما يطلع يقول ما يطلعش صح
بس هي الضربه دي فرقت معاهم يا كابتن، دخلتهم في الجيم دقايق. اه لو دخل فيهم ضربه الجزاء دي كانت تغير مجرى المباراه خالص. احمد يوسف هو بيجيب الهدف الاول قطع 10 على 10. واحمد سكرات واحمد سكرات واحمد ابو رضا واحمد ابو رضا برضه نتيجه ايجابيه حلوه. بس نشكر المحترم الكابتن محمد يوسف المدير الفني للتليفونات النادي بني سويف والكابتن وائل حبيب بني سويف، قبل ما نسيبه ما افتكرتهم واحنا بنتفرج على التليفونات لانهم بصراحه متعاونين معنا جدا، فبشكرهم شكرا جزيلا جدا. الكابتن محمد يوسف المدير الفني لنادي بني سويف والكابتن المحترم صديقنا العزيز وائل حبيب. وائل حبيب هم عاملين شغل كويس قوي السنه دي، عشان قبل ما نسيب بني سويف بس عاملين شغل كويس. ثلاثة بونت غاليين برضو في بدايه المشوار. التليفونات بني سويف تفرق. خلي بالكم من نصر للتعدين، فاز 2-0 على الاعلاميين، الاعلاميين الصاعد والنصر للتعدين اللي هو هابط من الدوري الممتاز. يعني كان بينافس برضه على ملعبه نتيجه طبيعيه. طبيعيه لانه كان بينافس برضه الموسم اللي فات كان في الاربعه الاوائل لحد فتره معينه، وقبل الموسم ما يخلص بخمس ست جولات او سبع جولات ابتدى يرجع لورا شويه وكمل المشوار اسوان والجونه والمنيا، فبرضه نتيجه ايجابيه حلوه جدا برضه النصر التعدين في بدايه المشوار. والاعلاميين طلع من الدرجه الثانيه بالظبط، واول موسم ليه في الممتاز به، نتمنى لهم التوفيق طبعا للفرقتين. يعني ده كان سريعا كلامنا عن المجموعه الاولى، نروح للافضل، اختيارات كوره بلدنا للافضل في المجموعه الاولى مع الكابتن صديق جمال. الاختيارات طبعا كابتن تحدثنا عن الحارس دلوقتي في على الشاشه الاول كله. افضل حارس مرمى مؤمن محمد، حارس مرمى تليفونات بني سويف لتصدي لركله جزاء من لاعب التحرير في اول ثلاث دقائق، دي دخلت الفريق في المباراه وقدروا يفوزوا 3-0. لو الجون ده كان دخل يا كابتن كان غير المسار خالص بتاع النتيجه. افضل لاعب حسام منصور مهاجم بيروت، وزي ما اتفضل الكابتن خالد كامل ده كان بيلعب في سوهاج وسابوه فريق احور، لعب طبعا اول مباراه حظه طبعا الكويس ان هو اتقابل مع سوهاج اعرض هدف المباراه بثلاث نقاط ويستحق انه يكون افضل لاعب في الجوله الاولى. افضل هدف بتاع غاسون ميلاد لاعب الالومنيوم بيلعب مع كابتن ماجد طلبه، هو غاسون بالسي يا كابتن عشان تبقى عارف. انا عارف السنه اللي فاتت غاسون بس كويس معاك انت ليه عندك 7000 من السنه اللي فاتت. بعد ما سجل هدف التعادل الالومنيوم في الدقيقه 95 من مباراه فريقه مع الفيوم خارج ارضه يعود الالومنيوم نجا حماد بنقطه غاليه في بدايه المشوار. افضل بديل مجدي عطوه لاعب وسط اسوان الذي حل بديلا في الشوط المباراه الثاني وشكل خطرا كبيرا على مرمى النادي. ده اسمه زي اسم المدرب؟ لا ده مجدي عطوه، بس في غلطه هنا في الكتابه حاطينه مدرب وهو لعيب. لا مجدي عبد العاطي المدرب. لا مجدي عطوه ده عطوه ده اللي كان بيلعب في انبي. ما انا بس قصير اللي سكه حديد بدايته سكه حديد في الزمالك. هل هو مجدي، ما انا بقول هل هو مجدي عطوه اللي كان بيلعب مع الكابتن مجدي عبد العاطي؟ اي هو بص هو بيلعب في انبي ولعب في هو اللي كان بيلعب معاه هو ده هو لعب زمالك ولعب سكه حديد دلوقتي كابتن دلوقتي بيلعب في اسوان. هو طبعا بس خلي بالك يخلص الماتش في اي وقت مجدي عطوه عنده خبرات وطبعا افضل مدير فني. افضل مدير فني ايمن الجمل طبعا لاعب نادي الاسماعيلي السابق مدير فني تليفونات بني سويف، قاد فريقه لتحقيق اكبر نتيجه فوز على فريق التحرير المجتهد بثلاثيه مقابل هدف بفضل تغييراته غير كويس اثناء اللقاء ونجح التليفونات في التقدم في شوط المباراه الثاني بثلاث اهداف، طبعا عشان كده حسم اللقاء 3-0 فيستحق ان يكون افضل مدرب في الجوله الاولى. صديقنا العزيز الكابتن ايمن الجمل عايزين نقول له مبروك، افضل مدير فني في هذه المجموعه يستحق بصراحه، وده اعلى فوز يعني تصدر به المجموعه لان هو المدير الفني للتليفونات والتليفونات فاز 3-0 وده اعلى فوز في المجموعه الاولى اتلى به الصداره في الاسبوع الاول، وده شيء يتحسب للكابتن ايمن الجمل. مدرب محترم جدا يا كابتن. طبعا سكور يعني 3 ما شاء الله العزيز. طيب مين معانا يا شباب؟ كابتن اسامه البلم المدير الفني النادي طهبه. كابتن اسامه السلام عليكم. السلام عليكم كابتن عبد الناصر. ازي حضرتك كابتن اسامه؟ الله يخليك يا كابتن ربنا يبارك في حضرتك يا رب. الف مبروك اول فوز على ملعبك 2-1 على الولاديه. الله يبارك فيك يا كابتن عبد الناصر، الحمد لله بدايه كويسه وكنا محتاجين طبعا نبدي بدايه زي كده بمكسب مهم الحمد لله. طيب اللقطات هتطلع معانا دلوقتي ولازم احنا لسه بنوجه كلامنا لوزير الشباب والرياضه ولسه كان بيكلمني الاستاذ احمد ابو عليه والناس في طهطه واساتذتنا كلهم عشان موضوع الملعب، برضه يا ريت نسمع منك
معاناة هذا الملعب؟ والله يا كابتن، هي بس المشكلة عندنا في سقاطة طبعا في أرضية الملعب زي ما حضرتك عارف، هي بس المشكلة. الملعب ككل الحمد لله ملعب مصور وأمنيا جاهز إن هو يستضيف مباريات. نتمنى إن شاء الله يعني على سنة جديدة بإذن الله إن الملعب يدخل تطوير نجيل طبيعي، نتمنى ما يكونش نجيل صناعي إن شاء الله، عشان بس نقدر نلعب عليه وكل الفرق حتى اللي تيجي يبقى فيه الفير بلاي عليه، يعني مش أكتر من كده يعني. خصوصا انه ملعب من الملاعب الكويسه، وعلى فكره هو يعني قطاع الناشئين والفرستيم كله بيتمرن، ما عندكمش ملعب غيره؟ لا ما عندناش يا فندم فعلا، وبيلعب عليه كمان هلال طاقه ومركز شباب طاقه، يعني كذا فرقه بتلعب على نفس الملعب. كمان الهلال ومركز الشباب بيلعبوا عليه؟ على نفس الملعب يا فندم. طب ما انت ده الافضل لك نجيل صناعي بقى يا كابتن اسامه. والله انا معاك، بس حضرتك عارف النجيل الصناعي مش شكله بس مع اللعيبه طبعا بس خلي بالك انت دلوقتي ثلاث فرق بيلعبوا في ثلاث مسابقات مختلفه غير قطاعات الناشئين بتاعه الثلاث فرق، وكلكم اصحاب شعبيه وجماهيريه في طهطا. صحيح يا فندم صحيح. فاعتقد ان نتمنى تطوير عامه نجيل صناعي او نجيل طبيعي، طبعا نتمنى ان شاء الله ان الارضيه تتصلح عموما يعني. طيب قول لنا بقى ايه اللي لفت نظرك في المباراه؟ افضل لاعب من لعبتك تقول ايه لعبتك بعد هذا الفوز؟ الحمد لله والله طبعا الفرقه ككل، والله مش عايز يعني اذكر لعيب بعينه، لكن والله المجموعه كلها ادت مباراه على اعلى مستوى، قدمنا من البدايه وسيطرنا من اول ربع ساعه الحمد لله رب العالمين لغايه ما احرزنا هدف، بعد كده جه فينا هدف لكن اللعيبه تماسكت الحمد لله وجبنا هدف وما اتحسبش، وبعد كده ربنا كرمنا وجبنا الحمد لله الهدف الثاني يعني. فالمجموعه كلها والله ادت اللي عليها، حتى بالتغييرات كلها الناس اللي نزلت كلها الحمد لله كانت موفقه الحمد لله. بشكرك شكرا جزيلا كابتن اسامه البلم من مدير الفني النادي طهطا، ومليون مبروك هذا الفوز المستحق على الولاديه في اول مباراه على ملعبك 2-1. افضل مدير فني في المجموعه الاولى الكابتن ايمن الجمل. مساء الفل يا كابتن ايمن. كابتن ايمن. كابتن عبد الناصر. السلام عليكم كابتن عبد الناصر. وحشني يا صديقي العزيز. وانت اكثر والله، وتحياتي لحضرتك ولضيوفك الكرام طبعا، ويعني سعيد جدا بالمداخله الجميله دي. افضل مدير فني في الاسبوع الاول، فلازم تكون لك تحيه خاصه مننا في كره بلدنا، سواء مني او من الكابتن خالد كامل او الكابتن صديق الجمال او الكابتن محمود سلطان. لا طبعا تحياتي للكباتن الكبار وطبعا لحضرتك، وده يعني شيء يعني يشرفني، والحمد لله رب العالمين على التوفيق ربنا سبحانه وتعالى، واتمنى ان شاء الله اللي جاي يكون افضل ان شاء الله يعني. كابتن 3-0 اعلى نتيجه هذا الاسبوع، كنت متوقع الفوز ده؟ والله يا كابتن هو انا عشان اكون صريح مع حضرتك ومع نفسي، اولا احنا الشوط الاول ما كانش في الاداء بالشكل المتوقع بشكل مرضي قوي، فريق الاتحاد اسوان فاجئتنا في الحقيقه الشوط الاول، هم بيلعبوا كتير احنا كمان ضيعنا، لكن ربنا كفانا شوط تاني وكان لنا السيطره وكان لنا الحمد لله الغلبه، وربنا كرمنا بالثلاث اهداف ضيعنا اكثر من هدف كمان محقق، لكن انا بعتبرها بدايه كويسه بفضل الله سبحانه وتعالى. كمان الحاجه اللي اسعدتنا جدا ان احنا اتعادلنا المجموعه من اول مباراه، لكن اللي انا عايز اكده للناس كلها ان مجموعه الصعيد بقت من المجموعات القويه جدا ولا تقل في القوه عن مجموعه بحر ومجموعه القاهره. بدات مجموعه الصعيد تستقطب لعيبه مميزه جدا ومدربين على اعلى مستوى، الاداء يعني في معظم فرق المجموعه كنا احنا متابعين بعض حتى في الماتشات الوديه، الاداء كان قوي جدا قصاد فرقه قويه، الماتشات الوديه كانت نتائجها عاليه جدا، انا ما بعتبرهاش مفاجاه في الحقيقه، لان فعلا المجموعه بقت على مستوى عالي زي ما بقول لك، كل بيحضر لانه يكون متواجد السنه الجايه في الدوري الممتاز في اقصى تقدير، يكون متواجد في دوري المحترفين، فبالتالي لا مجموعه الصعيد بقت من المجموعات القويه والمصنفه بقوه يعني. طيب مؤمن محمد، نقدر نقول انه كان له يد كبيره في تغيير مجريات الاحداث بالتصدي لضربه جزاء في الدقيقه 3؟ مفيش شك طبعا، ضربه جزاء قلبت موازين المباراه، مفيش شك كانت ضربه جزاء مبكره الحمد لله ربنا وفقها تصدى ليها بشكل كويس، مفيش شك طبعا، بشكره وبشكر كل الزمالك على المجهود اللي عملوه، بشكر كابتن ابراهيم جرى حارس المرمى، طبعا الولد قدم مباراه كويسه بغض النظر عن ضربه الجزاء، لكن هو كل الفريق قدم مباراه مميزه خصوصا الشوط الثاني، ما فيش شك ان ضربه الجزاء دي يعني كانت عامل ايجابي بالنسبه لنا حتى على المستوى النفسي، والحمد لله ربنا زي ما قلت لك احنا حصل توازن بشكل كبير جدا الشوط الثاني وقدرنا نحسم المباراه الحمد لله بشكل اكبر، الحمد لله رب العالمين.
تأخير الأهداف للشوط الثاني يا كابتن أيمن، يعني أن ينتهي الشوط الأول كابتن أيمن الجمل 0-0 وعليك ضربة جزاء يتصدى لها حارسك، ثم في الشوط الثاني ينتفض الفريق ويحرز ثلاثة أهداف. يعني انا برضو مش هكون برضو مدرك، انا هكون صريح مع نفسي اولا قبل ما اكون صريح معاكم. لا احنا كنا يعني عايز اقول كنا الاسوء الشوط الاول بمنتهى الامانه. فرقه تحرير عملت شوط اول مميز، قابلتنا بشكل دفاعي من نص الملعب، وده عمل لنا صعوبه شويه في الاختراق، لكن هم كانوا بيعتمدوا شويه على الكرات المرتده. بفضل ربنا سبحانه وتعالى يعني قدرنا نعالج الكلام دوت الحمد لله في نهايه الشوط الاول. وفعلا لما عدلنا الطريقه شويه وعدلنا في الملعب شويه وحصل تغيير مبكر في الشوط الاول في الدقيقه حوالي 35 تقريبا حصل تغيير، الحمد لله الامور اتظبطت بشكل كبير وربنا سبحانه وتعالى اردنا التوفيق في الشوط الثاني. بقى احنا لينا سيطره كامله في المباراه وقدرنا نحسم المباراه بثلاثه، لكن هي مع يعني هو دايما في البدايات بتبقى كده، لكن انا كنت دايما باكد على فرقتي دايما ان في مباريات كتير قوي لازم تحسم بشكل مبكر، لازم تحسم بهدف بدري، لان احنا بعد الهدف الاول الماتش بدا يتفتح معانا بشكل كويس، وده اللي احنا كنا عايزينه بدري. الكلام ده اتاخر شويه لكن في الحمد لله في النهايه المطلوب حصل، وان شاء الله الماتشات الجايه ان شاء الله ربنا يكرمنا. عندك المنيا الماتش الجاي يا سبع. طبعا الماتش ده انا بعتبره ماتش بطوله مفيش شك. طبعا الكابتن طارق السيد عامل فرقه رهيبه. ان شاء الله هنتعامل مع كل مباراه على حده، احنا خلاص خلصنا مباراه التحرير ان شاء الله هنفكر في الكابتن طارق يا جماعه. خلي بالك الكابتن طارق عامل فرقه صعبه السنه دي. انا كابتن بقول لحضرتك هو مدير فني مميز وفرقه طبعا مميزه، وان شاء الله ربنا يوفقنا ونقدر نعمل ان شاء الله نتيجه مميزه، واحنا ده هدفنا. انا بقول لك انا هنغلق مجموعه صعبه جدا، مجموعه قويه جدا، فبالتالي انت خلاص انت هتقابل بقى المانيا، هتقابل اصلا هتقابل اي فرقه، ما انت ما تبصش لاسم الفريق اكثر ما تبص للثلاثه بونت يعني، فانت ان شاء الله احنا مركزين جدا في الثلاثه بونت وهنلعب على كده. حاول يجمع بنات. طبعا بشكرك شكرا جزيلا، افضل مدير فني في المجموعه الاولى معنا في كوره بلدنا الكابتن ايمن الجمل المدير الفني للتليفونات بني سويف. كابتن محمود سلطان، مين هيلاعب مين في الاسبوع الثاني من المجموعه الاولى؟ معنا صعب ناصر التحرير هيلاعب طهطا، هيستضيف طهطا بقى في اسوان. معنا المنيا هيلاعب تليفونات بني سويف، دي قمه الجوله الحقيقه يعني. معنا الوالديه هيلاعب الفيوم، معنا ايضا الالومنيوم هيلاعب النصر التعدين، معنا الاعلاميين هيلاعب بيروت، ايضا سوهاج هيلاعب شباب نصر ملوي، ايضا معنا بني سويف هيلاعب اسوان. هي المباريات كلها صعبه ولكن اصعبهم التليفونات والمنيا. لا هي مباراه يعني هي بصراحه بني سويف في ماتش صعب، هي هتبقى لا الالومنيوم والتعدين ثلاث ماتشات جامدين جدا. في ثلاث ماتشات هي الحقيقه السنه دي عايز برضه اوجه رساله لكل لعيبه الممتاز ان الموسم السنه دي يختلف تماما عن بقيه المواسم. التركيز النهارده من الفرق الكبيره من الزمالك او الاسماعيلي او الاهلي النهارده بسبب غلو اللعيبه اللي بقى في السماء باسعار خياليه، النهارده هيبقى كل التركيز الفتره الجايه والله ملاحظه هيبقى كل التركيز الفتره الجايه دي على 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 كل لعيبه الممتاز بيه، لان هم يعني لعيبه يا كابتن بتادي في اجواء غير مناسبه وبتحقق نتائج، زائد ان هم النهارده بقى يعني باقل التكاليف، ولما باخدهم عندي في الممتاز بيأدوا بيجيبوا دوره كابتن وبيجيبوا كاس وبيجيبوا بتروجيت عنده 8 لعيبه من الممتاز. عندك حوالي عندك حوالي على ما اتذكر 18 لعيب تقريبا من الممتاز به السنه دي في انديه الدوري الممتاز. انت عندك نجوم مصر كلها النهارده من الممتاز بيه. طبعا النهارده احنا بنتكلم على السنه دي في انتقالات. لا احنا بنتكلم على انتقالات بتروجيت بالاخص يعني بالاخص. طبعا كنت بتكلم مع الراجل بيقول 8 لعيبه جايبينهم من الممتاز ده في مغامره محسوبه. طبعا النهارده من افضل الفرق الموجوده. تجربه الجوده ده غامر. لا ده غامر طبعا صح. ده غامر ملحوظه فعلا. اشكرك عليها. غامر قبل كده ونجح طبعا. لصيص جايب بالصفر على ماهر. احب الرساله دي توصل لكل لعيبه الممتاز به، لان النهارده هيبقى كل التركيز عليك انت. انت لعيب بتأدي باقل التكاليف، النهارده اللعيب في ممتاز كل اللعيبه كابتن محدش يستاهل 5 مليون 6 مليون جنيه، النهارده اللعيبه اللي ب 20 واللي ب 30 ولا بتأدي ولا حاجه، انا بجيب اللعيب ممتاز به ب 200,000 جنيه ولا 300,000 جنيه مليون بيلعب يا كابتن بيلعب احسن من اي حد في الممتاز. صح. فكلنا بذل جهد اقرب مثل ليك اسلام عيسى. اسلام عيسى
اشتريها نادي النصر ب 10000 جنيه اشتريها ب 10000 جنيه من نادي العبور مركز شباب ابو حماد هو حماد راح العبور رجع من العبور على النصر ب 10000 جنيه اتباع من النصر للمصري ب 10 مليون جنيه والمصري اتكلموا كتير وقال لك ما يستحقش اثبتت الايام انه استحق اكتر من كده الجمعه النهارده جايب 60 مليون جنيه جاي من بيلا 43 لاعب اخر احصائيه 43 لاعب في موسم انتقالات 18 19 من الممتاز بلا انديه الدوري الممتاز مظبوط وده رقم مهم جدا طبعاً جدا طبعاً. جدا طبعا ننسى ان نجمنا الكبير محمد صلاح هو جاي منين؟ صح طيب استاذ خالد ترتيب المجموعه الاولى قبل ما نسيبها ترتيب المجموعه الاولى دلوقتي في ثلاث في تليفونات بنصيف ثلاث نقاط طهطا بيشاركوا نفس الرصيد طهطا وديروت دول الثلاثه الاوائل عندنا بعد كده اسوان الرابع اسوان والمنيا والالومنيوم والفيوم وبن سويف وشباب ناصر ملاوي والاعلاميين والنصر التعدين دول كلهم برصيد نقطه واحده ثم بعد كده اخر ثلاث فرق الوالديه وسوهاج وتحرير اسوان بلا رصيد لان هم الثلاثه اللي اتغلبوا في الجوله الاولى. قبل ما نروح للمجموعه الثانيه ونتكلم عن تفاصيل المجموعه الثانيه خليني بس اقف عند ظواهر من وجهه نظري في هذه المجموعه. هذه الظواهر في المجموعه الاولى يتفق معايا ضيوف الكرام ممكن نحسبها معاكم على الهواء. 3-0 مباراه بني سويف، 1-1 طهطا، ادي 2 و3 5، الفيوم 1-1، الالومنيوم 7، النصر للتعدين 2-9، ديروت 1-10، 18 هدف. انا بس بعيد النتائج ليه؟ لان من اهم ظواهر الاسبوع الاول في مجموعه الصعيد لم تنتهي اي مباراه بالتعادل السلبي 0-0. فيها اهداف دي ظاهره كويسه. طبعا بدايه 18 هدف دي قوة المجموعة طبعا، دي أهم ظواهر هذه المجموعة طبعا، وهي المجموعة الوحيدة في الثلاث مجموعات التي انتهت كل نتائجها إيجابيا بإحراز أهداف بإحراز أهداف صح، لأن عندنا ماتش في المجموعة الثانية لما نروح لها وعندنا ماتش في المجموعة الثالثة لما نروح لها، ده يدل انتهوا تعادل سلبي، يدل إن المجموعة قوية جدا يعني. طيب نروح للمجموعة الثانية. المجموعة الثانية مع مين؟ معايا. طيب قبل ما اخد المجموعه الثانيه مع حضرتك يا استاذ خالد نروح لاخبار النادي الاهلي عشان الناس ما تزعلش مننا. اكيد نشوف اخبار النادي الاهلي واخر ما يدور في القلعه الحمراء. استاذ احمد السيد السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا يا استاذ عبد الناصر وكل ضيوفك الكرام كوكبه من النجوم وكل مشاهدي قناه ال تي سي. اتفضل ابو حميد، دفتر احوال النادي الاهلي النهارده. يعني سريعا بالامس الاهلي يعني كان في مران بدني قوي وبدني لان مايكل ليدمان مدرب الاحمال يعني كان في تدريبات قويه جدا بدنيا حرص عليها فرنسي كارتيرون ان يكون في استعداد بدني قوي جيد لمباراه النجم اللبناني اللي هتكون مساء الاثنين القادم. يعني المران كمان كان في تقسيمه فنيه كارتيرون استبعد بعض اللعيبه منها يعني حرصا على عدم اجهاد اللاعبين بعد التدريبات البدنيه القويه. النهارده كان المميز عوده اسلام محارب للتدريبات، يعني عوده اسلام محارب للتدريبات بعد غيابه عن مران الامس واول امس بسبب الاصابه، يعني وبالتالي زادت فرصته للتواجد في مباراه النجم اللبناني. ايضا كمان صلاح محسن شارك في المران، صلاح محسن اللي غادر مران الامس بسبب الاصابه، يعني ربما برضه الاصابات اكيد بتاثر على النادي الاهلي ولكن عوده الثنائي دول للتدريبات اكيد بتضيف قوه لتشكيله النادي الاهلي قبل لقاء الاثنين. كارتيرون النهارده او بالامس اجتمع بالثلاثي الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي واحمد فتحي وحسام عاشور، يعني الثلاثي كباتن الفريق العناصر الاكثر خبره في تشكيله الفريق الاساسيه. ربما كان الهدف من الاجتماع يعني هو التاكيد على اهميه التركيز في المباريات القادمه واهميه مباراه النجم اللبناني خصوصا دول عناصر الخبره المتواجدين في التشكيله الاساسيه، وكمان كان في بعض التعليمات الفنيه لكل لاعب منهم في مركزه. كمان شارك حمودي كمان في المران النهارده، يعني حمودي شارك في المران بعد غيابه عن مران الامس بسبب نزله البرد، حمودي داخل في تحدي مع نفسه علشان يكون موجود في تشكيله الفريق خصوصا يعني انه عنده فرصه انه يلعب في البطوله العربيه وربما يستغل البطوله العربيه لاثبات احقيته للتواجد داخل القلعه الحمراء. الاهلي عنده مران السبت اليوم مسائي، يعني يوم الاحد على طول الاهلي هيسافر صباحا للاسكندريه، هيكون في مؤتمر صحفي لكارتيرون قبل المران المسائي اللي هيكون يوم الاحد، زي ما قلت كارتيرون حابب يكون في مران يوم الاحد على ملعب برج العرب الاسكندريه للتعود على اجواء المباراه والملعب قبل لقاء يوم الاثنين في 7:30 مساء.
كان في النهارده تصريحات لوكيل باقة يعني لازمه مستمره داخل النادي الاهلي. باقة صرح لبعض الصحف خصوصا في جنوب افريقيا اكد يعني ان اللاعب يرغب في الرحيل عن القلعه الحمراء، وقال ان الاهلي يعني طلب منه يعني طلب غريب شويه يعني وفقا لتصريحاته ان هو يتدرب منفردا، وشايف ان يعني ما فيش حجه لهذا الامر. يعني تواصلنا مع كابتن محمد يوسف المدرب العام والقائم باعمال مدير الكوره، اكد فعلا ان الاهلي طلب منه تدريب منفردا لان باقة خاب اكتسابات النادي الاهلي الفنيه خلال الفتره الحاليه، وبالتالي يعني يعني بيشتغل تدريبات بدنيه، وعلى طول عندما يتم حسم موقفه سواء بالتواجد مع الفريق او الرحيل سيتم الانضمام للتدريبات الجماعيه. لكن هو شايف ان كارتيرون بيدي تعليمات فنيه للعيبه، تواجد باقة في مثل هذه التدريبات لن يفيد جديد للفريق. ايضا كذلك يعني خلينا نقول بالنسبه للقائمه الافريقيه، الاهلي هيعلن الاثنين اللي هينضموا للقائمه الافريقيه عقد مباراه النادي. هو على ما اعتقد ناصر ماهر واكرم توفيق. بالفعل هو الاقرب حتى الان ناصر ماهر، يعني ناصر ماهر تقريبا كاد يكون حجز مكانه، كذلك اكرم توفيق اقترب بقوه بسبب اصابه عمرو السوليه، ولو ان محمد الشريف في الصوره، لكن الثنائي ناصر ماهر واكرم توفيق هما الاقرب للاضافه في القائمه الافريقيه. ايضا اجاي النيجيري، اجاي كان ليه تصريحات النهارده مهمه جدا، اكد ان الاهلي سانده بقوه في اصابته في الركبه، يعني الاصابه اللي هتبعده حوالي من 3 لـ4 شهور، اكد ان كان في دعم كمان كبير جدا من الجهاز الفني للنادي الاهلي سواء كابتيرون او محمد يوسف، وهو بيجد راحه نفسيه مع الثنائي دول ومع باقي اللاعبين، قال ان هو سعيد بالتواجد داخل القلعه الحمراء ولن يفكر في الرحيل. بخصوص اعداد الجماهير في مباراه النجم اللبناني، يعني كان في طلب من النادي الاهلي بزياده اعداد الجماهير في مباراه النجم اللبناني، وبالفعل وافقت الجهات الامنيه المختصه على زياده عدد الجماهير من 5000 الى 10000 متفرج، يعني طبعا يعني حاجه حلوه بالنسبه لتواجد الجماهير في مثل هذه المباراه، لان اكيد هتكون دافع قوي جدا للاعبين، وده اللي اكده حتى الجهاز الفني للنادي الاهلي وجميع المسؤولين في النادي الاهلي. واخيرا الاهلي بيطلب رسميا نقل مباراه السوبر المصري للسعودي، يعني هو النادي الاهلي طلب رسمي لاتحاد الكوره عايز ينقل المباراه للقاهره بدلا من جده، على اعتبار ان الاهلي هو بطل الدوري، اي لاعب الهلال السعودي بطل الكاس، وبالتالي الاهلي شايف ان بطل الدوري حقه انه يلعب المباراه على ارضه في القاهره، والاتحاد الكوره على طول بدوره يعني الاثنين ابطال الدوري. يا احمد انا معلوماتي ان بطل الدوري لا، الهلال الهلال واخد الدوري السنه فاتت، الهلال هو اللي واخد الدوري وبطل الكاس هيلاعب الزمالك بطل الكاس. يعني خلينا طبعا حاضر، انا ممكن اتاكد برضو من الاتحاد على ولكن ممكن يكون طلب الاهلي باعتبار ان الاهلي صاحب التتويجات الاكثر من الهلال، ربما ذلك، لكن انا كانت معلوماتي ان ده كان في الاول ان بطل الدوري مع بطل الدوري، ربما تغيرت بطل الدوري مع الكاس. لا انا بطل الدوري مع الكاس، خلينا برضو لا لا واحنا مش هنستناك لبكره، هاتوا لنا الحاج عامر حسين حالا على طول. لو سمحت رجع لنا تاني، احنا لسه هنستناك لبكره، انت تعمل الاسفين وتخلع. لا الحاج عامر حسين هو اللي قال لي بالمناسبه ان ده طلب الاهلي. لا ماشي، ما هو طلب الاهلي ماشي، لكن مش بطل الدوري مع الكاس. الزمالك هيلاعب الاتحاد بطل الكاس، والاهلي هيلاعب الهلال بطل الدوري، ولو انا غلطان سأهلي وفي انتظار تليفونك. حالا وفي نفس الوقت الطلب تم تقديمه للاتحاد السعودي ايضا لمناقشه هذا الامر، واعتقد يتم حسم هذا الملف خلال الساعات القادمه. كل شيء وارد وبالموده والحب، ولكن اكد لنا المعلومه دي عشان نبقى بنتكلم معلومه سليمه، عشان زمان الدنيا كلها خدت منك الخبر. كمان بكره السبت 11/8 بعثه النجم او النهارده تتجه الى مدينه الاسكندريه عبر مطار رفيق الحريري الدولي لمواجهه الاهلي المصري. ده البيان اللي كان على صفحه نادي النجمه، الصفحه الرسميه لنادي النجمه اللبناني. طبعا لا يفتوا ملك في المدينه. وانت لعبت للنجمه؟ لا انا لعبت في الساحل والراسنج، بس انا طبعا لعبت قصاد النجمه كتير كمدرب كمدير فني. بالنسبه لمباراه الاهلي فهو جاله كده، الاهلي طبعا اكثر خبره، اكثر بطولات فنيا، الاهلي اعلى بدنيا، سرعات، في فرق كبير بين نادي النجمه وبين نادي الاهلي، فان شاء الله النادي الاهلي ممكن يتفوق في اللقاء ده، انا اقل حاجه 3 أو 4، لان في فروقات فرديه وفروقات جماعيه بين النادي الاهلي صاحب التاريخ وصاحب البطولات. خبره طبعا. النجمه مش زي النجمه اللي كانت من زمان في السابق، دلوقتي اقوى فريق في لبنان يا كابتن خالد. أيوه. فريق نادي العهد اللي هو كسب الزمالك في بطوله الانديه العربيه. وفي الصفا، وفي طبعا الانصار والنجمه مش زي الاول. انما حاليا رقم واحد اللبناني. كان الانصار بطل لبنان على مدار التاريخ، يعني الدنيا اتغيرت. كان بعدين النجمه، دلوقتي العهد
اللي هو كان يعتبر يعني ايه زي ما بيقولوا حديث العهد يعني بقى له اكتر من 5 6 سنين او 7 سنين هو المتفضل هو متسيد الكوره وكان معاه اكثر صرف كمان وبيصرف وعندهم امكانيات وعندهم اداره كويسه جدا ماشيين بشكل كويس وكان الصفا من قيمه سنتين برضو خد دوري مرتين وكان بينافسهم بس رقم واحد العهد دي ما تقللش النجمه هيبقى ند للاهلي في لبنان في بيروت هناك عندهم جماهير كبيره جدا جدا ويبقى فيه ضغط وبتاع انما هنا الاهلي تفوق هناك برضو الاهلي تفوق بس صعوبه اعظم مميزات البطوله العربيه ان يذهب الاهلي العظيم الى لبنان طبعا ده يعتبر حاجه طبعا دي في حد ذاتها يا جماعه هذه البطوله مليانه محاسن حق عامر حسين مساء الفل فل عبد الناصر ازيك حضرتك عمنا المحترم ازيك يا حاج عامر الله يخليك تحياتي كابتن خالد كابتن شبير والاستاذ محمود تحياتي ليك يا حاج عامر دلوقتي المراسل بتاعنا ضرب اسفين وخلع قال لك ان الاهلي بطل الدوري المصري هيلاعب بطل الكاس السعودي قلت له يا ابني الهلال بطل الدوري السعودي فقلنا لا يفتى والحاج عامر موجود لدينا في المدينه هو صح ولا انا صح؟ لا هو الحقيقه كان المفروض ان الاتحاد السعودي بعت على ان الاهلي يلعب الهلال. انما النادي الاهلي اقترح ان ما دام في مباراه سوبر اسمها سوبر يبقى بطل الدوري لعب بطل الكاس. فالاهلي ما لعبش الهلال ان الاهلي بطل الدوري غير بطل الدوري. وان بطل الدوري يلعب في ملعبه في المباراه. والعكس صحيح يبقى بطل الدوري السعودي لاعب بطل الكاس اللي هو الزمالك يعني اشكرك لحظه بس لكن انا ما فهمت اذا الاهلي طالب بالتعديل الاهلي بطل الدوري المصري ما يلعبش بطل الدوري السعودي بطل الدوري المصري لاعب بطل الكاس على سوبر وبطل الدوري السعودي لاعب بطل الكاس المصري على كاستريا تمام كده هو ده الاهلي طالب كده فاحنا الجواب اللي جاء من النادي الاهلي بعتناه للاتحاد السعودي علشان يتم التفاوض بين الاتحاد السعودي مع النادي الاهلي على ان يلعب بطل الدوري على ارضه يبقى الاهلي بطل الدوري لاعب الاتحاد بطل الكاس والماتش في القاهره والهلال بطل الدوري السعودي لاعب الزمالك بطل الكاس مباراه في جده او في الرياض ده اللي طالبه النادي الاهلي ده اقتراح النادي الاهلي حتى الان ايوه طيب هل الاتحاد السعودي ابدا اي اتصالات او موافقات شأني ولا متمسك بموقفه؟ لا انا لسه ما ردش اكيد بيدرس الموضوع دوت لسه ما ردش. طيب خد بقى يعني الجديد مني في الاطار ده هي الفكره مبنيه على بطل الدوري يلتقي بطل الدوري. وبطل الكاس يلتقي بطل الكاس. ليست مسميات لتقريب الشعوب لان انا لما ناقشت فيها المسؤولين وانفردنا بمكالمة الأمين العام للاتحاد السعودي قال لك إن الكاسين يحظى باهتمام بالغ بطل الدوري المصري وبطل الدوري السعودي على كأس جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز وبطل الكأس المصري مع بطل الكأس السعودي الاتحاد على كأس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تمام كده يبقى نلغي كلمة السوبر وخلاص ما يبقاش مشكلة انا معاك في دي لكن السوبر لازم يبقى كاس ودوري يا حاج عامر المفروض كده في كل حته كده صح يا ما انا بستنير منك يعني الاهلي محق يعني في اقتراحه السوبر الافريقي بطل الدوري مع بطل الكونفدراليه يعني الاهلي محق في اقتراحه يا حاج عامر السوبر المصري بيلعب بطل الدوري مع بطل الكاس الاهلي محق في اقتراحه اقتراح ما دام سوبر يبقى محق في اقتراحه مسميات اخرى على كاس اسماء اثنين كبار اثنين محبوبين زي ما حضرتك قلت يبقى نشيل كلمه السوبر ويتقال على كاس كذا على كاس كذا كده يعني نلغي كلمه السوبر المسمى بس لا اشكرك شكرا جزيلا نورتنا صح؟ طبعا كلام محترم جدا وضح وضح لا لان وضح احمد مختلف تماما لا 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 هو الحاج عامر دايما مختلف عنده الخبر اليقين حد عايز يسال الحاج عامر في حاجه؟ لا بتمنى له التوفيق في نساله على ماتش الدوري توقعاتك ايه الماتش بكره يا كابتن؟ ان النهارده يا حاج عامر عندنا سؤالين الناس بس استغربت يمكن انا حتى قلت انا بشكرك انك انت بتعمل التوفيق على قد ما تقدر ان الاسبوع الرابع يتلعب منه ماتش قبل الاسبوع الثالث تعليلك
طبعا انا شرحت قبل كده قدام الانديه في اجتماع في اتحاد الكوره والاعلام والراي العام ان المدير صعب جدا. انا دلوقتي بشتغل على الاوقات الفاضيه نمره واحد للنادي الاهلي مواعيده الفاضيه ايه؟ لان النادي الاهلي الوحيد اللي مشارك في البطوله الافريقيه بتاعت الموسم اللي فات والبطوله الجديده اللي هتلعب في شهر 11 والبطوله العربيه. فالاهلي مشارك في ثلاث بطولات عشان نلاقي له وقت فاضي لازم اوفر له الوقت الفاضي واوفر للنادي اللي هيلاعبه المناسب مناسب ان هو يلعب النادي الاهلي. صح. النادي الاهلي كان المفروض عنده مباراه وادي دجله. الاهلي عنده مباراه يوم 13 بطوله عربيه، عنده 17 معسكرات في تونس ما يقدرش يلعب قبل يوم 21. فبالتالي نادي وادي دجله وبتروجيت كان عندهم وقت فتره طويله مش هيلعبوا فيها. فلعبتهم النهارده علشان يوم 21 افضي دجله بدل ما تلعب بتروجيت يبقى عندها ميعاد تلعب النادي الاهلي. عشان استفيد من كل يوم النادي الاهلي فاضي فيه. جهد جبار. جهد جبار والحاج عامر. لا والحاج عامر كان الله في عونه يعني. انا قريب من الاحداث. ده موسم صعب. انا قريب جدا الموسم ده. كل الناس كانت بتقول الموسم اللي فات صعب، لا الموسم ده اصعب من اللي فات بمراحل. يعني عنده بطوله افريقيا الانديه اتغيرت، عنده بطوله الامم الافريقيه، عنده العربيه موسم متلاحم، عنده بطوله عربيه، لا مباريات سوبر بتطلع، عنده منتخب مصر ويلعب هيلعب بدري. لا لا كان الله في عونه فعلا يعني. طيب طمنا القادسيه والزمالك في استاد برج العرب، الزمالك والقادسيه يعني الزمالك صاحب الارض والجمهور، طمنا ايه الاخبار بتاعت الاستعدادات يا حاج عامر؟ والله الحمد لله. يمكن النهارده الامن بعد ما الشرطه طلع عمل اتصالات والمهندس هاني زودوا عدد الحضور من 5000 ل 10000 الاهلي والزمالك، وبالتالي تم زي برضه مباراه النادي الاهلي ب 10000 متفرج. طبعا ما كانش في وقت ان احنا نطبع 5000 تانيين في القاهره، فالمطبعه لسه مخلصه من ساعتين ال 10000 تذكره والدعوه وبتتعرض دلوقتي في النادي الاولمبي لسه دلوقتي حالا. وبرده من صلاح حضرتك بقول للجمهور كله ان اللي عايز تذاكر هي موجوده في النادي الاولمبي النهارده لمده ساعه لغايه الساعه 2 بالليل. بكره هتبقى في النادي الاولمبي الصبح واحد المطاعم اللي هي عند صينيه برج العرب قبل الكردون اللي الامن بيعمله اللي هو بالتحديد واحد عمر. واحد خطاب. واحد خطاب. معذره انا في طريق الصحراء ان واحد خطاب ديت اللي هي عند الصينيه اللي عند مطار برج العرب شمال على الاستاد وعلى طول على برج العرب. ويمكن انا اخترت المقر دوت علشان خاطر اللي جايين في الساحل الشمالي صح موجودين يبقى قريب منهم ويخشوا عشان يضيق الوقت مش هيلحقوا يجوا اسكندريه، يبقى من هناك ياخدوا التذكره بتاعتهم ويروحوا على الاستاد على طول يخشوا على الاستاد. فنتمنى ان شاء الله ان الجمهور يلحق ياخد التذاكر بتاعته ال 10000. نادي القادسيه الحقيقه النهارده كان في الاجتماع الفني وشكروا مصر كلها ونادي الزمالك واتحاد الكوره وكل الاستقبال اللي تم من خلال منطقه اسكندريه. كانوا الناس كلها كانت مبسوطه وقالوا ان كل الامكانيات اتوفرت لهم، كل حاجه طلبوها اتحققت. وده الغرض الحقيقي من البطوله العربيه، دي الحاجه الوحيده اللي ممكن نطلع بيها من البطوله العربيه. عفوا عليك يا حاج عامر. صح. الموضوع دوت ان الانديه الكويتيه بقى لها مده ما بلعبتش رسمي مع الانديه المصريه، كان في ايقاف للاتحاد الكويتي، فبالتالي هي فرصه ان العرب كلها دلوقتي متجمعين. امبارح مباراه التوجه كان في استاد اسكندريه وكان مظهر جدا وكانت مباراه كويسه. برضه فريق الكويت الاخر هيلعب في الاسماعيليه والاسماعيليه كلها مستعده للمباراه والامن وافق على 6000 متفرج في الاسماعيليه. يبقى احنا عندنا امبارح كان الامن واقف على الساحل 7000 للاتحاد و10 للاهلي و10 للزمالك و6 للاسماعيلي. و6 للاسماعيلي. فالحمد لله ان وقبليه المصري. المصري بيلعب في البطوله الافريقيه. ما برضه يعني. خاطر العرب بورسعيد منظر الملعب جميل جدا جدا جدا. وده السؤال احنا بنتفرج على الجماهير ليه بعيد عن دورينا؟ ده سؤال مهم جدا وسؤال بريء لوجه الله يعني. ما هم الجماهير دي هي الجماهير دي. اتفق مع عبد الناصر. هو الوضع مختلف عبد الناصر بيه مع احترامي لحضرتك طبعا. اتفضل. ان المباريات الانديه في البطولات الافريقيه والعربيه كله الجمهور رايح الاستاد رايح بيشجع نادي واحد. فهمتك. المنتخب كله رايح انتماء واحد. الدوري صعب شويه في انتماءات مختلفه حتى للي ما بيلعبوش خلال المباراه في مصالح لفرق ثانيه. فهمتك. بيضيع نقطه بيضيع نقطتين فالجمهور بتبقى عصبيه اكثر من المباريات.
والامن بيعمل حسابه اكتر من مباريات الدوري اكتر من المباريات الدوليه. وصلت. شكرا جزيلا حق عامر حسين على هذه الايضاحات. اذا لجماهير الزمالك الحبيب المحترمين يتوجهوا الى النادي الاولمبي حتى الساعه الثانيه، قدامهم دلوقتي ساعه الا ثلث لكي يحصلوا على تذاكر مباراه القدسيه صباحا ايضا في النادي الاولمبي، ثم في طريقهم للملعب عندهم واحد خطاب مطعم واحد خطاب في الطريق، سواء اللي جاي من الساحل الشمالي او اللي جاي من قلب اسكندريه او من الطريق الصحراوي. ده بس يعني بالنسبه للاخوه المحترمين. اما بالنسبه للانفراد اللي قاله لنا الحاج عامر فهو اقتراح مقدم من النادي الاهلي، ما دام انه سوبر مصري سعودي فلا بد ان يلعب بطل الدوري المصري مع بطل الكاس السعودي، والمباراه تكون على ارض بطل الدوري، وان يلعب بطل الدوري السعودي مع بطل الكاس المصري والمباراه تكون في المملكه العربية السعودية. والاقتراح لم يتم الرد عليه حتى الآن. شكرا جزيلا، ومش محتاجين إيضاحات من أحمد السيد. المجموعة الثانية أحمد السيد مشي. لا هو في أنا عايز أقول بس ملاحظة يمكن أنا قلتها لك في أول الماتش في أول البرنامج، إحنا عندنا الـ 42 فرقة فيهم 23 فرقة لعبوا دوري ممتاز. 23 فرقة من كام؟ من 42، يعني عدينا النص. عدينا النص يعني حضرتك سبع فرق، عند حضرتك سبع فرق من المجموعة الأولى، 8 فرق في المجموعة الثانية، 8 فرق في المجموعة الثالثة. حلوة الإحصائية ماشي، دي مهمة جدا. المجموعة الثانية الثمان فرق اللي فيها هي أكثرهم الاثنين زي بعض، الثانية والثالثة 88 88 يعني لو بصيت حضرتك في المجموعة الأولى هتلاقي تليفونات بنسويف واسوان والالومنيوم وبني سويف ونصر التعدين وسوهاج، دول السبع اللي لعبوا دوري ممتاز. حد هيسال يقول بني سويف اول فريق صعيدي من الصعيد صعد دوري ممتاز كان بني سويف. عندنا في المجموعه الثانيه 8 فرق، القناه، جمهوريه شبين، النصر، دمياط، الشمس، السويس، ترسانه، المريخ. 8 لعبوا ده. عند حضرتك في المجموعه الثالثه 8 فرق ايضا لعبوا دوري ممتاز، الرجاء، دمنهور، طنطا، بلديه المحله، كفر الشيخ، غزل المحله، المنصوره، الاولمبي. اوف. 8 فرق من المجموعه الثالثه برضه لعبوا دوري ممتاز. هنيجي المجموعه الثانيه واكثر ناس لعبوا الترسانه، غزل المحله، المنصوره. غزل المحله بطل دوري، الترسانه بطل كاس. فيعني والاولمبي والترسانه بطل 66 والاولمبي يعني عندك فرق جابت بطولات. السكه الحديد، السكه الحديد بس خلاص ثالثه بقى. المجموعه الاولى القناه كسب جمهوريه شبين 1-0 هدف الجوله الاولى في المجموعه الثانيه. جابوا الافريقي طارو. بورتو السخن اللي هي السويس او بورتو السويس اللي لسه صاعد اتغلب من سيراميكا 2-0 هدفين حسني زكي واسامه كاجو. النصر خسر في ملعبه اول مباراه مع دمياط 1-0 والهدف سجله احمد شعبان شيكا. على فكره السنه اللي قبل اللي فاتت نادي النصر اول مباراه ليه كانت مع اتحاد الشرطه وخسر برضه، بس كان على ملعب اتحاد الشرطه وفي السنه دي طلع دوري ممتاز. فيمكن دي مفارقه ما بينهم، هنشوف السنه دي هيعمل ايه. الزرقاء كسب بالشمس 2-1 هدفين الزرقاء ابراهيم سليمان ومحمد بدير مانجا. منتخب السويس والترسانه التعادل 0-0. المريخ والكوكاكولا دي كانت قمه الدراما في الملعب المريخ في بورسعيد 2-0 للكوكاكولا، ثم يعود المريخ بشكل جيد جدا. هدفين المريخ محمد وحيد ومحمد سعيد، هدفين كوكاكولا حسام عبد الواحد واحمد كمال. اخر مباريات فوز سهل لنادي مصر على ابي صقر 6-1، اسجل اهداف مصطفى سلطان هدفين، احمد الصعيدي ومحمود رامبو وهشام عبد الحميد، والامريكي ويلز دي اهداف نادي مصر 6 اهداف على ابي صقر. دي نتائج الجوله الاولى في المجموعه الثانيه. طيب محمود سلطان النصر على ملعبه بيخسر وكانه فأل حسن، كل ما يخسر اول مباراه في الممتاز ده يصعد السنه دي للدوري الممتاز ويفرق كتير. هل شايف ان النتيجه دي مفاجاه كانت للكابتن خالد سيد عيد وممكن تعطله ولا تبقى على غرار المره اللي فاتت؟ بص انا معانا الهدف على فكره. انا اتمنى اولا ان هي ما تبقاش بدايه سلبيه لنادي مصر، اتمنى ان هي تبقى حافز للعيبه ان انت النهارده بتبدا بخساره 3 بونت، طبعا ده حافز مش حلو. اتمنى ان هي تديك قوه دفع للمباريات الجايه. طبعا ده يقلل من فوز دمياط. لا طبعا طبعا اجتهد وعمل اللي عليه. لا دمياط بنحييه لانه نجح على الماتش. طبعا انا بحييه يا كابتن عبد الناصر كمان نادي دمياط لسبب
ان هو نزل وقدر يطلع تاني على طول. بالظبط. وده شيء كويس. ولازم نحيي عمنا المحترم محمد ابو جنبه ومجلس اداره نادي دمياط. انت اتفرجت على الماتش يا كابتن صديق؟ اتفرجت عليه. هو مدرب دمياط ايمن كمال اللي هو كان ماسك طبعا نادي الشرقيه. ايمن كمال راجل محترم وكان شغال معايا. خالد كمال كان اصلا بيلعب في منتخب السويس. أيوه. ولعب في الشرقيه بس هو كان مرن الشرقيه الموسم اللي فات. هو مدير فني الشرقيه. عمل مباراه كويسه جدا تكتيكيه بالنسبه. كان بيقفل نص ملعبه. هو كوره جت من كوره كانت كورنر اتلعبت واحد لمسها وحطها احمد شعبان اللي هو الاسمر ده بدماغه. شوف الكوره يا كابتن جت اتلم مرتين اللمسه الثانيه جون. طبعا قدروا يحافظوا على الجون ده بس النصر البدايه بتاعته كانت ضعيفه. يعني ممكن اي حد يخسر واي حد يربح يا كابتن بس البدايه النصر تحس ان ما فيهوش الهيبه بتاعه الموسم اللي هم صعدوا فيه. هو عنده ظروف. لان هو ما انا بقول لك خالد هوضح كتير بقى اكثر من كتير. بس هو في ميزه سيد كابتن سيد عيد انه بينجح انه يعمل التوليفه طبعا. مع الوقت بينجح. مع الوقت لا لو عندهم كيمياء غريبه الدكتور عمرو عبد الحق العظيم المحترم. راجل جميل. والكابتن سيد عيد ناس عارفين. بص يا جماعه عارفين بيعملوا ايه بلا موارد ومخليين النادي حاجه تفرح. صح. وما تحسش ابدا النادي النصر فيه مشكله يا وكل ما تخشه لازم تحس انك انت في نادي دوري ممتاز. سواء بيلعب ممتاز به او بيلعب دوري ممتاز. دي حقيقه كابتن. بتكلم على هيبه الفريق. هو كان عندهم الاثنين ميدو محمد حسن والثاني اللي هم الفراوده. كان فرقه النصر برضه بتخوف. انا معاك اول مباراه ما ينفعش نتكلم عليها. النصر السنه دي في اكتر من خمس ست لعيبه اتباعوا. ما انا بتكلم على النقطه دي. هياخد وقت على بال ما انا قصدي على كده. هيعاني كابتن خالد هيعاني غير الموسم اللي فات. كان في ارتياحيه مجموعه لعيبه كويسه جدا جدا حتى لو ضرب ماتش ماتشين. كان في السنه دي في معاه فرق قويه بتنافس زي سيراميكا منتخب السويس الترسانه. يعني برضو مش هيبقى الموضوع سهل زي السنه اللي فاتت بالنسبه لي. النصر هاجم بشراسه بعد ال كابتن بساجم. بس مش دي فرقه النصر. اتفرجت عليهم قبل كده في الممتاز بيه. كان كابتن في الكوره كان بيكسروا اي حد. بس انا اتفرجت على الفرقه بس تحس برضو اول مباراه برضو على حاجه. اتفضل. بدايه النصر على طول كده. انا كابتن انا معايا كده زي دركونه مستصل جدا. بتكلم على هزيمه كابتن خالد قد ما بتكلم على شكل الفرقه. العناصر الموجوده في النصراوي. لا بلاش. هو عنده خلينا نحسبها. لما تحسب هتلاقي عنده حوالي خمس ست لعيبه اتباعوا السنه دي. طبعا اللعيبه ولو ما بيعملش سياسه الاحلال والتجديد مش هيقدر يصرف. لان موارده على العضويه والعضويه قليله مقارنه بالكم الانشاءات اللي موجوده في النادي وبكم الفرق الرياضيه والانشطه اللي موجوده عنده. دي امانه يعني. يمكن انا قريب برضه زي كابتن عبد الناصر من نادي النصر. عندهم كم تطوير ده هائل وعندهم كم ناشئين وكم مسابقات العاب اخرى وبالتالي محتاجه لدعم كبير. وبالتالي هو بيضطر ان هو كل فتره يبيع. يعني هو السنه دي بايع حوالي خمس لعيبه او سته لعيبه. دول فارقين معاه طبعا مع اول مباراه. تفرقوا مع الفرق اللي راحوها. لكن مش هيفرقوا. انت النهارده لو بتتفرج على بتروجيت النهارده الظهير الايسر على سبيل المثال من النصر. من النصر. عامل لعيب هايل وغيره وغيره. فهو النهارده عنده امكانيات لعيبه. عندك النادي المصري فيه اتنين لعيبه راحوا. احمد السباعي. احمد السباعي ده مع نادي بتروجيت. وعندك القط. وعندك اللعيب اللي في نص الملعب كمان لعب. القط. القط وحجاج عويس. وحجاج عويس. أيوة. فعندك اكتر من لعيب. وعنده ميدو. عنده مجموعه مشيت. لكن في ميزه. وفي حد راح وادي دجله. لكن في ميزه في سيد عيد. شريف رضا راح وادي. في ميزه في الكابتن سيد عيد ان هو عصام ثروت راح سموحه. راح سموحه. ما انا بقول لحضرتك عنده حوالي ست سبع لعيبه. لكن ميزه في الكابتن سيد عيد انه بيشوف وبيتابع وبيطلعه معلم لعيبه وبيعرف يجيب لعيبه. هو بعدين بيلاقي لعيبه كابتن. بيلاقي دعم كبير مجلس اداره. سواء 17000 اتباع ب 10 مليون. عنده بقى الدكتور عمرو. كابتن السياسه بتاعته لازم مجلس اداره الدكتور عمرو عبد الحق وباقي المجلس واحمد الاحمر كمان صلاحياتنا ناجحين بشكل كبير جدا ان هم مدين دعم لجهاز. انا ما عنديش اي شك في سياسه نادي النصر. عندهم منظومه محترمه جدا وعلى طول مع كابتن عبد الناصر حتى الموسم اللي فات. لا انا عارف انك بتتكلم في ايه. انا بحب فرقه النصر جدا. لكن هذا الامن طبعا انا بس ما نبانش ان احنا متحيزين. هذا الامن زي ما انت حضرتك قلت ان فعلا في فرق كتير السنه دي هتبقى منافسه شرسه. منتخب السويس على فكره معاه ياسر دوان فرقه محترمه جدا. فانا بتكلم بقول لك هيعاني مش ان انا بقلل منهم لان انا فرق انا رؤيتي لا ما بتقللش انت بتتكلم فنيه. مدرب. لا لا لا. انا قلقان عليهم طبعا. بس هو جاب حموده سمير من جوري تشيبين كان برضو مدافع كويس جدا جدا قبل كده كان معاهم. انا بتمنى لهم التوفيق طبعا وبقيه الفرقه كلها. بس الصعود واحد
فعشان كده بقول لك ايه في السنه اللي فاتت مثلا صعبه شويه شرسه. لا لا طبعا خلينا بس نحيي الكابتن اشرف حامد المدير الاداري او مدير الكره بنادي النصر اللي ساعد الكاميرا بتاعتنا جدا، والمركز الاعلامي والاستاذ احمد كمون، الزميل عبد الناصر خليفه كانوا متواجدين هناك. وعايز اشكر الدكتور عمرو عبد الحق الراجل اللي بيعتبرنا دايما في بيته، يعني بنروح النادي ناكل ونصور ونشرب ونتدلع، ونيجي بعد كده الكابتن صديق يقول لك الفرقه مش كويسه. لا 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 انت كده تخلي الراجل يزعل مني. انا بكلمك على كابتن بيقول لك الرؤيه الفنيه مش هيبقوا زي الموسم اللي فات لما صعد. وبعد كده برضه ايه لو نمت على الجنب الثاني مولع نار، عمك ابو جنبه هرينا مشبك وبط ووز ومدلعنا وليه سنتين ما شفناهوش، هنجيبه دلوقتي على التليفون وكل اهالينا يبقى نقعد الفجر بقى النهارده. كل اهالينا في دمياط يستحقوا هذا الفوز المحترم. ومليون مبروك لدمياط. عبد الناصر خليفه كان في ملعب المباراه ومع زميلنا المحترم الاستاذ احمد كمون وجاءوا لنا بهذا التقرير. الحمد لله والشكر لله. احنا جايين طبعا بنلعب مع النصر فريق كبير معاهم كوتش كبير كابتن سيد عيد، احترمنا الفريق درسناه كويس عرفنا مناطق القوه ومناطق الضعف وحاولنا بقدر المستطاع نشتغل عليها. الولاد اللي معانا ولاد صغيرين لسه في متوسط اعمار 23 24 سنه، المحصله الانتاجيه من 11 او 12 يوم لا يخفى عليك سرا يعني لان الكيان ما كانش موجود والحمد لله انشانا كيان. نتمنى من الله سبحانه وتعالى التوفيق في المراحل اللي جايه. وطبعا الثلاث نقاط دي طموح مشروع لاي مدير فني بيشتغل، يعني انت بتلعب وطموحك الثلاث نقط. طبعا انتهى الشوط الاولاني 1-0 ليك بيحط عليك اعباء كتيره، اكيد هيلعب على الكره الطويله، محتاج انت تغير في طريقه لعبك، محتاج تدخل مساك ثاني لانه كان بيلعب في اخر المباراه بثلاث مهاجمين. اشتغلنا عليها كويس الحمد لله. التنظيم الدفاعي بتاعنا بقدر المستطاع. احنا النهارده خسرنا لعيب في وسط الملعب كان عشان اللائحه بتاعه الاحتراف وبتاعه الهواء، بس الحمد لله تداركناها وربنا وفقنا وجبنا لعيب والله من بره سكور وحطناه. الولاد دي مش عايز اقول لك دي اول مباراه للولاد دي مع بعض في حته الانسجام، يعني ان شاء الله يجي مع المباراه اللي جايه. وبنقول للكابتن سيد عيد هارد لاك وهارد لاك في النصر ومبروك لدمياط وجمهور دمياط. الحمد لله النهارده احنا كان عندنا هدف نادينا انا والكابتن خالد كمال في بدايه السنه، عملنا فرقه جينا يا كابتن ما لقيناش الا اربع لعيبه فقط. تمام. يعني ما لحقناش نعمل فتره الاعداد بامانه، انا بكلمك بكل امانه والله. تمام. الحمد لله فكر الكابتن خالد كمال الدكتور خالد كمال مدير الفني السابق للشرقيه فكر مميز وراجل محترم جدا ويعمل في صمت. وقبل ده كله بصراحه بنشكر رئيس مجلس الاداره الحاج محمد ابو جنبه لان بجد مذلل لنا كل العقبات اللي واجهتنا وقابلتنا، شراء لعيبه في توافر كل الامكانيات الماديه المتاحه اللي يعني بقول اكسب وخد دمي. ما بنلاقيش رئيس نادي، بكلم بامانه قسما بالله كابتن ما بنلاقيش رئيس نادي بيعمل كده. والحمد لله الفوز ده بنهديه لجماهير دمياط كلها اللي زحفت النهارده وجات من الصباح الباكر النهارده لمصر عشان تقازر فريق الحبيب. والحمد لله بقول له الف مبروك لنادي دمياط وجمهور دمياط. الحمد لله قدمنا مباراه كويسه الحمد لله، اي نعم ما كناش جاهزين 100% الحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا نكسب فرقه زي النصر لسه نازله من الممتاز، فرقه محترمه الحمد لله ربنا بارك لنا في الفوز الحمد لله. بشكر احمد على الاداء. واحمد احنا برضو لسه قدامنا الطموح عالي ولسه قدامنا الشغل لان احمد جاي لنا فتره قصيره، معايا ميشو برضو جون محترم، معايا توفيق جون محترم، احمد ناشئ محترم، كله بيشتغل على ان احنا نعمل حاجه السنه دي واحنا هدفنا الصعود ان شاء الله الدوري الممتاز. الحمد لله النهارده على المكسب نفذنا تعليمات الكابتن خالد والحمد لله ربنا كرمنا بالتوفيق بالمكسب الحمد لله يعني، ودي تعليمات الكابتن خالد واحنا شغالين طول الاسبوع على الشغل عارفين فرقه النصر بتلعب ازاي، الحمد لله ربنا كرمنا يعني بالمكسب ان شاء الله نعمل حاجه السنه دي لدمياط وجماهير واهل دمياط، ربنا يكرمنا ان شاء الله الصعود الدوري الممتاز ان شاء الله. هنا من نادي النصر حيث فاز دمياط على النصر 1-0، كان معكم من ملعب المباراه ناصر خليفه قناه ال تي سي لبرنامج كره بلدنا. عظيم اخواتي هات لي يا عم سلم على حامد عشان ما يزعلش.
حامد ده استاذ خالد ما بيتكلمش يعني ذوي الاحتياجات. فبص على فكره ما فيش عيد ما بلاقيهوش في البلد في البيت عندي ما شاء الله. يجي من مصر مخصوص يسلم عليا ويسافر، وعارف امي وعارف اخواتي وهم عارفينه. حاجه جميله. فطبعا احنا ما نزلناش بكاميرات من زمان الممتاز به. فبيقول لي اتوحشتكم فينكم؟ ورفع التليفون كده بكلمك على ارقامك كلها ما بتردش عليا. فهاتوا النبي خالد عشان ما تزعلوش. زي بيتفرج دلوقتي. جاهز يا خالد؟ طيب جاهزه على مهلك. القناه وجمهوريه شبين 1-0 استاذ خالد. الكابتن محمد عامر طبعا المدير الفني لجمهوريه شبين. اهو بيقول زعلان اهو. عايزين يا حامد عشان ما تزعلش اهو جايبينك وحدك يا عم اهو. شكرا يا استاذ خالد. اهو ايوه اهو تاني. ايه يا عم ما تردش عليا ليه؟ لا صح اهو شايف. بص بعاشق لبرنامج كوره بلدنا. هطلع التليفون. كويس والله. هطلع التليفون واقول لك بتصل على التليفونات ما بتردش. اهو بص بتصل على البيت على كام يوم. محدش طبعا فاهم ايه التليفونات. انا عارفه خلاص مذاكر. وجه له تحيه يا كابتن بصراحه يستاهل. استاذ خالد محمد عامر خسر 3 بونت ولا القناه يستحق الثلاثة بونت؟ لا هو القناة ماشي بشكل محترم جدا. في استقرار في مجلس من اواخر السنة اللي فاتت مع كابتن ابو طالب. كابتن ابو طالب عامل شغل كويس، عندهم مجلس ادارة مستقر، عندهم امكانيات. طبعا جمهورية شبين مجلس ادارة جيد وكده، لكن امكانيات نادي القناة اكثر كتير جدا، وواضح ان هم السنة دي مركزين ان هم ينافسوا. وابو طالب العسى ومدرب كبير. مدرب طبعا، مدرب هايل. وبعد كده كمان مع علي يحيى مدير كورة. كابتن محمد عامر مدرب كويس، لكن نادي القناة عمل توليفة كويسة. هو يعني عمل فترة اعداد كويسة، وواضح ان هو بيركز السنة دي ان هو ينافس على الصعود. ما تنساش حضرتك ان جمهورية شبين كان بيعاني السنة اللي فاتت لحتى اخر لحظة، وبالتالي جهد ما لحقش يعمل الفرقة اللي هي تنافس. فوضع طبيعي، فوز طبيعي. ومدين القناة طبعا القناة اعلى. بقول لحضرتك مجلس ادارة. انا بس عايز اشكر الاستاذ محمد مظهر على التصوير. كل الملاعب الكويسة التصوير فيها هايل. الملعب ده حلو. خلي بالكم احنا بنصور بكاميرا واحدة. قناة ملعب نادي القناة القديم. ده ملعب القناة القديم اللي على محطة على خط السكة الحديد. ملعب هايل. ده علينا في البلاستيك ده. طبعا ده تاريخ. ملعب هايل. وده اللي كان بيلعب عليه القناة زمان جدا. علي حسني وتطلع نجوم الذهبي ده. الجيل الزهبي للقناة. يا لهوي. مطاري زين يا كابتن. شفت الكرة دي؟ كل جيل العظيم. شفت يا محمود الكرة دي؟ كابتن صديق؟ لا المباراة كانت واضح انها قوية جدا. طبعا. وادي ده السيد القناة القديم. كان في نبيل عنتر ومجموعة زمان. يا نهار ابيض. تاريخ كبير جدا. يبدو ان كانت مباراة جيدة. طبعا. بس يؤخذ على الحكم ان التيشيرتات قريبة من بعض ولا انا متهيألي يا استاذ خالد؟ لا قريبة من بعض فعلا. فيها ازرق غامق وازرق فاتح. قريبة من بعض. اسود وازرق. ده هدف المباراة. قريبة من بعض. ده هدف المباراة. طيب قبل ما نروح للتقرير والزميلنا المحترم الأستاذ محمد مظهر وتقرير هذه المباراة، نستقبل عمنا الجميل عم محمد أبو جنبة. مساء الفل. حبيبي يا كابتن عبد الناصر، حبيبي كل سنة. فينك يا عم وفين أيامك؟ ربنا يوفقك يا كابتن عبد الناصر، والسلامي لحضرتك ولأسرة البرنامج والضيوف المحترمين اللي معك يا كابتن عبد الناصر. الأستاذ خالد كامل بيسلم عليك جدا. يا أستاذنا الأستاذ خالد كامل ده أستاذنا وزعيمنا والراجل المحترم، ونكتب فيه صفحات الخير بإذن الله. ربنا يخليك يا حاج محمد. مبروك الفوز على مصر في القاهرة يا حاج محمد. الحمد لله كابتن، ربنا وفقنا وربنا عنا وعملنا فريق كويس، وربنا ما بيضيعش تعب حد، فكنا مجتهدين وكان معانا توفيق ربنا الحمد لله. فرحان انت طبعا اول 3 بونت. يا كابتن دمياط انت عارف دمياط اسم وتاريخ طبعا، ونفسهم في الصعود، واستضمنا السنه اللي فاتت ان نزلنا ثالثه وما كانش مكاننا، ولكن صمدنا في خلال 6 شهور رجعنا لمكاننا به ممتاز، وباذن الله طمعانين في ربنا لا اله الا الله ان السنه دي وهذا الموسم باذن الله نكون في الممتاز، لان ده مكان نادي دمياط ومكان دمياط نفسي. طب اخبار الموافقات ايه؟ انت بتصرف لهم فلوس ولا بتصرف لهم بقى؟
لا بط ولحمه وفلوس وكل حاجه. لا هو يحسن ليك يا حاج محمد. حبيبي يا حاج محمد. قولنا يا كابتن. هو يحسب ليك حقيقه انك السنه اللي فاتت تحملت فوق الطاقه السنه اللي قبل فاتت مع النزول، وتحملت المسؤوليه وتحملت قدام محافظه عريقه وعشق كره القدم، واستطعت خلال 6 اشهر بالفعل انك تعيد الفرقه. ده يحسب ليك بمنتهى الامان. الحمد لله، توفيق من عند ربنا. والله يا كابتن لا توفيق من ربنا، وفعلا لان انت عملت جهد كبير جدا وعملت فرقه تاني وقدرت تطلع، وشكل الفرقه جيد الحقيقه مع خالد كمان. الحمد لله يا كابتن، وعملنا قريه اولمبيه الحمد لله. برضك الكابتن عبد الناصر وقف معانا كتير وكافح معانا كتير مع السيد الوزير المهندس خالد عبد العزيز، وبقى عندنا قريه اولمبيه بسم الله ما شاء الله، اول قريه اولمبيه في وجه بحر دلوقتي. ربنا يكرمك، واحنا هنيجي نصورها وعلى وعد تكون معانا قريب يا حاج محمد. احنا بنحبك في الله. نتصرف في اي مكان يا كابتن عبد الناصر. خلي بالك عندك يوم الخميس اللي جاي، عندك الخميس اللي جاي الزرقاء ديربي دمياط انت والحاج سمير موسى. ربنا معانا ان شاء الله يا كابتن، ربنا يوفقنا. والزرقاء هي دمياط ودمياط هي الزرقاء. احسنت يا حاج محمد، جميل مع بعض باذن الله. شكرا جزيلا حاج محمد ابو جنب رئيس نادي دمياط، ومليون مبروك، وتحياتنا لعمنا برضه سمير موسى رئيس نادي الزرقاء، وان شاء الله ديربي يليق بالفرقتين الكبيرتين. طيب اطير سريعا الى الزميل محمد مظهر من ملعب القناه القديم. القناه يفوز بقياده ابو طالب العسوي المحترم 1-0 على جمهوريه شبين بقياده محمد عامر المحترم. تفضل. انا بسعى ان انا اصعد زي القناه بالظبط، وفرقتي يعني على المستوى اللي خلاها تصعد ان شاء الله باذن الله. وانا بعتبر الهزيمه دي مش هزيمه، اعتبرها نقطه انطلاق لينا باذن الله في المباراه القادمه، لان اللعيبه النهارده ادت بروح كبيره جدا، ادت بشكل فني وتكتيكي عالي جدا. الروح القتاليه اللي كانوا موجودين فيها دي لوحدها تساوي الدنيا كلها. ان شاء الله باذن الله دي المباراه دي احنا بنحمد الله على كل شيء، لان احنا الحاجه اللي احنا بنملكها عملناها، ان احنا بذلنا جهد وما قصرناش، واللعيبه ما قصرتش، كل اللعيبه حتى اللي خرجوا واللي دخلوا كل اللعيبه ما قصرتش. فاحنا بنقول قدر الله وما شاء فعل، ان شاء الله باذن الله اللي جاي القادم احسن ان شاء الله باذن الله. ويعني احنا على وعدنا مع جمهوريه شبين ان شاء الله ان احنا هنصعد باذن الله، باذن واحد احد ان شاء الله. كنا حريصين جدا على الجهاز الفني ان احنا نقول للعيبه تبقى حريص جدا ان اول مباراه لازم تظهر بشكل كويس، لازم تظهر للناس انت فريق مترابط، فريق متجانس، فريق خطوطك قريبه، فريق يبان من اول لحظه انه فريق قوي، فريق محترم، فريق عنده هدف عنده طموح. كمان جدا ان احنا بنكسب الثلاثه بونت من فريق فعلا عنيد، فريق محترم عنده جهاز فني محترم جدا بقياده كابتن محمد عامر وكل اعضاء مجلس وكل اعضاء الجهاز الفني والاداري والطبي. فريق قدر يعمل صفقات مع اللعيبه القديمه فعملوا توليفه كويسه جدا، عنده الثلث الهجومي قوي. يمكن احنا لعبنا على ان احنا نضيق مساحاتنا، نقفل نص ملعبنا كويس، ما نديش عندهم، احنا قريناهم كويس لان بعتنا ناس شافتهم في ماتشات وديه، عندهم لعبه تغيير
ملعب وكور طوليه واختراقات من العمق قفلنا الحمد لله، وكنا حريصين جدا استغلنا اطراف الملعب خلف الباكين لان الباكين عندهم كوره وعندهم معرفه بيزيدوا كتير، استغلنا في ظهرهم كويس ورحنا باكتر من كوره وكنا اخطر. هم يمكن ليهم فرصتين ولا كده، احنا لينا اربع فرص اكيد 100% اخرهم كوره طارو، فبنحمد ربنا على الاداء وعلى النتيجه الحمد لله. ثلاثه بونت غاليين جدا. انت لو حضرتك شفت بدايه الدوري الممتاز هتلاقي بدايات كلها متعثره، حتى لو البدايه متعثره بس الحمد لله انت طلعت النهارده مكسب كبير جدا بثلاثه بونت غاليين. ثلاثه بونت يديلك من البدايه الدافع النفسي والدافع القوي ان شاء الله مشيئة الرحمن يا رب، نتمنى على المنافسه من البدايه. مهم جدا على المساندات القويه اللي مع الجهاز الفني للامانه ورانا باستمرار، نحمد ربنا الحمد لله البدايه دايما تكون متعثره. يمكن الحمد لله النهارده كل هدفنا كل تركيزنا في ثلاثه بونت اللي احنا نطلع بيهم، والنهارده الحمد لله اللعيبه كلها ادت رجاله من اول دقيقه لغايه اخر دقيقه بيستبسلوا، والنهارده شريف جهد شريف وطلبه وكمال وعلاء ما شاء الله، عندي اربع حراس مميزين كلهم اي حد يلعب فيهم يقدر يحرس مرمى القنال، والحمد لله النهارده شريف كان قدم مستوى كويس جدا، وان شاء الله نتمنى زياده للفتره الجايه ان شاء الله باذن الله. الحمد لله بنحمد ربنا على المكسب النهارده، احنا تعبنا طبعا فتره اعداد مجلس اداره وجهاز فني ولاعيبه، بذلنا جهد يعني مش عايز اقول لك يعني، وربنا النهارده الحمد لله كفينا بالفوز النهارده، بنشكر ربنا وان شاء الله باذن الله عقبال الباقي يعني، دي بدايه ان شاء الله النهارده ولسه بدري يعني، مش عايزين نفرح برده من الاول، لسه بدري وناخد الماتش باذن الله عشان نحقق حلم الصعود باذن الله. والله الحمد لله مبروك للاداره الاول ومبروك للجهاز ومبروك للعيبه الرجاله. طبعا الحمد لله البدايه دايما بتبقى صعبه في الثلاث سنين اللي فاتوا، بس الحمد لله النهارده اللعيبه الرجاله على قد المسؤوليه، استعدينا بشكل كويس، احترمنا الخصم، كنا ممكن نكسب واحد واثنين وثلاثه، بس الحمد لله على الثلاثة بونت وربنا يكرمنا في اللي جاي ان شاء الله. انا بحمد ربنا طبعا على النتيجه، ان كانت ربنا ما وفقناش النهارده دخل فينا جون، يعتبر الهجمه الوحيده اللي راحوا مع احترامي النادي القناوي اللي راحت الهجمه دي، واحنا عملنا مجهود كويس الحمد لله، واللعبة كلها ادت على اكمل وجه وعملنا ماتش كويس كبدايه كمان للموسم الحمد لله. اعتقد ان احنا في الاستوديو اخترنا اللقطه اللي جايه دي لقطه الاسبوع في المجموعه التانيه، هات لنا جمهور القناه المحترم، جمهور اسماعيليه المحترمين، حتى لو دول من الاشبال او الناشئين، دول افضل لقطه الاسبوع ده في المجموعه الثانيه يا استاذ خالد. طبعا شيء جميل جدا انك ولادك وبيشجعوا، ودي الروح الرياضيه الجميله ما فيهاش قله ادب ما فيهاش اسفاف، وده اللي احنا بنتمناه ان شاء الله يبقى عندنا كل الانديه اولادها الصغيرين يحضروا ويشجعوا ويبقى عندهم انتماء كده، والولد اهو لابس لبس النادي الاسماعيلي وحاجه جميله طبعا، كاس فريق الاسماعيلي كان في ثقافه عشان ابو طالب العيسى وطبعا ليه محبين من الاسماعيلي، لا هو القناه وعلي يحيى كل ما يكسبوا الجماهير دي ممكن تزيد، جميله كل ما يربحوا الجماهير تزيد. دي لقطه الاسبوع من المجموعه الثانيه، شكرا جزيلا. يتبقى لنا اخر مباراه مصوره في هذه المجموعه، زميلنا الحسن سليمان، مباراه منتخب السويس والترسانه، الكابتن احمد شكري كشري قصدي الكابتن احمد كشري صديقي العزيز استطاع ان ياتي بنقطه من السويس، انا كيف انها مكسب كبير. الكابتن ياسر رضوان خسر نقطتين، انا بتكلم بما يرضي الله، لان النهارده لما يكون القمه ما بين منتخب السويس والترسانة في السويس النقطة لها تمن، فلا كيف ان الترسانة فاز بنقطة يا استاذ خالد؟ هو حسب ما التقرير اللي كنت بتابع المباراة كان الترسانة مأدي مباراة بشكل أفضل وكان ليه فرص أكتر، وأعتقد التعادل خارج ملعبه في مباراة صعبة زي دي مكسب طبعا النقطة بشكل جيد، وفي نفس الوقت اول مباراه وفي نفس الوقت السويس خسر طبعا نقطتين مهمين يعني جدا، يعني الجدول لان اي فرقه اي فرقه على ملعبها من الكبار اللي هينافسوا على الصعود هتبقى صعبه جدا. محمود، لا طبعا المباراه جميله جدا، خصوصا ان هي بدايه قويه جدا من فرقتين، كل فرقه وفرقه ليها فيها لعيبه خبرات على اعلى مستوى، لكن هي انا شايف ان هي النتيجه مرضيه للفرقتين. كابتن صديق، متهيألي الاثنين ريحوا دماغهم بالتعادل كبدايه في الدوري وياسر اول مباراه، بس طبعا انا اكيد ياسر رضوان حزين ان هو دي اول مباراه في ملعبه كان عايز يكسب، لان طبعا من البدايه رشحت لك مين من وجهه نظري انا يعني شخصيه، المنتخب السويس والترسانه سيراميكا ونادي النصر، دول انا شايف من وجهه نظري الاربعه دول هيبقوا في المنافسه من بدايه المشوار. النقطه سمينه بالنسبه للترسانه لان برضو خساره في اول مباراه
وكشري عامل برضو فرقه كويسه. مثلا النهارده انا بلاعب السويس في السويس خلصت من طبعا اهم نقطه سمينا ممكن يكمل عليها يعني صعب. يبني عليها بدايه البطوله ويجمع بقى نقاط في البطوله اللي جايه بدايه المباراه اللي جايه في ملعبه دي تفرق معايا. بس طبعا اكيد الغزل السويس منتخب السويس خسر نقطتين لان لو ما صعدوش السنه دي يعني وجهه نظرهم هم هتبقى المشكله في المواسم اللي جايه. وتعادل سلبي غير مرضي طبعا النتيجه الوحيده اللي بتزعل الناس. الزميل حسن سليمان كان موجود في ملعب المباراه وجاء لنا بتقرير مهم وكلام من الكابتن احمد كشري والكابتن ياسر رضوان من خلال هذا التقرير. اتفضل يا استاذ خالد. احنا ضيعنا هم ضيعوا طبعا المباراه في بدايه الموسم ده لسه اللعيبه خارج يعني لسه ما دخلتش في الفورمه ولكن الحمد لله لا ماتش كويس. ممكن انا عندي النهارده خمس ست لعيبه مش فعاليتهم فالحمد لله انا مش فعاليتها كده اتعادل بره ملعبي مع سويس لعيبه كابتن رضا على فيها فريق النهارده؟ لا لا خالص لا لا الحمد لله لسه بقول لك خمس ست لعيبه مش فعاليتهم خالص يعني اللعيبه اللي انا اعتمد عليهم واللي انا عارف ان هم الكره الضربه بتاعتها النهارده كانت حاجه غير طبيعيه ممكن تكون بدايه الدوري ممكن ما دخلتش لسه في اجواء المنافسه لكن انا بقول انا على فكره قال لا هو احنا فينا خمس ست عناصر مش كويسين النهارده هتعادل مع سويس وسويس لا يبقى الحمد لله لما فريق لما اللعيبه دي تبقى في حالتها لا ان شاء الله. يمكن الفيسبوك لو فيه بالنسبه لنا ضيعنا اكثر من فرصه هم ضيعوا بس احنا كنا اكثر اغلب اوقات الفترات المباراه كان ميل لينا لكن الحمد لله على البونت ان شاء الله نعوض الماتش اللي جاي ونحاول نفرح على السويس باذن الله. كابتن النهارده رد على اداء اللاعبين النهارده؟ والله بالنسبه لاول مباراه في الدوري الحمد لله قدم الحمد لله بخسر النفس ان شاء الله يجي الفتره اللي جايه اللعيبه الرجاله عملوا اللي عليهم راحوا ضيعوا ان شاء الله التوفيق لحالتنا في الجاي. مشاهدي كره بلدنا من داخل ملعب استاد السويس الجديد مع انطلاقه الدوري الممتاز به مباراه نادي منتخب السويس ونادي الدرسنه التي انتهت بالتعادل السلبي بدون اهداف. كان معكم حسن سلوم برنامج كره بلدنا. نروح لترتيب هذه المجموعه المجموعة الثانية قبل ما نروح نشوف مين هيلاعب مين والأفضل. ترتيب على أستاذ خالد نادي مصر ونادي الزرقاء وسيراميكا والقناة ودمياط عندهم ثلاث نقاط بالترتيب يليهم نقطة واحدة المريخ وكولا الترسانة السويس النصر آسف السويس يبدول نقطة ثم بعد كده هنلاقي النصر وجمهورية شبين والشمس وبورتو السخنة السويس وأبي صقل بلا نقاط. الجولة الثانية في المجموعة الثانية الشمس مع منتخب السويس الخميس القادم جمهورية شبين مع بورتو السخنة لقاء الجريحين دمياط والزرقاء ديربي دمياط سيراميكا والنصر مباراة مهمة جدا أبي صقل والقناة تحصيل حاصل كوكولا ونادي مصر مباراة قوية جدا الترسانة والمريخ المباراة الوحيدة اللي هتكون 7 مساء الخميس القادم كان الناس تستمتع كمان بيها اكيد مع الاستاذ مع الدكتور المحترم صديقنا الاستاذ ايهاب الكومي لان ايهاب واخد مباريات كتيره باستوديو تحليلي اكثر من رائع وكان زي مباراه النصر ودمياط هذا الاسبوع. استاذ خالد الافضل في المجموعه الثانيه بعد اذنك. افضل هدف احمد شعبان شيكا لاعب دمياط اللي سجله في نادي النصر وفازوا بيه. افضل لاعب مصطفى سلطان لاعب نادي بس مصر بس هو هدف حلو اللي احرزه طبعا الهدف افضل لاعب مصطفى سلطان لاعب نادي مصر اللي احرز هدفين في مباراه ابي صقل افضل وده اللاعب الوحيد اللي سجل هدفين وده اللاعب اللي سجل هدفين في الثلاث مجموعات طبعا افضل مدير فني في المجموعه كابتن رمضان السيد فوز لسيراميكا هو اكبر فوز في المجموعات الثلاثه هو لا سيراميكا 2-0
ده فوز خارج ملعبه. خارج ملعبه. خارج ملعبه. افضل حارس مرمى وحارس دمياط احمد فاروق اللي ادى مباراه بشكل جيد في مباراه النصر وانقذ اكتر من كوره. طيب صح نتيجة على بوسيقل مين؟ نادي مصر 6-1. الكابتن طارق عبد الله لازم نحييه. طبعا الكابتن طارق من المدربين الواعدين في الثلاث مجموعات. من المدربين الواعدين بصراحة. احنا هل هنواجه مشكلة في بوسيقل زي السنة اللي فاتت؟ هو بوسيقل احنا حاطينه على ملعب المريخ. آخر حاجة المفترض إن هم النهاردة كانوا بيتكلموا على إن هم بيعملوا محاولات مع دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه ان هم ياخدوا ملعب المدينه الشبابيه في بورسعيد. المفروض على يوم السبت هيكون او يوم الاحد بكره بعد بكره يعني يبقى على اقصى تقدير هيكون القرار النهائي. واذا لم يكن يبقى هيلعب على المريخ او هيلعب على ملاعب الخصم. ما عندناش مشكله فيه ان شاء الله. طيب نحيي الكابتن ابو طالب الاسوي على روحه الرياضيه وافضل روح رياضيه هذا الاسبوع الكابتن ابو طالب الاسوي كان له لفته محترمه يا ريت تجيبوا لنا صورته يا جماعه. في الدقيقة كام يا أستاذ؟ كان في هجمة 3-2 والكابتن أبو طالب تدخل من خارج الخطوط وطالب اللاعبين إنهم يطلعوا كرة بره. كان في إصابة أحد لاعب المنافسين. هو كابتن أبو طالب وكانت واعدة وهدف بنسبة 80%. وده شيء جيد جدا يعني الروح الرياضية دي قبل الفوز والخسارة يا كابتن عبد الناصر. طبعا أعتقد كابتن أبو طالب بنحييه ونتمنى كل المدربين يبقوا حريصين على الروح الرياضية قبل أي حاجة وفي نفس الوقت نتمنى من اللاعبين انه ما يدعوش الاصابه لان احيانا لعيبه كتير بتدعي الاصابه فمع الوقت بيخلي المدرب يقول لك العب وبالتالي ممكن يكون في لعيب فعلا مصاب ويتظلم يتظلم في الموضوع. شكرا كابتن ابو طالب الاسوي عهدنا منك دائما الخلق الرفيع والروح الرياضيه. طيب نروح للاسماعيليه ما زلنا في الاسماعيليه بعد فوز القناه في الممتاز بنطمن على النادي الاسماعيلي العظيم ملك السمسميه برازيل مصر والعرب ونشوف استعداداتهم للبطوله العربيه. كابتن محمد مظهر السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته وتحياتي ليك استاذ عبد الناصر وتحياتي للاستاذ خالد واستاذ محمود وكابتن صديق. قبل ما اقول لحضرتك عن اخبار النادي الاسماعيلي حلقه بسم الله ما شاء الله يعني شامله كل المباريات عاوز اتكلم على بعض الملاحظات واستغل وجود استاذ خالد معانا. انا يعني حضرت المباراه من بدايتها مباراه القناه وشبين في بعض الملاحظات واتمنى ان الكابتن خالد يعني يحطها في الحسبان بعد كده هو بالنسبه للحكام وبالنسبه للاعبين والملابس المتشابهه. زي ما حضرتك قلت يا استاذ عبد الناصر ان ملابس القناه وملابس جمهوريه شبين كانوا متقاربين جدا 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 يعني كنت قاعد مع جوار قدامى نادي القناه في المباراه كانوا بيتلخبطوا كره مع القناه ولا مع شبين احنا نفسنا متلخبطين انت ممكن هم دي رقم واحد. رقم اثنين ملابس الجهاز الفني لنادي جمهوريه شبين كان قريب جدا من ملابس طاقم التحكيم فلو اثنين ثلاثه وقفوا من الجهاز الفني لنادي شبين ما تعرفش رفع الكابتن الحامل الرايه الحكام تتلخبط بينهم. دي رقم اثنين. رقم ثلاثه المباراه بدات الساعه 4:30 وما تاخروا 5 دقائق لان الجو كان حر جدا 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 ولولا ان يعني الشوط الاولاني كان فيه 5 دقائق وقت بدل ضايع والشوط الثاني كان فيه 6 دقائق وقت بدل ضايع وكانت الكشافات ابتدت تشتغل يعني الكشافات في استاد نادي القناه ابتدت تشتغل فطالما ان في ملعب زي نادي القناه في كشافات وفي امكانيات عاليه جدا 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 ما ممكن يلعبوا بالليل او المباراه تتقدم تبقى بدري شويه. دي بس الملاحظات اللي انا هو كلامك طبعا ممتاز في الجزئيتين الاولانيين ما فيهمش خلاف زي واحنا ما اتكلمنا فيها وهنا حته الجهاز الفني دي انا ما شفناهاش لسه لكن حته الاضاءه هو عندنا لقطه من الجهاز الفني عشان تساعد الاستاذ خالد برضه في انه يتكلم لا دي نقدر نشوفها لكن الجزئيه بتاعت الكابتن محمد عامر لما اتكلم في اللقاء لكن جزئيه الاضاءه دي مش بتاعتنا. جزئيه الاضاءه دي النادي هو اللي بيطلب. النادي لو بعت وقال انا هلعب تحت الاضواء زي ما عندنا دلوقتي كفر الشيخ وطلطه ونادي الترسانه طلبوا اللعب تحت الاضواء واحنا وافقنا
وبالتالي لأولادي القناة طلب. لكن حسب معلوماتي إن الإضاءة اللي في ملعب القناة القديم إضاءة ضعيفة جدا، إضاءة تدريب وليست إضاءة مباريات. يا حضرتك السنة دي تم، بص يا أستاذ مظهر، الحسم، الحسم في الموضوع من غير جدل. لو أن محب نادي القناة سمعنا، القناة لو طلب يلعب بالليل هيلعب بالليل، لا جدل، ما فيهاش فصال. لكن وأنا أعلم برضو تاني إن الإضاءة عندهم إضاءة تدريب، هم ما طلبوش يا أستاذ خالد، هم ما طلبوش، صح كده، عن جد دي هم ما طلبوش. مهمة جدا، لو طلبوا ما بنتأخرش عنهم، وعندنا ثلاث أندية لعبوا تحت الأضواء، الترسانة وجمهورية شبين ونادي طنطا، فدي ما كفر الشيخ اهو فعلا الزي اهو، اسف كفر الشيخ، كفر الشيخ، كفر الزي اهو فعلا قريب من الحكام، ده لا مش قريب من الحكام، ده هو قريب من اسود فاز في اصفر غامق شوية، التاني اصفر فاتح، ده زيتي في اصفر، لا ده زيتي، ده بعيد شوية، يعني ده هي الملاحظة الأكيدة والأسوأ، هذا هي اللي بتاعت الفرقتين، هي التيشيرتات بتاعت الفرقتين، ودي محق فيها. لكن حتة الإضاءة تاني بكررها، ده النادي لو اتبعت من ما اتاخرش، وخاصه كان نادي طنطا الوحيد، يعني كفر الشيخ من السنه اللي فاتت بيلعب يا كابتن عبد الناصر، صح، ما عندناش مشكله، طنطا لانه استجد ملعبه اضاءه، بعملنا لجنه وراحت وقرت الملعب ولعبوا مباراتهم اللي فاتت على ملعبه. خلاص هو الاستاذ خالد كامل بيقول لكل الفرق ال 42 على الهواء مباشره بكره بلدنا، اللي عنده ملعب مضاء في لجنه اتعاين امين، مع السلامه، مفيش مشكله في الكلام ده، لا جدال فيه. الى اخبار الاسماعيلي يا استاذ مظهر. مظهر، اخبار الاسماعيلي يا مظهر. قبل ما نخش على اخبار الاسماعيلي، عاوز بس اقول برضو للاستاذ خالد حاجه. بمناسبه ملعب ابو صقل، كان من شهرين اداره نادي القناه عرضت انها تستضيف مباريات فريق ابو صقل الاسماعيليه، وما جالهمش رد. دي يعني ونادي القناه ما عندوش مانع ان هو يستضيف المباراه القادمه ويستضيف فريق ابو صقل. بص، حتى يكون عرضنا عرضا انيقا، نجدد التحية للقناة وهذا دور هذه المؤسسة الوطنية العريقة، والأستاذ خالد كامل ينقل موافقة نادي القناة لو اتزنقوا واحتاموا، إذا هناك موافقة من نادي القناة أن يلعب أبي صقل في ملعب القناة. مع احترامي للأستاذ مظهر، أنا أول مرة أسمع موضوع نادي القناة يعني، والدليل أنا كنت بتكلم مع نادي أبي صقل النهاردة، هو كابتن احمد مجاهد كان بيتكلم معاهم وما جابوش سيره نادي القناه، لكن طبعا نادي القناه، نادي القناه مظهر بعد اذنك كان ارد، بس ارد بس بعد عز حضرتك، انت حضرتك اتكلمت، فاحنا بنوضح نادي القناه ما بيتاخرش، لكن بقول لحضرتك حتى الان ما عنديش كلام ده، نادي القناه ما بعتليش جواب بهذا الكلام، كل اتصالات شخصيه حضرتك تعلمها، لكن هي ما فيهاش لغايه دلوقتي جواب رسمي، طيب نتعامل بجوابات رسميه. استاذنك يا استاذ مظهر، الصح تتواصل مع اداره ابي ثقل وترد علينا وتلنك ما بينهم ما بين القناه، واذا كان هناك شيء الاستاذ خالد قدامه جواب وياخذ القرار. صح، مفيش مشكله. وبعدين المدير الفني لنادي ابو ثقل كابتن احمد سالم نجم النادي الاسماعيلي، وهو احد ابناء العريش، فالتواصل معاه سهل جدا. وحضرتك هنحاول نجيب احمد سالم دلوقتي كمان على الهواء، عشان نقدر نحل مشكله على الهواء، يبقى خير وبركه. بس حضرتك ما نقدرش ناخد كلامك انه رسمي، لانك انت مراسل البرنامج. اقفل معانا وخلينا نكلم حد من مسؤولين القناه. صح يا استاذ؟ تمام. على كان نجيب الكابتن احمد سامي ونسمعه مسؤول القناه، ونبقى حلنا مشكله على الهواء. وخش بقى في الاسماعيلي عشان ما عنديش وقت. تمام، عشان الوقت متاخر، بكره باذن الله ارتب يكون معانا المستشار يحيى المحبوب، او الاستاذ عماد الخواجه نائب رئيس النادي، او كابتن علي يحيى مدير الكوره، مع الاستاذ يوم الاثنين او بكره مع الاستاذ ابو المعاطي زكي في نجم الجماهير، هو تمام. مكمل لينا واحنا مكملين ليه. تمام. اتفضل يا مظهر، سريعا عناوين الاسماعيلي. الاسماعيلي دخل معسكر مغلق استعدادا لمواجهه الكويت الكويتي في دور ال 32 للبطوله العربيه. كابتن خير الدين مضوي يعني اصدر قرارين، النوم مبكرا وعدم الخروج من المعسكر. كابتن خير الدين مضوي اختار 20 لاعبا لمباراه الكويت في حراسه المرمى عصام الحضري ومحمد مجدي، في خط الدفاع احمد ايمن وباهر المحمدي ومحمود متولي وريتشارد بافور ومحمد مجدي،
وطارق طه وعلاء عبد العظيم ولاسع الجزيري. خط الهجوم الثنائي كريستوفر مندوجا وشكر نجيب. النهارده تم طرح تذاكر مباراه الاسماعيلي والكويتي الكويتي، وفتح باب يعني شراء التذاكر بعد صلاه الجمعه مباشره على الساعه 3. كانت التذاكر نفذت تماما، ال 6000 تذكره المخصصين لهذه المباراه. اخيرا سياده اللواء محمد علي حسين مساعد وزير الداخليه مدير امن اسماعيليه عمل جوله تفقديه النهارده، واصدر يعني شويه كده هوت توجيهات بعدم وجود بعض الجماهير حول الاستاد. اي حد ما معهوش تذكره ما بقاش موجود، ممنوع دخول الالعاب الناريه، ممنوع دخول الولاعات. هذه الاجراءات اللي اصدرها مدير الامن تم ابلاغ بها مسؤولي النادي الاسماعيلي وتم نشرها على الموقع الرسمي للنادي الاسماعيلي. شكرا جزيلا استاذ محمد مظهر على هذه الاضاحات. اطمنكم على الزمالك واستعداداته الاخيره لمباراه القادسيه بعد ساعات في تمام السابعه مساء اليوم بتوقيت القاهره على استاد برج العرب، وكمل معاكم حصاد الممتاز به بالمجموعه الثالثه والاخيره، ولكن بعد هذا الفصل القصير. دي هديه ندى خالد كامل للكابتن خالد كامل اللي عملت بها هيجان على الفيسبوك، خطفناها من على صفحتها وفاجأنا بها الاستاذ خالد. والله احلى مفاجاه يعني الحقيقه، بشكرها عليها. دي كانت عاملها لي بمناسبه. خلي بالك احنا ما لعبناش في منتجها نهائي ما شاء الله، يعني الاستاذ خالد مخلص قال لي من اول ما بعتها لنا، قال لي انا ما رضيتش العب في المنتج، خليتها بطبيعتها. وده تنبيه ربما يكون حد فاهم ان في حاجه كده او كده، دي مونتاج واختيار صور واغنيه ندى خالد كامل. ده ومحمد حامد جوزها الحقيقه بشكرهم جدا لانه فاجئوني بيها كابتن عبد الناصر الجمعه اللي قبل اللي فاتت، كان عيد ميلادي ففاجئوني الحقيقه بالفيديو ده، بحب اشكرهم. حتى لو عايزين نعمل صور للايجار صورتين فهي اشكرها انها مدتنا مجموعه صور سريه للمستقبل في الارشيف بتاعنا. طيب قبل ما نروح للمجموعه الثالثه ناخد ممدوح الكواليني. استاذ ممدوح الكواليني السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، تحياتي ليك استاذ عبد الناصر زيدان، وتحياتي لكل ضيوفك الناقد الرياضي الكبير كابتن خالد كامل ونجم مصر الكابتن صديق جمال والكابتن محمود سلطان، وتحياتي لكل مشاهدي برنامج كره بلدنا وقناه ال تي سي. عايز اقول لحضرتك ان النادي الاتحاد السكندري يواصل تدريباته اليوم السبت، كان في راحه الامس الجمعه عقب مباراه الترجي في البطوله العربيه، ويمكن الكابتن محمد عمر المدير الفني النادي الاتحاد السكندري اغلق ملف مباراه الترجي واستعد ل مواجهه الاسماعيلي في الجوله الثالثه للدوري العام. المواجهه دي هتكون يوم الخميس القادم، طبعا بيستعد مبكرا واغلق ملف في مباراه الترجي. يمكن جماهير نادي الاتحاد السكندري حزينه من التعادل مع الترجي في البطوله العربيه، وطلبت الكابتن محمد عمر بمشاركه عدد من الصفقات الجديده امثال محمد بكار ويوسف عطاي ومحمد حسن. محمد حسن ده لعيب موهوب يسمى بالحاوي، نادي الاتحاد السكندري اشتراه من نابارو وبيتألق خلال المباريات الوديه والتدريبات، وجماهير الاتحاد السكندري بتطالب باشراك هؤلاء اللاعبين في المباريات القادمه واعطائهم الفرصه. طبعا الاستاذ محمد مسلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري عقب مباراه الترجي بياكد دعمه للجهاز الفني واللاعبين من اجل تحقيق نتائج مرضيه، وطبعا كان في اتصال هاتفي بينه وبين الكابتن محمد ابراهيم مدير الكره، وطالب الكابتن محمد ابراهيم بمزيد من التركيز خلال الايام القليله القادمه لتحقيق نتائج ايجابيه لارضاء جماهير الصغر، خاصه ان جماهير الصغر ترغب في وجود نادي الاتحاد السكندري في مكان متقدم في الجدول نظرا للصفقات الجديده والميزانيه اللي وفرها نادي مجلس اداره نادي الاتحاد السكندري لفريق الكوره. فطبعا جماهير الاتحاد لديها طموحات كبيره. عايز اقول لحضرتك استاذ عبد الناصر، ويمكن كنا نوهنا الكلام ده من اسبوع، ان كان في زياره النهارده للدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه لنادي الاتحاد السكندري. طبعا هو كان في زياره لعدد من الانديه في الاسكندريه، لكن نخص نادي الاتحاد السكندري لان احنا اتكلمنا قلنا ان كان في زياره وعد بيها الاستاذ محمد مسلحي عن يحطوا الخطط الانشائيه للثانيه ونص بين
اللي بجوار الفرع الجديد اللي كان افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان جماهير الاتحاد شهدت هذا الافتتاح من خلال التلفزيون المصري. الخمس أفدنة اللي موجودين دلوقتي، الملعب الجديد والإنشاءات، ينضم إليهم 8.5 فدان اللي عطتهم الدولة النادي الاتحاد السكندري. وطبعا في تنسيق بين نادي الاتحاد السكندري بقيادة الأستاذ محمد مسلحي ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي للمزيد من الإنشاءات خلال الأيام القادمة، والانتهاء من الأعمال الإنشائية على الثمن أفدنة ونص اللي هي موجودين في الفرع الجديد. طبعا نادي سموحة، أخبار نادي سموحة أستاذ عبد الناصر، بدون راحة كابتن علي ماهر بيواصل تدريباته على ملعب النادي، لأنه عنده مواجهة في يوم الثلاثاء القادم مع فريق إنبي في الجولة الثالثة للدوري الممتاز. والكابتن علي ماهر بيحاول علاج الأخطاء اللي وقع فيها في مباراة نجوم المستقبل، والدفع بعناصر جديدة في التشكيل. ممكن نشوف عناصر تكون موجودة في التشكيل أمام إنبي لأول مرة. والمهندس محمد فرج عامر رئيس النادي طالب الجهاز الفني واللاعبين بعدم التفريط في النقاط، لان المهندس محمد فرج عامر بيرغب المنافسة على المربع الذهبي والمشاركة في البطولات الافريقية. شكرا استاذ ممدوح الكواليني على هذه الاطلالة السريعة، واكيد طبعا ما زالت الاحزان في حرس الحدود ما دمنا في الاسكندرية بعد الهزيمة 2-1 في الوقت القاتل من الداخلية، ولكن الكابتن عماد سليمان وعد بلملمة الجروح ومعالجة الاخطاء. معايا مين يا جماعة؟ الأستاذ محمد الحسيني المنسق الإعلامي لنادي بني سويف. أستاذ محمد الحسيني السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أستاذ محمد، طلبت المداخلة لك الكلمة، تفضل يا فندم. أهلا بحضرتك وبرحب طبعا بالأستاذ خالد والضيوف الكرام. أنا مش هاخد من وقت حضرتك لا يا فندم، برنامجك، تفضل يا فندم. مش هاخد من وقت حضرتك وقت كتير، بس أنا حابب أتكلم في نقطتين معينين خاصين بنادي بني سويف. التليفونات ولا بني سويف؟ بني سويف الرياضي، والاحداث اللي شهدتها مباراة الخميس امام مركز شباب ناصر ملاوي. نادي بني سويف، تفضل. بني سويف الرياضي، هو في الفترة الماضية حوالي 10 ايام، احنا طبعا نادي بني سويف الرياضي برئاسة المحاسب علي محمد سليم، كنا بنساعد الدولة ووزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة في موضوع اعادة الجماهير للمدرجات، وده كان بيتم من خلال ان احنا كنا بنستعد بأداة كشوفات مرفق بها كافة البيانات وكافة الارقام القومية تحسبا لاي قرار من اتحاد الكرة. طبعا احنا ده دورنا. فوجئنا يوم الخميس امام مركز شباب ناصر ملاوي بالمباراة. طبعا كانوا وصلنا اختار من اتحاد الكرة ولجنة المسابقات بتحديد حوالي 15 فرد من اعضاء مجالس الادارات لحضور المباراة. طبعا جماهير مركز ناصر ملاوي فوق راسنا طبعا، وجماهير محترمه استقبلت الفريق السويفي باستقبال بترحاب شديد واستقبال كله احترام، ولكن فوجئنا فور اطلاق الحكم تفرد البدايه بتوافد اعداد ناصر ملاوي تجاوزت ال 500 او 600 جمهور مشجع. تمام، في الوقت نفسه احنا طالبنا حكم المباراه بحضرتك عارف مركز ملاوي ضيق، الملعب ضيق والجماهير محاطه بالاسوار، واحنا حتى مراعاه للظروف اللي بتمر بها البلد وتشجيعا للدوله احنا اجتمعنا مع جماهير بني سويف ورفضنا سفرهم لحضور المباراه. في الوقت نفسه لم يتجاوز جمهور بني سويف سوى سبع مواطنين او سبع مشجعين فقط. المباراة بدأت في وسط تسقيف ووسط حماس من جماهير ملاوي، ووسط ان احنا سجلنا برضو اعتراضنا لطاقم التحكيم. فوجئنا ان احنا كنا متقدمين 1-0، احنا مش بنتكلم كنادي بني سويف الرياضي ان احنا تعادلنا او لا، احنا بنتكلم استقرار مسابقة على مدار الموسم كله. فوجئنا ان احنا كنا كسبانين 1-0. طبعا الشوط الثاني القرارات التحكيمية، وده احنا بنسجله النهاردة وهنسجله ان شاء الله في اتحاد الكرة خلال مذكرة رسمية لاتحاد الكرة ولجنة المسابقات ولجنة الحكام. وجينا باحتساب حكم المباراة ثقافة الجماهير، تواجد الجماهير باحتساب ضرب الجزاء. مسؤول الجهاز الفني والاداري اتكلموا طبعا مع الحكم، قال لا انا جيت في الشوط الاول ما حسبتش ضربتين جزاء. فطبعا اثار استياء الجهاز الفني واللعيبه، وطبعا حقق تعادل
تعادل غير مرضي. يعني حضرتك اتقدمت بمذكره رسميه يا استاذ محمد الحسيني؟ هنتقدم بيها خلال ساعات، والنهارده رئيس النادي المحاسب علي محمد سليم هدد بالانسحاب من دور الدرجه الثانيه خلال الفتره القادمه، لان احنا يا فندم احنا بنتكلم على نهدى بس شويه. احنا في الاسبوع الاول ما ينفعش نهدد بالانسحاب من المسابقات، انت ليك حق طالب بيه وقدم مذكره، واحنا كاعلام هنساندك بقوه. نادي سويف والفكريه الاثنين ولاد عم واخوات، وناصر ملاوي قصدي الاثنين ولاد عم واخوات، ونادي بني سويف نادي كبير يا استاذ محمد. انا اكدت لحضرتك ان مركز ناصر ملاوي وجماهيره طبعا محترمين واستقبلونا باستقبال وترحاب شديد. المذكره اللي احنا هنقدمها ان شاء الله لاتحاد الكوره هيكون مرفق بها الملخص واهم القرارات التحكيميه اللي تم وثير الضغط عليها، وخاصه ضربه الجزاء الغير صحيحه على الاطلاق. احنا يعني مش مجرد تصريحات، احنا بنتكلم لشغل موسم. وصلت يا استاذ محمد الرساله، وايضا لو مديتنا باي ماتيريال سنذيعه لك بكل احترام وكل تقدير. مثل هذه الاسئله ما اقدرش اسال فيها الاستاذ خالد كامل، لان دي حاجات بتتناقش على الترابيزه وما ينفعش تتناقش في الاعلام. في حاله تقدم نادي بني سويف بمذكره، لجنه المسابقات اكيد هتبحثها وتقرر ما هو مفيد. احنا هنا بنفصل ما بين الاستاذ خالد كامل من رئيس لجنة المسابقات، وما بين الأستاذ خالد كامل الإعلامي والمعلق الشهير ورئيس تحرير الكرة والملاعب اللي احنا بنستضيفه كناقد رياضي. بس عشان خاطر ما نشوفك الأستاذ خالد فنصدر له مشاكل على الهواء، أرجو إن ناخد بالنا من الملاحظة دي. لن أستطيع أن أسأل الأستاذ خالد كامل في شيء في إطار لسه هنعمل، أو في شيء في إطار تقارير ما ينفعك تتناقش في الإعلام، وإنما تتناقش داخل اجتماعات لجنة المسابقات. فرسالتك وصلت يا أستاذ محمد، وتحياتي لكل الناس في بني سويف وكل الناس فوق دماغنا، وإن شاء الله المشكلة تتحل بإذن الله تعالى. إلى المجموعة الثالثة. معانا نتائج مباراة الجولة الأولى للمجموعة الثالثة بحري. معانا الرجاء تألق وفاز على دمنهور 3-0. أحرز الأهداف عزت جمال ومحمود المغربي وهشام فتح الله. طنطا وفاركو التعادل سلبي 0-0. الحمام وابو قير للاسمده 2-1 للحمام. احرز الاهداف للحمام مؤمن فكري ومحمد شعبان. ابو قير هدف واحد محمد خالد. بلديه المحله كسب 2-1 سيدي سالم. احرز الاهداف علاء شعبان ومحمود قشنط. احرز هدف سيدي سالم احمد حمزه. شباب تلا خسر على ملعبه 1-0 من المنصورة. أحرز الهدف حازم شعيب. الأولمبي كسب على ملعبه 2-1 الجزيرة بمطروح. أحرز الأهداف إسلام جمال ورزق عبد الحليم. أحرز هدف الجزيرة مطروح أحمد رجب. إسلام ده على فكرة اللي جاي من دمنهور، لعيب كويس جدا. جاي من فاركو. أيوة دمنهور. أيوة لعب في دمنهور. إسلام جمارك تاني موسم ليه مع الأولمبي. اسلام جمالك ورزق عبد الحليم. ومن احرز للجزيره؟ احرز للجزيره احمد رجب بهريسه. كفر الشيخ احمد رجب هريسه. اخر مباراه كفر الشيخ خسر على ملعبه 2-1 من غزل المحله. احرز اهداف كفر الشيخ محمود صلاح. احرز اهداف غزل المحله محمد غلوش وخالد الاخميمي. خالد الاخميمي من الاخميمي من الاخميمي بالميم الأخميمي. يعني ممكن يكون هو نسبة لأخميم بلد نفسه هاج. او عيلته هناك يعني. من اللعيبة المتميزين جدا. طيب معانا الثلاث اهداف نشوفهم. الرجاء دمنهور المباراة اللي اتلعبت الاربعاء نظرا لاحتفالات مطروح بعيدها القومي يوم الخميس. 3-0 وفوز كبير للرجاء بقيادة الدكتور المحترم الدكتور عاشور. احمد عاشور. احمد عاشور. اعتقد ان بدايه موفقه جدا للحاج سعد ابو صندوق والرجاء يا استاذ خالد. الحاج سعد على فكره على فكره ندعي له بقى سافر يدعي لنا بقى سافر الحج. ربنا النهارده ندعي له مقبول ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. فوز كبير يا محمود للرجاء على دمنهور في الشوط الاولاني انتهى 0-0 والشوط الثاني جه فيه الثلاث اهداف. طبعا نتيجه ايجابيه طبعا. المباراه دي لغز لنادي دمنهور، لازم يلحق نفسه لان دمنهور انذار مبكر. اللياقه البدنيه وقعت يا محمود في الشوط الثاني. طبعا فرقت كتير مع نادي الرجاء اللياقه البدنيه الهايله في الشوط الثاني بنتيجه ثلاث اهداف لا شيء لدمنهور. طبعا فرقت كتير اللياقه البدنيه ثم خبره لعيبه الرجاء.
وعلى فكرة من أطول الفرق اللي عملت فترة إعداء طويلة، من أفضل الفرق، وظاهر كان جدا زي ما قال لي الأستاذ نايل الفردي وأصدقائنا هناك، الانسجام كان ظاهر جدا على لعيب الرجاء. طبعا هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، لازم اول حاجه المدرب يقدر يعملها بين اللعيبه من بعضها الانسجام بين اللعيبه، زائد فتره الاعداد لما بتطول واللعيبه بتقدر فعلا تستجيب لفتره الاعداد لاطول فتره، ادي النتيجه في الشوط الثاني احرز 3 اهداف. يمكن قدامنا خلينا نشكر صدى البلد لان احنا واخدين هذه الاهداف نقلا عن صدى البلد، كانت زي على المباراه يوم الاربعاء، والزميل المحترم المذيع المتالق ايهاب القومي والزميل بسيون الفيومي وكل اسره اسامه محمد وكل اسره اسامه محمود معذره، استاذ اسامه محمود رئيس التحرير وكل اسره البرنامج، والناس بصراحه عاملين جهد جبار، لازم نشكرهم كل مره لانهم فعلا بيسروا دوري الممتاز به وبنستفيد منهم كثيرا يا كابتن صديق. ده انا هو كابتن السنه اللي فاتت كان بيعاني من الهبوط ولقى نفسه كابتن خالد على اخر لحظه مظبوط صح ان هو ما يهبطش وهي رجعات فنيه كتير، على عكس الرجاء، الرجاء طبعا نزل من الدور الممتاز فطبعا استوعب الدرس جاب ولم نفسه بسرعه ولم نفسه وجاب واحد ما شاء الله الدكتور عاشور، طبعا الدكتور احمد عاشور وجهزهم كويس جدا جدا وعمل فتره ذات جيده وجابوا 16 صفقه جديده ما فرفش في الايام كده باين استمرارها يعني في اول مباراه 3-0 وكده دي هتديهم باور يا كابتن بالنسبه للنتائج ده من احلى اهداف الثلاث مجموعات الاسبوع ده الهدف ده البدايه بتاعتهم جايين هو فتح الله البديل ونايل الفردي بيرقص اهو قدامنا فدي هتخليهم يكملوا يمشي كويس يعني من الاول حسن سبيتا هو بيشاور بعلامه النصر دي مخاضره يا ابو سبيتا ده الجون برضه بص جون هايل لا بوفون ولا حتى جون بوفون ثلاث اهداف احسن كل هدف احسن من الثاني طيب ده دول الثلاث اهداف نروح للاولمبي والجزيره معانا الاهداف ايضا 2-1 الكابتن علاء نوح عرف ازاي يا محمود من اين تؤكل الكتف وحاز على الثلاث نقاط الاولى طبعا هو لعب الاول حاجه الاولمبي لعب على ملعبه كسب 2-1 طبعا نتيجه ايجابيه في صالح نادي الاولمبي باور عالي جدا في اول ما تبدا الماتشات انك تكسب تاخد 3 بونت نتيجه ايجابيه لاي فريق طبعا علاء نوح مدرب قوي جدا طبعا وكابتن علاء مدرب هايل طبعا على فكره اتظلم في الترسانه يا كابتن كان قريب جدا انه يصعد بس ماتش شبين ده اللي هي النصيب 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 لا نجوم المستقبل يستحق الصعود لا ما اختلفناش بس هي الترسانه الواحد صعبها عليه الترسانه يا كابتن ما يرضش ربنا فعلا ما يرضش للتاني نفسي الواحد نفسه يصعده بس طبعا مش هيكونش على حساب حد او حد يقول ان احنا 2-1 طبعا اول مباراه علاء نوح في كل مكان بيروح بيثبت انه مدرب كبير بصراحه هايل بصراحه طيب ده تقرير الزميل ممدوح الكواليلي تواجد في هذه المباراة وده هدف الفوز جاء لنا بتقرير مفصل من ملعب الأولمبي الأولمبي والجزيرة بمطروح 2-1 للأولمبي تفضل لقاء الأولمبي والجزيرة بتقدم الأولمبي بهدفين مقابل هدف وحيد للجزيرة عقب اللقاء يسعدني أن يكون معي الكابتن علاء نوح المدير الفني للنادي الأولمبي أحب أقول لك مبروك في بداية اللقاء الحمد لله وشكرا بس الاول ومس على حبيبنا الكابتن استاذ عبد الناصر زيدان ومن توفيق لتوفيق ومن نجاح لنجاح بتروح تحيي القنوات يا استاذ عبد الناصر ونشرف الدنيا دايما مبروك للنادي الاولمبي مبروك لاعضائه ومبروك للعيبه مبروك للجهاز الفني مبروك للجماهير مبروك لكل اللي بينتمي للنادي الاولمبي يمكن مباراه كبيره للنادي الاولمبي كابتن علاء نوح اعتمد على الجبل يمنى بمحمد رجب وهاني السيد وايضا الجبل يسرى لعاطف محمود ورزق عبد الحليم وكانوا عاملين نشاط ملحوظ في الشوط الاول والشوط الثاني
ويمكن الاولمبي اضاع العديد من الاهداف. يعني الحمد لله والشكر لله. انا طبعا كنت متخوف لان قالوا لي قبل الماتش احنا بقالنا 3 سنين البدايه بنتعادل ما بنكسبش في ملعبنا، فكنت متخوف. الحمد لله على النتيجه ان احنا اول ماتش يعني فوز، فطبعا بدايه كويسه ان شاء الله، وباذن الله نكمل في اللي جاي ان شاء الله. الحمد لله طبعا كان مكسب مهم لينا على ملعبنا، يمكن ده السبب ان احنا ان شاء الله هنكمل بيه الدوري كل الماتشات اللي على ملعبنا، ان احنا نحاول نحقق المكسب. اكيد النهارده 3 بونت مهمين في المسيره اللي احنا ماشيين فيها. بعد الماتش هنتكلم مع اللعيبه ان دي صفحه واتقفلت، احنا بناخد كل ماتش بماتشه ان شاء الله. ربنا يكرم، عندنا كل مباراه صعبه، انا بقول كل مباراه صعبه. النهارده شايفين جزيره لسه صاعد، فرقه محترمه كابتن كرم، لكن بقول له هارد لك وهارد لك لفرقه الجزيره. مكسب لينا مهم، 3 بونت ان شاء الله يدعمونا في الهدف اللي احنا عايزين نوصل له، طبعا هو الصعود للدوري ممتاز. النادي الاولمبي محتاجين ان احنا يرجع للمكان الطبيعي في الدوري ممتاز. كان مهم جدا لينا ان احنا نوصل اللعيبه ان النادي الاولمبي نادي كبير مش صغير، نادي ليه اسم وسط الكبار في الدوري ممتاز. ان شاء الله بنرجع له هيبته تاني، واكيد 3 بونت مهمين في مسيرتنا ان شاء الله يدونا دفعه على المباراه اللي جايه. مباراه دمنهور اكيد صعبه بره ملعبنا، ان شاء الله يبقى هدفنا برده واحد، احنا نحقق المكسب، وده اللي احنا بنلعب عليه كل مباراه. الحمد لله على الخساره، ان شاء الله المباراه الجايه تكون نتيجة احسن باذن الله. النادي الاولمبي نادي كبير، احنا سنه اولى من تسبيق السنه دي، وان شاء الله باذن الله القادم يكون احسن باذن الله، وربنا يكرمنا ان شاء الله في اللي جاي. ونقول ان شاء الله اللعيبه برضه قد النهارده اداء كويس، وصلنا كذا مره جون، بس ما فيش نصيب ان احنا نتعادل او نكسب، وان شاء الله باذن الله ان الماتشات اللي جايه يكون احسن باذن الله. والله الجزيره بس العيال يعني زي ما تقول اول ماتش، برضه لسه اول ماتش، احنا جايبين كل لاعب من فرقه، فاول ماتش يعملوا ما يلعبوا مع بعض يعتبر. احنا لسه عاملين فتره اعداد يعني مش طويله، برده قصيره، بقى لنا بتاع شهر ونص كده فتره الاعداد، وان شاء الله باذن الله اللي جاي يكون احسن. والرد الفعل لاي فرقه في مصر برده لما يبقى خسرانه خير ما يبقى متعادله. الوقت مدي لي 5 دقائق وقت بدل ضايع، وهو لا يقل عن 10 دقائق، وهو حسب 5 دقائق، هو ده اللي كان احتراض للحكم. طبعا الحمد لله على المكسب، والف مبروك لجماهير النادي الاولمبي واداره النادي الاولمبي. واحنا من اول السنه شغالين اصلا ان احنا هنصعد، ما فيش حاجه اسمها مركز ثاني وثالث ورابع والكلام ده كله، احنا بنلعب على المركز الاول، وان شاء الله ربنا يكرمنا بالصعود ان شاء الله. بنقول لهم طبعا الكابتن علاء جايب لعيبه كبيره ولعيبه كويسه، وهم اضافه لينا في اي وقت، وان شاء الله ربنا يكرمنا بيهم وبالمجموعه القديمه الموجوده، ونصعد ان شاء الله السنه دي بالنادي. من هنا من ملعب عز الدين يعقوب ممدوح الكواليني لبرنامج كوره بلدنا. طيب يا ريت تجيبوا لنا الكابتن مصطفى ابو قمر مانع، كان ناخد منه مباريات دوري الدرجه الثالثه اللي هتنطلق بكره، عشان دي تبقى خدمه كمان متميزه. هيقول لنا اهم مباريات دوري الدرجه الثالثه الكابتن مصطفى ابو قمر، وهو مستنينا على التليفون، يا ريت تجيبوه. ولكن عندي مباراه بلديه المحله وسيدي سالم، الزميل المحترم عبد رب النبي النادي. يا عم الكابتن ربيع ياسين قال لي قولها عبد رب النبي، هو اسمه عبد النبي، بس الكابتن ربيع ياسين قال لي حرام، قال لي قولها عبد رب. خلاص انا كابتن، لا طالما كابتن ربيع لازم نسمع. كابتن ربيع هنقول عبد رب لازم نسمع. وزميلنا المحترم المصور حسام جبر كانوا في المباراه وجاءوا لنا بهذا التقرير، 2-1 بلديه المحله سيدي سالم، ودي نتيجه من وجهه نظري منطقيه جدا. اتفضل يا استاذ خالد.
الحمد لله قدرنا وربنا سبحانه وتعالى قدر يكرمنا بالشوط الاول بجونين، وكنا نقدر نجيب جون واثنين، بس للاسف يعني اللعيبه سرحت شويه كده في اخر الشوط الاول. جه الجون لفرقه سيد سالم كهرب الدنيا. طبعا بنقول لهم هارد لاك ودفره محترمه وبالتوفيق في المباراه الجايه ان شاء الله. الحمد لله طبعا بشكر ربنا الاول والجهاز الفني واللعيبه كلهم على المباراه النهارده. بدايه الموسم دايما بتبقى مهمه، لما بتكسب فيها 3 بونت ده بيفرق معاك نفسيا، ممكن يعني ما يفرقش قوي بيتعوض النتيجه الاولانيه، لكن هو نفسيا وزي ما حضرتك بتتكلم بيساعد اكتر على التجانس ما بين اللعيبه وبعضها، ويساعد اكتر ان يبقى في روح كويسه بين اللعيبه وتتاهلك بعد كده الماتش ورا بعضه. بدايه الموسم زي ما بقول لحضرتك هي ما هي الا مباراه، بنقفل الصفحة بعد في نهاية المباراة وبنبدأ نركز في المباراة اللي بعدها. يمكن دلوقتي اتكلمنا مع اللعيبة انا والكابتن ايمن وكابتن حمادة علوي ان احنا خلاص مباراة انتهت، بنشكر ربنا بنشكر اللعيبة على انهم كانوا رجالة وكانوا قد المسؤولية في 90 دقيقة، والحمد لله ربنا كرمنا وكسبنا، وكان ممكن نكسب اكتر من كده كمان، بس ده مش هدفنا. هدفنا الحمد لله 3 بونت قفلنا الصفحه. المباراه بالنسبه لنا النهارده مباراه كانت ملعب بلديه المحله لاعب كبير قوي في الدوري الممتاز والدوري الممتاز ب، اتمنى ان شاء الله باذن الله اللي الماتشات اللي جايه احنا استوعبنا اكيد اللعيبه بتوعنا استوعب الدرس، واللعيب كوره لما لازم يعرف الكوره مكسب وخساره، فالحمد لله باذن الله احنا ان شاء الله عندنا ماتش كفر الشيخ نقفل صفحه بلديه المحله ونفتح صفحه كفر الشيخ، والماتش ده بالنسبه لنا دي 3 بونت وده 3 بونت، بس الماتش اللي جاي بيبقى على ملعبنا وفي جمهورنا، ده برده بيفرق برده معنويا. الحمد لله 3 بونت غاليين جدا، البدايات طبعا بدايه الموسم بيفرق جدا تجميع النقط. احنا يعني راضيين عن الفرقه، راضيين على الاداء، اللعيبه عندنا احسن، عندنا احسن كتير، الفرقه دي معموله جهاز فني ومجلس اداره وشقوا فيها وصارفين كويس وعاملين كويس فتره اعداد. طبعا اهم حاجه في الماتش 3 بونت، والاداء يعني نقول جيد، مش جيد جدا يعني اقل من جيد جدا شويه. لما ناخد الافضل من الاستاذ من الكابتن محمود سلطان، اخد جدول ترتيب الثالثه من الكابتن صديق جمال. ترتيب المجموعه الثالثه بعد الجوله الاولى الرجاء الاول. لحظه المخرج تدخل وعمل خد حق الفيتو، قال لك ما ينفعش ناخد الجدول ناخد الترتيب قبل ما ناخد دي لقطه الاسبوع في المجموعه الثالثه. ناخد دي لقطه الاسبوع فعلا. المخرج صح، الراجل اتاخر وتعب وولع النار وشار البخور وشقيان. سلم على الجهاز اهو يطمن عليه. ده بيسلم على الجهاز بتاع سيدي سالم. الراجل ده هاتوا لنا اسمه في الملعب ده 25 سنة. حب زي البلدية، يعشق البلدية. حب وانتماء عاشق البلدية. حاجة جميلة. بتاع الاتحاد السكندري. اكتب له يا خالد كده عاشق البلدية. اهو. حاجة بركة جميلة. وش بركة. لقطة الأسبوع في المجموعة التالتة عاشق البلدية. هنجيب اسمه طبعا. ما شاء الله ربنا يديله. يستاهل إن احنا نعمل عليه الكلوز ده. والله ربنا يديله الصحة. مين الناس المخلصة اللي بتحب أنديتها؟ دي لقطة الأسبوع. بشكر حسام جبر بصراحة وعبد رب النبي النادي. أو عم عبد النبي النادي عشان ما يزعلش. شكرا يا خالد. جدول الترتيب بتاع المجموعه الثالثه. لما جبت الكابتن البلديه يبقى لازم نحيي الكابتن ياسر ايوب طبعا، ونحيي الكابتن ايمن المزين طبعا، ونبارك له طبعا صديقنا العزيز مدرب كفء وقدير. 3 نقاط غاليين في اول مشوار يعني. وايمن المزين المدير الفني الوحيد في الممتاز ده كله حاليا اللي صنع الثلاث فرق. صنع الثلاث فرق من 3 مجموعات مختلفه. اكيد. اتفضل. الترتيب يا كابتن، الرجاء الاول ب3 نقاط، الاولمبي الثاني 3 نقاط، الحمام 3 نقاط، المركز الثالث، المركز الرابع البلديه 3 نقاط، غزل المحله في المركز الخامس 3 نقاط، المنصوره المركز السادس 3 نقاط، دول السته دول كابتن كسبوا في اول الاسبوع من الدوري. طنطا نقطه واحده، فاركو نقطه واحده، السابع والثامن، التاسع ابو قير الاسمده بدون نقاط، العاشر الجزيره بدون نقاط، سيدي سالم في المركز ال11 بدون نقاط، كفر الشيخ ال12 بدون نقاط، شباب تلا بدون نقاط، المركز ال13، دمنهور ال14 بدون نقاط. الكبار كلهم كسبوا. دي اهم ظواهر هذه المجموعه. طيب مين هيقابل مين الخميس الجاي يا استاذ خالد؟ هيبدا بالاربع في مباراه مبكره، فاركو مع الحمام دي يوم الاربع،
لظروف الدوري العام عشان استاد اسكندريه، وبعدين عندنا يوم الخميس الجزيره مع طنطا، ابو قير الاسمده مع بلديه المحله، سيدي سالم مع كفر الشيخ، ديربي كفر الشيخ، غزل المحله مع شباب تلا، المنصوره والرجاء، ودي اهم مباراه في المجموعه طبعا، ودمنهور مع الاولمبي. منصوره والرجاء يعني يبدو ان الرجاء بيصطدم بكل منافسينه اول باول مبكرا. اه طيب خلينا نروح لل طنطا، طنطا وفرقه، المباراه اللي انتهت 0-0 في هذه المجموعه، معانا منها لقطات يا استاذ خالد برضي، في ركلتين جزاء هنا وهنا ضاعوا وانتهت بالتعادل السلبي. اه مباراه كانت يعني كل فريق ضيع ضربه جزاء. مباراه كانت قويه جدا ما بين الطرفين. معانا لقطات يا جماعه. طيب يا استاذ محمود، كابتن محمود. نعم. كل فريق ضيع ضربه جزاء. طبعا دي نتيجة لعدم التركيز في المباراة. خلي بالك بص، حسين حدي لطنطا وعلاء كمان لفاركو، الاثنين لعبوا دوري ممتاز. والاثنين لاعبين مخضرمين. والاثنين لسه لاعبين، لسه متعاقدين معاهم لفرقهم السنة دي. هي نتيجة سلبية للفرقتين، نتمنى ان المزيد لطنطا الأحسن، وأيضا لفريق فاركو في فاركو إمكانياته كبيرة كفريق شركة يا محمود. طبعا. طبعا عندهم تماسك حلو جدا، عندهم الفرقه متماسكه مع بعضها، عندهم المصاريف، في مصاريف حلوه في نادي فاركو. نادي طنطا برضه ايضا نادي عريق ونادي ليه اسم كبير، عشان كده بقول لك ان دي نتيجه سلبيه للفرقتين. عايز تقول حاجه كابتن صديق؟ فانت يعتبر خسر نقطتين لان المباراه على ملعبه. ورغم عايز اشكر بس الاول الدكتور ياسر المعداوي ارجوكم، لان الراجل بيمدنا بالاحصائيات والاخبار من المركز الاعلامي لنادي طنطا، بشكره شكرا جزيلا، الراجل فاضل ومحترم، وبشكره على هذا التعاون الوثيق. يا كابتن، ضربات الجزاء فيها توفيق وعدم توفيق، بس حته المباراه في طنطا كان الارجح ان طنطا هي صاحبه الارض. النقاط دول يعني دول يعتبر خسر نقطتين. نيجي على بالنسبه لفرقه فاركو، من احسن الامكانيات الماديه. طنطا الفريق الوحيد في الممتاز باللي عنده مدير رياضي. طبعا يا كابتن، عندهم امكانيات، والاستاذ فايز عريبي عندهم منظومه محترمه، وبرده باعوا لعيبه وعندهم امكانيات، بس امكانيات فاركو اعلى رغم الامكانيات الماديه اللي هي يعني كبيره جدا، بس فاركو ما بيستغلش دي. على اكتر من موسم يا كابتن ما بيقدروش يظبطوا نفسهم ويعملوا تيم كويس وان هم يصعدوا، عندهم امكانيات ماديه كبيره جدا. بس للاسف الشديد ما بيستغلوش الحته دي. طيب نروح للافضل، دي بعض اللقطات ارضاء لاهلنا في طنطا واصدقائنا في فاركو، وتمنياتنا للتوفيق بالفرقتين. ملعب اكثر من رائع، بشكر مجلس اداره نادي طنطا، يعني حاجه بيلعبوا بالليل واضاءه وملعب رائع ونظام وترتيبات، فعلا لفايز عريبي ان يفتخر انه رئيس هذا النادي المحترم العظيم، وكل مجلس ادارته المحترم له مني كل التحيه والتقدير بصراحه يعني، وبكرر شكري للدكتور ياسر المعداوي مدير العلاقات العامه والاعلام. استاذ كابتن محمود، اخذ منك الافضل. معانا افضل حارس مرمى محمد فتحي لاعب غزل المحله الذي نجح. طيب لحظه كده، اتفضل ارجع تاني، انا اسف للمقاطعه. لا ولا يهمك. في ضربه جزاء ضاعت في السريه الاخيره لطنطا، نشوفها هي دي. صفر بعديها مباشره، خدوا ثلاثه بونت. حقيقه وحطها وحشه جدا. صفر اهو، خدت بالك يا استاذ؟ توقع لحظه الاخيره، بشكر الاعداد انه فكرني، لان ما كانش ينفع تفوت مني دي. نحيي برضه حارس المرمى ان هو عنده طبعاً قوه جراءه وقوه ملاحظه عامله جدا، يعني بص في اخر ثانيه، خلي بالك في اخر ثانيه في الماتش يبقى عنده الجراءه. خلي بالك مصطفى ديدا وكان واقف قانونا. كان واقف قانونا. لا كان واقف على الخط. خلي بالك اخو ميدو جابر لاعب الاهلي ما اتحركش. ما شاء الله. محمد صلاح حظه كويس برضه، يعتبر خد نقطه غلط. الافضل يا استاذ كابتن محمود، افضل حارس مرمى محمد فتحي لاعب غزل المحله الذي نجح في التصدي عن مرموقه من كفر الشيخ بشراسه، وقاد فريقه للفوز خارج الديار بهدفين لهدف. وكنا في مقارنه كبيره ما بين ديدا وما بين محمد فتحي. محمد فتحي، بس محمد فتحي انقذ 5 اهداف وطلع غزل المحله على ملعب كفر الشيخ فاز 2-1. عشان كده هو يستحق، عشان كده هو الافضل. يستحق. معنا ايضا افضل لاعب مؤمن فكري لاعب وسط الحمام بعدما احرز هدف فريقه الاول من ركله الجزاء، وقاد وسط فريقه بفضل تمريراته الهائله للفوز على ابو قير بهدفين بدون هدف. مؤمن فكري. معنا افضل هدف حازم شعيب لاعب المنصوره الذي احرز هدف فوز فريقه الجديد في منتصف شوط المباراه الثاني من الشرقيه اول موسم على شباب تلا من ركله حره. يا عم الصوره دي، يا عم انت رايح تعمل فيلم يا عم. ركز. بس حلو، بس لعيب هايل.
اسمع النووي يا عم كان المانجا بقى ينزل عليه ربنا يكرمه دايما. افضل بديل خالد الاخميمي لاعب غزل المحله الذي حل بديل امام كفر الشيخ ليسجل الهدف الثاني لفريقه وهدف الفوز، وده هداف غزل المحله الموسم اللي فات. برضو ايضا معانا افضل حكم محمد خاطر حكم مباراه طنطا وفاركو. معانا ايضا افضل مدير فني احمد عاشور المدير الفني للرجاء يستحق ان يكون المدير الفني اعلى اسكور لهذا الجوله بعدما قاد فريقه من خارج الخطوط بهدوء شديد يحسب له للفوز على دمنهور 3-0 فريقه اللي كان بيدربه قبل كده فاز 3-0. بس انا عايز اقول ان اسلام طارق حارس مرمى طنطا برضه لازم نحييه انه صد ضربه جزاء من فاركو اكيد زي ما حيينا جديده اللي انقذ ضربه الجزاء مظبوط صح طبعا من طنطا. طيب خلينا ناخد افضل لاعب في هذه الجوله. مؤمن فكري، مؤمن مساء الفل يا مؤمن وصباح الفل. مساء الفل يا كابتن عليك وعلى كباتننا الكبار اللي في الاستوديو. ايه اللي مزهرك لغايه دلوقتي انت اصلا؟ اللي مزهرنا اتفرج على حضرتك طبعا. خلاص لو حد يكلمك اتصل بيا. لا طبعا انا حضرتك بتفرج على حضرتك دايما بتلقي الضوء على الممتاز به على دوري المظالم، واحنا طبعا ما بقيناش مظالم من ساعه ما حضرتك القيت الضوء علينا مش من دلوقتي من فتره كبيره جدا. بنشكر حضرتك جدا الله يخليك على المتابعه وعلى المبادره الدايمه لينا كلنا. مبروك فوزك بلقب افضل لاعب مؤمن فكري في المجموعه الثالثه للاسبوع الاول يا مؤمن. الحمد لله والله ده مجهود فرقه كامله ومجهود لعيبه رجاله كانوا معانا امبارح ولعيبه عملت اللي عليها، وبشكر حضرتك وبشكر كل الكباتن الكبار اللي في الاستوديو اللي اختاروني ان انا اكون احسن لاعب في الجوله دي. مليون مبروك يا مؤمن ودايما نكلمك وانت الافضل دايما. شكرا جزيلا وتحياتنا لكل اهالينا في الحمام وتحياتنا لكل جماهير الحمام المحترمين اللي انا عارفهم بيعشقوا برنامج كره بلدنا. طيب نلعب محمد جاكيتا جبنا اسمه محمد جاكيتا. طب والله هايل والله بشكركم يا اعداد جاهزين على طول ما شاء الله. الاستاذ خالد مخلص بشكره شكرا جزيلا مخرج البرنامج من طنطا وبيتهم جنب بيت محمد جاكيتا كمان. لا يبقى حاجه جميله جدا. يا عم محمد هات لنا التليفون نكلمه الحصاد اللي جاي يا استاذ خالد. تحياتي للمحترم بسيون الفيوم اللي احنا صحنا من النوم عشان ناخد اسم الراجل بس يستحق محمد جاكيتا لقطه الاسبوع في المجموعه الثالثه، وتحياتنا للمحترم صديقنا العزيز بسيوني الفيومي. مين معانا يا شباب؟ طيب نروح نطمن على الزمالك قبل ما نقفل وساعات ومباراه الزمالك والقادسيه. استاذ علاء حمام سلام عليكم. عليكم السلام استاذ عبد الناصر، تحياتي لحضرتك وللناقد الرياضي الكبير استاذ خالد كامل والكابتن صديق جمال والكابتن محمود سلطان والجميع الساده المشاهدين. الحمد لله بالسلامه من العجم يا ابو الزغاليل. الله يسلمك يا استاذ عبد الناصر. انا عارف انك انت كنت مع مدير الامن على قدم وساق عشان الجماهير وتعبت وشقيت الله يكون في عونك. لا بصراحه انا كنت على الجلاش عشان بس انا كنت بصاجي. وفي قهوه هناك ولا مفيش؟ مليانه يا هاوي بس مفيش ارنب بقى. ارنب مش هناك. عندنا في الساعات الاخيره رئيس نادي الزمالك اطلق تصريحات قويه جدا. طبعا احنا كنا امبارح برنامج كره بلدنا انفردنا بتصريحات قويه للدكتور عبد الله جورج، والدكتور عبد الله كان اتكلم على الخطابات اللي ارسلها للدكتور اشرف صبحي وزير الرياضه والمهندس هشام حطب رئيس اللجنه الاولمبيه، واللي طلب فيهم وقف الجمعيه العموميه العاديه والغير عاديه. النهارده رئيس نادي الزمالك رد على الدكتور عبد الله جورج وقال ان هو ما عندوش عضو مجلس اداره اسمه عبد الله جورج، وان عبد الله جورج سقطت عضويته لانه غاب 3 جلسات. طبعا في المقابل دكتور عبد الله جورج اضطر يرد على الكلام ده وقال ان رئيس الزمالك بيرسل له موعد الاجتماعات قبل انعقادها بساعه وما بيرسلش جدول اعمال، وان هو عارف ان هو كان بيخطط لكده علشان كده حصن نفسه واتخذ اجراءات تحمي عضويته في مجلس اداره نادي الزمالك. تمام. عندنا الزمالك النهارده عبر موقعه الرسمي اعلن عن انعقاد الجمعيه العموميه غير عاديه يومي 30 و31 من اغسطس الجاري، ونزل اعلان في الاهرام. ونزل اعلان في الاهرام وقال ان الجمعيه دي هتناقش الميزانيه وهتناقش اعتماد الميزانيه
كمان في مقترحات من مجلس الإدارة هتناقشها، وفي وبيطالب المجلس بيطالب جمعية عمومية ان هي تسمح له انه يبرم عقود طويلة الأجل تعدي مدته القانونية. وقال في امور تانية هيتم طرحها في جدول الأعمال عند انعقاد الجمعية العمومية. نروح بقى لأخبار نادي الزمالك واستعدادات المباراة القادسية. النهارده الجهات الأمنية وافقت ان عدد الحضور في المباراة النهارده بقى السبت يكون 10,000 متفرج، 5,000 يتبع لهم تذاكر ويتم بيع تذاكر ليهم، و5,000 دعوة يوزعهم نادي الزمالك. الحاج عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة قال ان تذاكر مباراة الزمالك القادسية تروح الساعة 11 مساء الجمعة بنادي الاولمبي، وان بكرة ان شاء الله صباحا هتطرح برضو الساعة 10 الصبح، ومعانا اسعار التذاكر. اتفضل. لحظه يا زعبان اقول لحضرتك في واحد خطاب بس عشان الناس تبقى عارفه الصبح في النادي الاولمبي وقبل المباراه في واحد خطاب في طريق الملعب. انا والله كنت اقول بس خفت ليكون اعلان يعني المكان ولا حاجه. لا عادي لو رحت الناس هيعملوا معاك احلى واجب وهتاكل حمام وسمان. اي واحد خطاب ماشي. عندنا التذكره موحده دي ب 20 جنيه والدرجه الاولى ب 50 جنيه والمقصوره ب 100 جنيه. اللي بعده ونادي الزمالك مخصص 50 اتوبيس علشان اعضاء جمعية عمومية لاحضار المباراه. اللي بعده عندنا تصريحات مهمه لمستر جروس النهارده في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراه. قال الزمالك استعد جيدا لمواجهه القادسيه الكويتي، والاستعداد كان عن طريق تدريبات قويه، كمان الفريق خاض مباراه قويه جدا وديه امام الداخليه، ودي استفاد منها الفريق فنيا وبدنيا. قال برضه ان هو بينتظر دعم جماهير الزمالك في المباراة، وقال ان هو سعيد طبعا ان دي اول مرة يشوف فيها جماهير الزمالك، وكان يتمنى ان الاعداد تكون اكثر من 10,000 متفرج. برضو مستر جروس قال ان طموحاته والفوز بالبطولة، ومستر جروس قال ان الزمالك يضم لاعبين جدد دول عددهم كبير، عشان كده الانسجام لم يتحقق بعد، وان هو مع كثرة التدريبات والمباريات الانسجام هيتواجد، وساعة الانسجام ما يتواجد الناس هتشوف الزمالك بشكل مختلف. برضه مستر جروس قال البطوله العربيه ضمن 5 بطولات الزمالك هيشارك فيها، والزمالك بيطمح بالفوز بال5 بطولات. وبالنسبه لفريق القادسيه مستر جروس قال انه بيحترم القادسيه، لكن فوز الزمالك بنتيجه مرضيه بلقاء برج العرب هيسهل من مهمته بلقاء العوده. عندنا تصريحات برضه للكابتن حازم امام قائد الفريق. كابتن حازم امام قال ان الجهاز الفني حتى الان ما حددش اذا كان هو اللي هيشارك او التونسي حمدي النقاد في مركز الظهير الايمن في مباراه القادسيه، لكن قال ان هو جاهز للمشاركه في اي لحظه. برضه كابتن حازم امام قال ان مستر جروس دربهم على طريقه لعب جديده، وطريقه اللعب دي بتعتمد على تضييق المساحات والضغط الامامي بشكل مستمر على المنافس، ومحاوله احراز اهداف في بدايه المباريات، ولان احراز اهداف في بدايه المباريات بيسهل من مهمه الزمالك بعد كده. برضه كابتن حازم امام قال ان اللاعبين في مباراه بتروجيت ما تمكنوش من تنفيذ فكر مستر جروس، لكن في مباراه الاتحاد نجحوا ان هم ينفذوا جزء كبير منه، والمباريات اللي جايه هينفذوا كل فكر مستر جروس داخل الملعب. برضو قال ان الزمالك بيسعى لهز الشباك القادسيه بعدد وافر من الاهداف علشان يسهل مهمته بلقاء العوده. عندنا الزمالك وافق على حضور جماهير القادسيه الكويتي مجانا، وطبعا مخصص لهم مكان، وبرضه بلغ اداره العلاقات العامه ان هي تستقبلهم وتضيفهم وتعاملهم معامله طيبه. الزمالك هيبتدي في مباراه القادسيه زي التقليدي، القميص الابيض والشورت الابيض والشراب الابيض، وحارس مرمى يرتدي زي اخضر، بينما القادسيه يرتدي طقم اصفر وحارس مرمى يرتدي طقم برتقالي. بالنسبه عندنا الزمالك النهارده علق على التصريح اللي احنا قلناه امبارح على لسان الغني شيبونج، كان شيبونج امبارح قال لنا ان هو هيقدم شكوى للفيفا ضد الزمالك. الزمالك النهارده علق على خبرنا وقال والله يا كابتن خالد لازم يدي الزمالك فلوس. الكابتن صدير جمال بيقول لك شيبونج يدي الزمالك فلوس هو الكسبان. لا ده شيبونج بقى مبلطك خالص وعايز ياخد 220,000 دولار. يا لهوي وعامل ايه عشان ما عملش حاجه والله. ماشي اللي بعده عشان الوقت يا جماعه. شيبونج بقى الزمالك رد على شكوته وقال ان هو الشكوى اللي عملها دي مش هياخد بيها اموال، وان الزمالك خصم نص مستحقاته الماليه حسب نص لوائح الفيفا،
وان هو كده اتخصم منه 110,000 دولار، وان تغيبه عن حضور التدريبات وتهديده دايما بالشكوى هيعرضه لعقوبات اخرى. وقال ان اللاعب مش حر علشان ينتقل لاي نادي، اللاعب مقيد بقائمه انتظار وعلى ذمه النادي حتى شهر يناير. شكرا جزيلا. عندنا بقى فيك كم تصريح كده اخر حاجه على اخر الوقت. طيب الروماني ايوان مارين مدرب القادسيه قال المقارنه بين القادسيه والزمالك ليست مصلحه فريقه في الوقت الحالي، لكن رغم ذلك الراجل جاي يلعب مباراه هجوميه وهيسعى ان هو يحقق نتيجه في مباراه الذهاب عشان يسهل من مهمته في مباراه الاياب. كمان قال ان هو يفرض رقابه صارمه على كاسونجو لانه شاهد مباراه الزمالك ولان كاسونجو بيشكل خطوره كبيره على مرمى المنافسين. برضه قال ان فريقه بيضم عناصر مميزه جدا، والعناصر المميزه دي الزمالك هيتفاجئ بيها على ارضيه ملعب برج العرب. شكرا جزيلا استاذ علاء حمام على هذه المعلومات. سريعا عندنا خبرين ثلاثة من المصري كده. بازل السويسري يدرس التعاقد مع اسلام عيسى، ودعاء جاد جدا، ونتمنى التوفيق لاسلام عيسى احد اكتشافات العميد العظيم حسام حسن. مجلس المصري يوافق على تأهيل مدافع المصري بقطر، ده من الاخبار اللي عندنا المهمة. والمصري يفوز على ناشئيه بثمان اهداف لهدفين استعدادا لبتروجيت، مباراة صعبة جدا يوم الثلاثاء القادم. اخيرا عمنا المحترم كابتن مصطفى ابو امر مراسل كرة بلدنا في الوجه البحري. كابتن مصطفى ابو امر السلام عليكم. مساء الخير يا استاذ عبد الناصر، اهلا بحضرتك واهلا بضيوفك الكرام، وطبعا استاذ خالد كامل طبعا على راس المجموعه والمجهود المبني اللي بيعمله في دوري الدرجه الثانيه، وان شاء الله بالتوفيق دايما على الرغم ان المجموعه ثلاث مجموعات والعمليه صعبه شويه والمباريات في كل انحاء مصر، ربنا يعينه ويقويه ان شاء الله يعني. شكرا جدا كابتن. بالنسبه للقسم الثالث طبعا حضرتك عارف ان الخدمه اللي حضرتك دايما بتاديها لانديه الغلابه والمظالم يمكن القسم الثالث بعيد شويه عن الاضواء، على الرغم ان في انديه سبق انها لعبت في الدوري الممتاز قبل كده وانديه عريقه جدا جدا جدا. فيا ريت بعد اذن حضرتك يا استاذ عبد الناصر ان احنا برضه نخصص فقره لدوري الدرجه الثالثه، وطبعا نظرا لان المجموعات بتاعتها كتيره جدا عشان 9 مجموعات او 10 مجموعات، فعشان كده يعني ممكن كل اسبوع ممكن نزيد 3 مجموعات. انا بالنسبه لعندي لبحري هنا عندي 3 مجموعات هنا في بحري، مجموعه الدقهليه ومجموعه الغربيه ومجموعه كفر الشيخ، احنا ممكن نغطيهم لك وان شاء الله ماتشاتها هتبدا بكره على فكره، فيعني بنستسمحك يعني تمر تلقي الضوء على انديه القسم الثالث وخاصه الانديه العريقه اللي سبق انها لعبت في الدوري الممتاز ولكن ضار عليها الزمن ونزلت الى القسم الثالث في دوري النسيان. وطبعا انت عارف ان ده دوري فيه ذخيره كبيره جدا من اللعيبه اللي هي في بدايه مشوارها في الكوره بيبقى على الاقل في الدرجه الثالثه. فنتمنى من حضرتك يعني ان انت تخصص اعدك بما تيسر، يعني كلمه ما تيسر هي اني على مدار الاسبوع اي تقرير انزيعه ونقطع التقارير ناخدها معانا 2 3 4 5 وهكذا. لو زعنا لنا كل يوم تقرير او 2 في الفواصل هذا انجاز عظيم. طب او كل مجموعه على الاقل، يعني كل مجموعه واحده. اتفق معاك، هنتصرف ان شاء الله. ان شاء الله ننسق مع بعض ان شاء الله. وشكرا لحضرتك يا استاذ عبد الناصر وشكرا على مجهودك المبني في دوري الدرجه الثانيه. كابتن مصطفى انت لا تشكرنا، انت صاحب البيت وشرف كبير ان تكون بيننا. نحن نقدر الناس ومن لا يقدر الناس لا يقدر الله. انت راجل محترم ومجرد تعاونك معانا شرف نعتز به. اخر حاجه معايا قبل ما اقول شكرا، برزنتيشن تؤكد سوبر ابناء زايد سيخرج بصوره مبهره بالقاهره. اكدت شركه برزنتيشن سبورت راعي الكره المصريه ان كاس الخليج العربي السوبر الاماراتي والذي سيجمع بين العين والوحده على استاد السلام بالقاهره يوم 25 اغسطس الجاري سيشهد ترتيبات تنظيميه ضخمه ستخرج لاول مره ليخرج بافضل صوره ممكنه فريق بحجم استضافة مصر للحدث الكبير للمرة الثانية في التاريخ خارج الإمارات. وأوضح مصطفى بنطاوي صديقنا الحزيز والمتحدث الرسمي باسم الشركة أن برزنتيشن تحضر لمباراة تاريخية من حيث الشكل والتنظيم والإمارات.
الانتاج التلفزيوني لتخرج بصوره مبهره، خاصه بعد التعديلات التي اجرتها الشركه على ملعب السلام. محمد كامل راجل وراجل عظيم وبيتواجد في المواعيد، وما من ايفنت كلفت بيه برزنتيشن الا رفعت راس مصر. الحقيقه انا بحيي محمد كامل وكل القائمين على شركه برزنتيشن، عاملين شغل عالي جدا يا استاذ عبد الناصر، وبقول له بالمناسبه الحمد لله على السلامه، صاحب اطيب قلب واطيب ابتسامه الحقيقه. يعني لما تقعد مع محمد كامل تسعد، تحس انه راجل مصري اصيل بيحب بلده. طبعا. والشركه عملت نقله تانية خالص في عالم كره القدم وعالم الاحتراف. والله انا عملت حاجه ظريفه بالبلدي بالعامي، قلت شركه ترفع الرقبه. اكيد طبعا، شركه مصريه ورفعت ولها دور كبير جدا. دي حقيقة. والحقيقه استضافه السوبر الاماراتي السنه الثانيه ده انجاز عظيم جدا، واقامه السوبر المصري خارج مصر برضه نقله حضاريه، ورعايه الانديه المصريه والمنتخب المصري. الحقيقه خلال الثلاث اربع سنين بقى في طفره كبيره جدا عملتها شركه برزنتيشن، وليها دور كبير جدا، واتمنى لجماهير مصر وفرصه هيكون مباراه السوبر دي بعد العيد على طول، اتمنى ان يجد استاد السلام مليان، لان زي ما بنشوف السوبر المصري في الامارات جماهير مصر الوفيه، اتمنى ان شاء الله الجماهير تحضر عشان يخرج مباراه كرنفال يلي باسم مصر، وده يكون بدايه لينا ان احنا نستضيف اكثر من سوبر عربي ان شاء الله في مصر. محمد كامل وكتيبه عمله، وهم كلهم عندهم زهد وفناء، ما بيحبوش يقولوا اسمائهم مع محمد كامل، ولكن بالفعل هذه الشركه شركه محترمه فخر لمصر، ولا بد ان نحافظ عليها ونحافظ على محمد كامل مهما كانت الصعاب ومهما كانت الاشواق، لان محمد كامل اضافه واضافه قويه. وانا دايما بقول لو شلت محمد كامل من برزنتيشن لن تجد برزنتيشن، هذا الكلام على مسؤوليتي، ولو شلت برزنتيشن من حياه محمد كامل، محمد كامل هيموت. ويكفي ان هم دخلوا وغمر وغامر بالضبط. في وقت ما كل الدنيا قالت ايه اللي دخل ودفع وما كانش حد عارف يعني ايه استثمار، وعملوا طفره جهيله جدا يا جماعه. لا لا، وعنده هيبه على طول. وبعدين في ميزه في محمد كامل، تطوير زي ما قال الاستاذ عبد الناصر، لا غير التطوير، ان هو عمره ما بيتكلم على نفسه خالص، وعمره ما بيحب يطلع في الاضواء. انا عملت او بقدر ما هو دايما بيشكر في الناس اللي معاه، صح، كل المجموعه اللي معاه ده سر نجاحه دون استثناء عمرو ابي شريف غيره وغيره، حسن كلهم مجموعه شباب محترم جدا، شباب عنده فكر، صح، وعنده اهم حاجه ولاء وحب لمصر. شريف حسن رئيس قطاع الكوره، صديقنا العزيز المحترم عمرو بك وهبي المدير التنفيذي، مصطفى قنطاوي المتحدث الرسمي، كلهم الناس يعني نختلف او نتفق في النهايه هم يتفاعلون لاجل مصر بصراحه. برضه كلمه البرزنتيشن، هم اضافه لاي عمل رياضي سواء داخل مصر او خارج مصر، من تنظيم سواء مباراه سوبر سواء كانت في الامارات او الحدث اللي هو ان شاء الله بين السعوديه ومصر للزمالك والاهلي والهلال والاتحاد، انا متاكد هيعملوا حدث كبير جدا جدا، هم اضافه ومنظومه محترمه جدا يا كابتن ان شاء الله. وبقول لهم التحيه كلهم، ربنا يوفقهم جميعا. ده كانت نهايه حصادنا الخاص بالغلابه الممتاز، بنتمنى ان احنا نكون عملنا لكم توليفه اخر الاسبوع بالشكل اللي يرضيكم. الجمعه دائما مع الغلابه ودوري الممتاز به، وما تيسر معنا من دوري الدرجه الثالثه الذي يضرب في 18 مجموعه 9 الف وبها، فالعمليه صعبه جدا محتاجه الى اسابيع مش اسبوع ولا يوم، ولكن هنحاول ان احنا نقدم لكم ما يليق بالغلابه في دوري الممتاز به بالشكل اللي يسوقهم ويساعد بقوه انهم يكونوا في المواعيد نجوم مثلهم مثل الدوري الممتاز. شكرا جزيلا لنجمي الكبير واستاذي المحترم الكابتن خالد كامل رئيس لجنه مسابقات القسم الثاني الممتاز به، رئيس تحرير الكره والملاعب المعلق الشهير والناقد الرياضي المحترم، شكرا جزيلا استاذ خالد. انا اللي سعيد وبشكرك جدا وبشكر كل مشاهدينا، بالعكس دي سهره مرت يعني في دقائق، لان الصحبه الحلوه والجهد الكبير، وبشكر كل فريق اعدادك ومخرجنا النهارده الاستاذ خالد، وبشكرك جدا على لمك لكل الموضوع. اشكرك شكرا جزيلا. ايضا كل الشكر والتحيه والتقدير لنجم مصر الكبير والنادي الاهلي محلل كره بلدنا الكابتن المحترم صديق الجمال، شكرا جزيلا كابتن صديق. اشكرك يا كابتن، كنت في حاله في حاجه انك انت تطلع خمس ساعات بعيد عن الاصابه. لا الحمد لله طبعا، وانت عارف موجودي مع حضرتك مع كابتن خالد ومع كابتن محمود، انا سعيد جدا بحلقه النهارده،
وان شاء الله باذن الله يعني في تقدم مستمر قطاع عبد النصر مع بعضنا ان شاء الله باذن الله كابتن. كل الشكر والتقدير للاعب نادي الزمالك السابق صديقي العزيز محلل كره بلدنا المحترم الشاب الجميل الكابتن محمود صبان. بشكرك شكرا جزيلا محمود. شكرا لحضرتك يا عبد الناصر طبعا وسعدت النهارده باللقاء مع حضرتك ومع النجوم الكبار طبعا. شكرا جزيلا. كل الشكر للمخرج خالد مخلص المبدع اللي تعب معانا في حصاد الخميس وحصاد الجمعه، كل فريق العمل المصورين والناس اللي خلف الكواليس كلهم في الكنترول، فريق الاعداد هشام ابو حديد، شهاب ابو مغيث، احمد حسن، محمود عبد السلام، هدير عبد الله التوني، منسق العام الاستاذ المحترم عبد الناصر خليفه، الاستاذ وليد ابو عقيل، الاستاذ خالد عثمان، كل الناس لهم مني كل التحيه، مراسليننا اللي تعبوا جدا في مباريات الدوري الممتاز بشكرهم وبقول لهم الناس تنتظر منكم الجديد. شكر اخير للاتحاد المصري لكره القدم الذي سمح لنا ان نضيف ولو لمسه اعلاميه تليق بدوري الغلابة، نتمنى أن يساندونا في المستقبل وأن يدعمونا بقوة وأن يكون يدنا مع الاتحاد يدا تبني دائما، لا نختلف أبدا مهما كانت وجهات النظر، ولكن هم في حاجة إلى تلميع المنتج قبل عام المحترفين القادم الذي سيقلب دوري الممتاز برأس على عقب، ونحن في حاجة إن احنا نقدم للغلابة حاجة لوجه الله، واللاعبين الغلابة وأندية الممتاز به في حاجة لنا كلنا ان نخلي منتجهم يظهر باكمل واجمل صورة. ان شاء الله باذن الله الاعادة في تمام الثامنة صباحا. اما انا فالتقيكم ان كان في العمر بقية الاثنين القادم باذن الله في تمام 11 مساء وحلقة اول الاسبوع واسبوع جديد مع كرة بلدنا. بس ادعوني انه ما يكملش لان كده ربنا يكرم وتجيلي التأشيرة على الثلاث والاربع وطير على الحج، فادعوا لي والنبي ان شاء الله باذن الله ان احنا نكون من الذين كتب الله لهم الحج هذا العام باذن الله تعالى. الاستاذ ابو المعاطي زكي نجم الجماهير يلتقيكم السبت والاحد